اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. اكيد النهارده موجودين لتغطيه مباراه الاهلي والفيصلي الاردني في مباراه النصف النهائي او ما قبل او قبل النهائي في هذه البطوله، البطوله العربيه اللي رجعت من جديد على ارض مصر. نتمنى طبعا انها تكون مصريه خالصه عن طريق طبعا النادي الاهلي. اكيد لو اتكلمنا على المباراه النهارده، مباراه صعبه على النادي الاهلي وايضا على الفيصلي الاردني اللي عنده طموح كبير قوي ان هو يكسب النادي الاهلي المره الثانيه في هذه البطوله، لكن طبعا الامور هتبقى صعبه النهارده على الفرقتين. النادي الاهلي بيحاول طبعا يرد اللي اعتبره، في نفس الوقت تحقيق الفوز للوصول للنهائي والحصول على هذه البطوله اللي على ارض مصر زي ما بقول لحضراتكم. فبالتالي المباراه صعبه. ايضا المباراه الاخرى اللي هتقام بكره ما بين الفتح الرباطي المغربي وايضا الترجي التونسي مباراه صعبه للوصول للنهائي. فكلتا المباراتين هتكون مباراه شيقه، نتمناها طبعا فنيات عاليه ونتمنى طبعا النادي الاهلي الفوز النهارده. عايز اقول لكم واذكركم بالمباراه اللي اتلعبت في دوري المجموعات، او اذكركم الاول بدوري او مجموعه الاهلي ومجموعه الفيصلي لانهم كانوا في مجموعه واحده زي ما احنا عارفين. حصل قرعه والقرعه اصفرت عن مواجهه النادي الاهلي لفريق الفيصلي الاردني مره اخرى. طبعا الفيصلي الاردني فاز او كان الاول في هذه المجموعه، المجموعه الاولى بتسع نقاط، النادي الاهلي كان في المركز الثاني بست نقاط، ثم نصر حسين داي والوحده الاماراتي. كان نصر حسين داي بثلاث نقاط فقط لا غير بالفوز على الوحده في اولى مباراه، ثم الوحده الاماراتي ولا نقطه. مشوار النادي الاهلي في هذه البطوله كان اللعب امام الفيصلي الاردني وهزيمه 1-0 زي ما بقول لحضراتكم. دي كانت امامنا هذه المباراه. المباراه الثانيه كانت امام الوحده الاماراتي وفوز النادي الاهلي 2-0، ثم نصر حسين داي وفوز النادي الاهلي 2-1 على نصر حسين داي. ثم مشوار مباراه او مشوار الفيصلي الاردني في هذه البطوله، فوز على النادي الاهلي 1-0، ثم الفوز على نصر حسين داي 1-0، ثم الفوز على الوحدات بنتيجه 2-1. ده مشوار الفرقتين في هذه البطوله حتى ملاقات طبعا بعضهم النهارده ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. ده زي ما انتم شايفين ده المباراه الاولى اللي كانت في بدايه المباريات في هذه المجموعه. خليني اقول لكم يمكن تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه كان كالتالي. يعني كان في البدايه كانت محمد الشناوي، كان كابتن احمد ايوب هو المدير الفني في هذه المباراه، ثم مباراه طبعا الوحده في المباراه اللي بعدها. الشناوي طبعا كان في حراسه المرمى، من اليمين للشمال كان باسم علي، رامي ربيع، محمد نجيب، صبري رحيل. في خط الوسط كان عمرو السوليه واكرم توفيق، امامهم كان كريم نيدفيد وجنرال اجاي وميدو جابر، ثم كان في المقدمه عمرو جمال. اكيد كابتن حسام البدري النهارده الوضع مختلف، الشكل مختلف. ده اللي احنا هنتكلم عليه من خلال طبعا نجومنا في الاستوديو، نجوم مصر في الاستوديو. تحليل فني هيبقى رائع لان المباراه النهارده يعني زي ما بنقول لينا وللجماهير النادي الاهلي والفريق والجهاز الفني والاداره، مباراه مهمه جدا في هذه البطوله. واعتقد لما يبقى النادي الاهلي طرف في اللقاء النهائي نجاح كبير جدا للبطوله، نجاح مهم واستمراريه للبطوله العربيه ان شاء الله الفتره الجايه، من خلال يكون نهائي قوي، نهائي مميز. طبعا احنا الفرقتين التانيين او اللقاء الاخر اللي هو لقاء الفتح والرباطي المغربي وايضا الترجي التونسي هيكون قوي النهارده، ايضا لقاء قوي موجود النهارده. طموح فريق الفيصلي وايضا خبرات وتاريخ النادي الاهلي في هذه البطولات وايضا في البطولات الافريقيه بيواجهوا بعض، فبالتالي هنشوف مباراة قوية. كلام فني كتير عن هذه المباراة مع نجومنا ونجوم استاد الاهلي كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن ربيع. اهلا بيك يا كابتن. نور النهارده شمالي، استغربت لازم نغير بقى مع يعني ندي فرصة للجميع. الله يخليك كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن وليد. اهلا بيك كابتن فاروق. نور كابتن. الله يخليك. وكابتن سمير كمونة نجم مصر ونجم النادي الاهلي واحسن واحد بيلعب في خط الظهر كابتن سمير. حبيبي يا رؤى وموفق ان شاء الله بالتوفيق يا حبيبي. يعني في البدايه كابتن خليني اكلمك في يعني عن يمكن انا قلت التشكيل بتاع المباراه الاولى والنتيجه. النهارده مباراه اخرى امام الفيصلي الاردني، اكيد هيبقى في فارق يا كابتن ما بين هذه المباراتين. يعني الفارق اولا في ان كنت فرقه بتجمع نقاط في الوقت ده في المباراه الاولى، الوقت الحالي او المباراه الحاليه هو مباراه للوصول للدور النهائي والحصول على البطوله، فاكيد في وضع مختلف ما بين المباراتين. بتختلف على البطوله طبعا، دي قبل النهائي مهمه جدا اللي هيكسبها باذن الله تعالى. لازم فرقه من الاثنين تكسب، انما اول مباراه كان ممكن واخد بالك دي مباراه من ثلاث مباريات بتجمع نقاط في البدايه لسه، خد بالك حاجات كثيره جدا في مجموعه.
فهنا بقى كل مدير فني بيعتقد انه بيفكر تفكير تاني خالص في تشكيل وتوظيف واداره مباراه، واخد بالك، وقاري المنافس كويس هو التحضير، لان زي ما قلنا لازم فرقه من الاثنين تكسب. فالطبيعي جدا ان الامور هتبقى يعني الفنيات هتبقى عاليه، انك وصلت الفورمه، الاثنين قريبين جدا من بعض، فورمه في خبرات في توازن في كل حاجه كويسه، ده لعب ثلاث ماتشات وده لعب ثلاث ماتشات. انما التفكير هيختلف عند كل مدير فني من ناحيه الجانب الفني. انا وجهه نظري الجانب الفني النهارده هيبقى قتل من المباراه الاولى، المباراه كانت في بدايه لسه. انما الفيصلي عاوز يكسب ويكرر مكسبه، فالطبيعي جدا لازم مدربه يقعد طول الليل يفكر، هفكر ازاي فنيا، هدافع ازاي، هاجم ازاي، فلسفتي ايه، شغلي ايه. برضه كابتن حسام النهارده تكرار الماتش الاول عمره مش هيتكرر باذن الله تعالى. افكر ازاي اكسب الفرقه دي، شفتها، هبتدي ازاي، طب ادخل مين، العناصر اللي راجعه من الراحه، طب الخبرات، طب الدور، طب الشكل، حاجات كتيره جدا فنيه محتاجه وقت نتكلم فيها محمد. لكن زي ما قلت انا هتختلف في وزنها الفني وفي ادائها الفني وفي المتعه الفنيه هتختلف، لان ده في فورمه كويسه دلوقتي، الاهلي في فورمه كويسه بالجداد والقدام اللي راجعين، وهو خد فورمه كويسه وخد شكل كويس وخد تقل فني وخد خبرات. فالطبيعي جدا المواجهه النهارده تبقى صعبه جدا في الملعب. أكيد. لكن انا برجح طبعا الاهلي بخبراته الكبيره، الاهلي كسب قبل كده الفيصلي مرتين، ومره الفيصلي كسب، لكن المجمل الفني اعتقد لخبرات وقدرات النادي الاهلي. طيب يعني كابتن ربيع هنتكلم بقى في الفنيات، ولكن خليني اقول لكم يعني ده طبعا خاص بقناه الاهلي بكاميرات قناه الاهلي في فندق الاقامه قبل التوجه طبعا ل استاد الجيش ببرج العرب. كابتن وليد خليني اقول لك ان المدرب الصربي نيفوتشا المدير الفني لفريق الوحدات او الفيصلي، انا اسف، يعني اكيد ارى او خلاص النادي الاهلي بالنسبه له كتاب مفتوح، لعب مباراه اولى كسب، ويمكن كنا شايفين السعاده عليه بعد هذه المباراه الاولى بالفوز على النادي الاهلي النادي الكبير النادي العريق في الوطن العربي وافريقيا. النهارده اكيد استعداداته هتبقى مختلفه، ونفس السؤال لك برضه الكابتن ربيع، هل هيبقى في فرق ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه؟ بص، هو انا عاجبني المدير الفني مستر نيبوشا بيتعامل بهدوء جدا، عنده هدوء، عنده ثبات انفعالي، هو ما عليهوش اي ضغوط، يعني خلينا نقول ان كل الضغوط على النادي الاهلي. الراجل عمل مكسب كويس قوي، عمل اداء قدام النادي الاهلي بشكل رائع، كسب لاول مره في التاريخ بالنسبه للفيصلي الاردني ان هو يكسب النادي الاهلي، عمل اداء كويس، اكتسب احترام الناس، خد 9 نقاط من 3 مباريات، تصدر مجموعته مع انها فيها النادي الاهلي المرشح الاول للبطوله وعلى ملعبه، يعني الراجل ما عندوش اي ضغوط بصراحه. واضح ان هو طلع في المؤتمر الصحفي باين ان هو هادي جدا، بيقول ان كل مباراه مختلفه عن المباراه اللي سبقتها، ليها تشكيلها، ليها التكتيك بتاعها، ليها الاستراتيجيه بتاعتها، فالراجل هادي. هي نفس المباراه؟ لا، مش هي، هو هيلعب ضد استراتيجيه مختلفه بافراد مختلفه بتكتيك مختلف، فهي تحفز مختلف بصح، تحفز مختلف دلوقتي انت بقى عندك حافز مهم جدا ان انت عايز تروح للبطوله. انت دلوقتي ما بتلعبش للاهداف الاخرى، انت خلصت كل الاهداف الاخرى وبقى عندك ولا وفكره تجربه لعيبه وفكره انك تشوف لعيبه تانية وفكره انك تدي للعيبه الاساسيه راحه، كل ده انتهى خلاص، انتهى بدوري المجموعات. انت دلوقتي داخل على تارجت واحد بس، هو انك تشيل كاس البطوله العربيه. فالضغوط كلها على النادي الاهلي، ولكن اختبار جديد، اختبار جديد لمعدن لعيبة النادي الأهلي الحقيقيين، اختبار جديد لمدى تحمل لعيبة النادي الأهلي للضغوط. النهاردة انت بتلعب وانت اتغلبت قبل كده من الفرقة دي، بتلعب في قبل النهائي وعايز تروح للنهائي، بتلعب على ملعبك، بتلعب في وسط جماهيرك اللي اختلف الموضوع من 5000 او 7000 ل 25000، بتلعب علشان المباراة اللي بعديها يبقوا 70000. فانت الفكرة كلها، كل الضغوط النهارده محطوطه على النادي الاهلي ومحطوطه على الكابتن حسام البدري، بما انه ما كانش موجود في اللقاء الاول اللي اتغلب فيه النادي الاهلي، فهو كمان عايز يوصل نهائي البطوله العربيه وعايز ياخدها، محطوطه على اللعيبه سواء اللي هتدخل من الناس اللي مريحه او اللي هيلعبوا من الناس اللي اجادت بشكل كويس قوي، واحد زي محمد الشناوي اجاد بشكل كويس قوي وغلط الماتش اللي فات، فعايز يثبت النهارده فقبل النهائي يوصل للنهائي وياخد احسن حارس مرمى في البطوله. صحيح. حقه.
ضغوط على رامي ربيعه اللي انا قلت لك ان هو ونجيب انا شايف ان هم بيتحملوا عبء كبير جدا. النهارده نجيب غالبا مش موجود للاصابه، فرامي يتحمل عبء، يتحمل احمد فتحي لو رجع في الباك رايت، يتحمل محمد هاني لو دخل كسرد باك لا غالبا هيكون محمد هاني. يعني انا قصدي احمد فتحي هو اللي يبقى موجود كسرد باك؟ لا محمد هاني، انا وجهه نظري يعني انا ليا كده بس ما اعرفش الكابتن حسام هيعمل ايه، ما اعرفش، بس انا وجهه نظري ان محمد هاني الاصلح انه يلعب سرد باك. احمد فتحي عنده من الخبره الدوليه كبيره قوي في التغطيه ويعرف يغطي ويعرف امتى يبقى عنده سنس ان انا اروح وارجع تاني. محمد هاني هيلعب جنب رامي ربيعه، اظن ان هو رامي هيعرف يحركه بشكل كويس. طب هكلمك في الجزئيه دي لما نوصل للجزء الفني، يمكن ده طبعا تحرك باص فريق النادي الاهلي لملعب المباراه ملعب الجيش ببرج العرب. كابتن كمونه خليني اقول لك ان الجمهور جمهور النادي الاهلي اللي زاد زي ما كابتن وليد كان وضح من في كلامه عن كل مباراه، النهارده دور قبل النهائي الجمهور اكتر، هدفه النهارده هو الفوز عشان توصل للنهائي، ولكن برضو في حته دايما معينه عند جمهور الاهلي وانت ماشي في الشارع دايما بيسالوك احنا لازم نكسب عشان احنا خسرنا في المباراه الاولى. اكيد طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي والتعويض على المباراه الاولى. المباراه الاولى كان الاهلي خسر 0-1، وزي ما احنا متعودين جماهير النادي الاهلي بتامل وبتعشق النادي الاهلي في كل مباراه ان هي تفوز، ما عندهاش حاجه اسمها تعادل، ما عندهاش حاجه اسمها خساره البطوله، ده طموح النادي الاهلي، هم متعودين على كده واحنا عودناهم على كده، فده حقهم المشروع، هم متعودين على البطولات ومتعودين على الاداء الجميل النادي الاهلي بيأديه. فانا شايف النهارده جماهير النادي الاهلي يمكن 25000 تيالي، احتمال يكون 25000، دي اضافه للنادي الاهلي ما شفناش بقالنا فتره طويله قوي العدد ال 25 وال 20 والكلام ده، كان اقصى حاجه بنبدا ب 5 7 10 15 لحد ما وصلنا ل 25، ده عايز اقول لك مدرج كامل يقدر ان هو يدي دفعه للنادي الاهلي، يقدر يحمسهم زي ما هم معودينهم على البطولات اللي فاتت. ده ما فيش شك ان الجماهير دي اضافه للنادي الاهلي النهارده ان انت ترد اعتبارك. هم كمان ليهم جماهير، خلي بالك يعني هم ليهم جماهير، جايين بجماهير عندهم جماهير قويه جدا طبعًا. يعني على ملعبهم، احنا رحنا الاردن قبل كده عملنا معسكر هناك لعبناهم ماتش ودي، يمكن كابتن ربيع والكابتن وليد عارف عندهم جماهير قويه جدا يعني بيتحرك الحجر، بس مش اقوى طبعا من جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي النهارده عايزهم يصبروا على الفريق، يساعدوهم شويه ان صعبه المباراه كابتن، هي المباراه صعبه ان فرقه كويسه اتكلمنا عليها من ناحيه التكتيكيه، فرقه كويسه وصعوبه كمان ان انت مدرب. خلاص برضو عايزين يحققوا مكسب تاني او يعني ما يخرجوش كده بالسهوله، يعني لازم يعافروا مع النادي الاهلي برضو. ما عندهم هم زي ما وليد بيقول ما عندهمش ضغوط، هم فازوا عليك في المباراه الاولى وبيأملوا، وكل تصريحاتهم عن طريق الاعلام او السوشيال ميديا زي ما احنا كلنا عارفين ان هم عندهم اصرار على المكسب تاني، فدي مزروعه جواهم سواء هيلعبوا النادي الاهلي او غيره. هم الاردنيين اصلا من طبيعتهم ان هم عندهم حته الحماس والروح والضغط والكلام دي مزروعه فيهم، بالاضافه طبعا لمستر نيبوتشا طبعا مدرب كويس جدا بيعرف يقسم المباراه، محمس اللعيبه، كميته ماشيه مع اللعيبه من اول السنه ان هو قدر ياخد تقريبا دوري وكاس، دوري وكاس بطولتين، يعني حاجه كويسه جدا طبعاً. هم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان البلان اتحط من ايام كابتن جوهر رحمه الله عليه، ابتدوا يشتغلوا على الفنيات بعد كده. ما خسرش ولا مباراه من ساعه ما تولى المسؤوليه مع فريق الفيصلي، اي مباراه ما خسرهاش، فده حاجه مخسرهاش. انا بقول لك هو بيعرف يقسم المباراه كويس جدا وعنده لعيبه بتطبق اللي هو بيقوله، يعني انا متوقع ان مستر نيبوتشا في المحاضره بيقول كلام بيطبق 100%، اللعيبه بتطبقه 100% اللي احنا شفناه في مباراه الاهلي الاولانيه. انا متخوف بس النهارده يلعبوا بنفس الحماس والقوه اللي قابلونا بيها المباراه الاولانيه. الموضوع ده طبيعي كابتن، ده متوقع يعني احنا لازم ناخد بالنا ان هم فرقه كويسه، عندهم تنظيم دفاعي، عندهم البدني بتاعهم مش بطال، انما برضو عندهم عيوب بعد كده نقدر ان احنا نتكلم فيها. طيب يعني كابتن ربيع قبل ما نروح للتقرير او تصريحات نيبوتشا نفسه عن هذا اللقاء، يعني اكيد كابتن حسام البدري زي ما كابتن وليد برضو يعني وضح ان هو الوضع هيبقى مختلف، الاداره الفنيه كابتن حسام البدري الشكل بالنسبه للفريق، ممكن بعض اللاعبين انضموا للقائمه، كابتن حسام البدري هيفكر ان هو يبقى اشراك بعض اللاعبين منهم في المباراه كاسين، الوضع النهارده مختلف لفريق النادي الاهلي من حيث التشكيله كابتن حد. طبعا ده طبيعي جدا، احنا اتكلمنا قلنا ده دي مباراه قبل النهائي، كل مدرب لازم يفكر تفكير خاص
يعني خطوه على النهائي. الطبيعي جدا الادوار الاولى غير الادوار اللي هي بتبقى المرحله الاخيره في فورمه المباريات. يعني ايه فورمه فنيه؟ يعني فريق الفيصلي هيوصل لفورمه كويسه باداء لاعبيه وبالجانب الفكري وبالجانب التكتيكي بتاع المدير الفني. هم يملكوا خلي بالك مقومات ترشحهم، هم ماتشهم مش هيبقى سهل. يملكوا مدرب عنده فكر وعنده انضباط وعنده شغل فني واخد بالك، وعنده لعيبه بتنفذ ونفذت في الماتش النهارده بامتياز. انما الفكر هيختلف ليه؟ لانك انت احنا في لعيبه هتدخل اكيد كابتن حسام النهارده، ان الطموح بقى موجود بنسبه كبيره جدا. انت النهارده بتلعب على ارضك في وسط جمهورك، ده طبيعي جدا، في وسط خمسه هيدوك دفعه. وجود حسام نفسه على الخط هيديك دفعه الماتش لو ما كانش موجود حسام. وجود اللعيبه، هو دايما بيعتمد على اصحاب الخبرات، حسام الخبرات اللي موجوده واخد بالك، فده مهم جدا. انت عندك مجموعه من اللعيبه اديتها وسعت لها الدايره وخدت وقت كبير جدا من الدقايق، ما شاء الله فرضت نفسها وبامتياز. تشكيلك النهارده هيبقى اقوى وافضل واحسن بكتير، الخبرات زادت. عشان كده بقول دايما ماتشات لقاب النهائي والنهائي ليها فكر تاني خالص وليها تخطيط خالص يا محمد عند الاثنين مدربين. صحيح. فالطبيعي جدا النهارده الاهلي بخبراته الكبيره ان شاء الله الرحمن يوصل للكابتن حسام للتشكيل المثالي بامر الله تعالى، يوصل للتدوير المثاليه، التغيير المثالي، كلها قراءه موقف، وده موجود عند حسام. لان كده كده انت بطل، المواقف دي عدت على حسام وما عدت على لعيب النادي الاهلي. فالطبيعي جدا النهارده فكر خالص بشغل تاني خالص. وانا من وجهه نظري ماتش النهارده هيبقى فيها جانب فني كبير جدا من فرقتين يا محمد. الجوانب الفنيه، ال 90 دقيقه هتمشي ازاي؟ الطبيعي جدا طبعا لما نتكلم بقى ان اللي يحرز هدف وسير المباراه والحاجات دي كلها، وازاي يهاجم وازاي يدافع، ليها حاجات خاصه. لكن انا من وجهه نظري ان الاثنين مدربين ليهم دور كبير جدا جدا النهارده، توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم الاثنين مدربين بعد كده خد بقى اللعيبه في وظائف وفي تركيز وفي التزام وتنفيذ حاجات كتير جدا. النهارده مواجهات ثنائيه فرديه، مواجهات جماعيه، مواجهات لحد النهارده. الماتش في الملعب هيبقى فنياته عاليه جدا 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 حقيقي. انا عايز اذكر برضه حضراتكم بتشكيل الفيصلي الاردني في المباراه الاولى. كان في حراس المرمى معتز ياسين، من اليمين للشمال عدي زهران وياسر واجده وابراهيم زوهره وابراهيم دلدوم، وفي خط الوسط يوسف الرواجده وبهاء عبد الرحمن ومندي واحمد سريوه، وامامهم لوكاس واكرم الزوي. كابتن وليد خليني يعني يمكن اقول ان عامل الوقت مهم جدا بالنسبه لفريق الفيصلي، ان هو طول ما الوقت بيعدي والنتيجه سلبيه فده في مصلحتهم هما. احنا عارفين ان اللائحه النهارده اذا انتهى الوقت الاصلي ففي وقت اضافي ثم ضربات الجزاء، فاعتقد النهارده ممكن يلعبوا على الجزئيه دي برضه كابتن وليد، في حاله ان طبعا هما عارفين النادي الاهلي هيبقى نازل بيركز في ايه، وطبعا الهدف هو الفوز نتيجه الجماهير والمباراه الاولى ونتيجتها، ونتيجه ايضا ان هو كنادي اهلي لازم يبقى موجود في المباراه النهائيه نتيجه يعني طبعا هو النادي الاهلي بشكل ما. بس خليني يا كابتن قبل ما تجاوب بس هروح لنبوشه سريعا، انا اشوف تعليقات او تصريحاته من خلال قناه الاهلي، وكاميرا قناه الاهلي كانت معاه، واكيد لينا تعليق على تصريحاته اللي هيقولها حالا. لسه متواصلين معاكم مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. وقبل طبعا انطلاق المباراه معايا في هذه اللحظات المدير الفني لفريق الفيصلي الاردني مستر نبوشه. At the beginning, you are welcome in Egypt, and also I want to ask you about your match against Al Ahly and the preparation for your team. Thank you so much. Thank you for welcoming. We make full preparation. Everyone is ready, and everyone waits to game start. I hope we will make good performance, and everyone who will come on the stadium and everyone who will watch the game on the TV, he will enjoy. Let me turn. في البدايه طبعا رحبت بيه في مصر وسالته عن استعدادات فريقه لهذه المباراه، قال اكيد كل فريق بيستعد بكل قوه لهذه المباراه. قال طبعا العديد من الجماهير هتتفرج على المباراه الاهلي والفيصلي من خلال الاستاد او من خلال التي في، وهو بيتمنى طبعا ان فريقه يقدر يقدم مباراه كويسه. Also I want to talk with you about the difference between this match and the first match against the الاهلي. Every match is different. Like every day in the life is different, but in every day you don't have sunshine, but you can try to make something nice for you, and also we will try to make, how I tell you, good performance, and to try to enjoy all of us,
and we will see. Every game is different story. How I said from beginning, we make good preparation. We respect Ahli so much, but also we have our quality, and we will try to show that tonight. Your strategy for this match? Are you going to defense? Are you going to attack from the beginning? You know, strategy, generally strategy is to don't receive goal and to score goal. It's very, very simple, and from this two way you can also looking football, and you will find many answers if you're looking football in this two way. طيب يعني ممكن مستر نبوتشا بيتكلم عن استعداد الفريق ان هو بيستعد الاستعداد كامل والحاله الفنيه في مستواها العالي بالنسبه لفريقه وان هو طبعا عارف النادي الاهلي بشكل كبير واكيد المباراه الثانيه مختلفه عن المباراه الاولى واستراتيجيه نفسها هتبقى مختلفه عن المباراه الاولى فيمكن امير بيتكلم ان جزئيه ان جزئيه المباراه دي والشكل اللي هيبقى عامل ازاي وانت هتتعامل ازاي مع المباراه والراجل بيتكلم ان اهم حاجه ما يخشش فيه جون وده الاهم وان هو طبعا يحرز الاهداف بالنسبه له عشان يعني الفوز يكون حليفه ده يمكن كلام مستر نوبوتشا واكيد استعداد الفريق هيبقى مختلف بالنسبه للمباراه من بدايه المباراه حتى اخرها. كابتن وليد يمكن لو عايز تعلق على طبعا يعني بص يعني زي ما توقعنا بالظبط ان هو الراجل شايل الضغوط من على فرقته تماما هو نفسه مش مضغوط هو بيقول لك كل مباراه مختلفه عن المباراه اللي قبليها زي الحياه كل يوم بيبقى مختلف هادي جدا بيقول لك احنا عملنا مباراه كويسه وعملنا اداء كويس وشايف ان الناس تستمتع اللي هتيجي الاستاد او اللي هيتفرجوا في التلفزيون ان هم يبقوا مستمتعين واضح انه شال الضغوط من على فرقته دي واضحه جدا زائد ان هو لما حب امير يقول له يعني هتهاجم ولا تدافع ولا تلعب من قدامه قال له هي استراتيجيه ما يدخلش فيك اجوان استراتيجيه الكوره ما يدخلش فيك اجوان ما تستقبلش اجوان فاكيد بعد كده تحاول تجيب اجوان ببساطه شديده مش عايز طبعا يحرق الخطه بتاعته لكن احنا متاكدين انه هيدافع هيدافع وهيدافع ممكن تلتين ملعب وممكن ينزل لنص الملعب كمان ويدافع زي ما عمل في المباراه الاولى ويحاول يلعب على الهجمه المرتده يمكن يخطف تصريحات المدير الكره بقى بالنسبه للفيصلي مختلفه اللي هو حته زي ما بنقول مش استفزاز اللي هو يعني انت بتحاول الفريق اللي قدامك تقول له لا ده انت الامور بالنسبه لك لا هتبقى صعبه وفي نفس الوقت احنا جايين نكسب ده وضع طبيعي يا كابتن شيء طبيعي في الكوره شيء طبيعي احنا يعني نسمعها الاول وبعدين نقيمها ولا رايك ايه؟ لا يعني هو قال يعني كده خلاص هو قال فعلا وطبعا امين الصندوق بالنسبه للنادي الفيصلي استاذ سامي الحوراني اتكلم بنفس الاسلوب برضه لو حابين برضه تعلقوا على الجزئيه لا يعني هو ما يعني هو في فرق كبير بين الاهلي وبين الفيصلي في المستوى الفني في التاريخ وكابتن ربيع كان اكد على الكلام ده قبل كده يعني لكن في الاخر الكره في الملعب يعني هو من حقه طبعا انه يحفز فرقته ومن حقه ان هو يديهم روح من حقه ان هو يضغط نفسيا وعصبيا على الفريق الاخر لكن في الاخر هي دايما الكره بتبقى فيها احتمالات طبعا احتمال فوز النادي الاهلي اكبر بكتير من فوز الفيصلي لو حصلت والفيصلي كسب فهي هتبقى مفاجاه مفاجاه البطوله طبعاً. انك تقصي اقوى فريق في البطوله عن دور قبل النهائي فهتبقى مفاجاه لكن لو الاهلي كسب الفيصلي ده هيبقى العادي جدا فبالتالي طيب. احنا معانا التصريحات بتاعتهم كابتن وليد كابتن سمير كابتن ربيع هنروح نشوفها ونرجع لو في تعليق من كابتن ربيع او كابتن سمير نرجع نكمل كلامنا الفني عن مباراه اليوم لعيبتنا جاهزين لاي مباراه كانت ونتشرف بلقاء اخوي اخر مع نادي الاهلي ونتشرف لو كان في لقاء ثالث احنا ما عندنا مشكله والحمد لله الكل يعمل على قدم وساق لخدمة النادي الفيصلي والدينامو أنا ما بدي أحكي هو أخوي يعني بس الدينامو اللي متحرك دائما أخونا سامر الحوراني اللي طار أكثر من الكباتن اللي بالطيارة علشان يأمن كل مستلزمات اللعيبة عن طريق معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان رايح جاي على الأردن الله يعطيه العافية والله يعطي العافية لكل من اجتهد واشتغل وان شاء الله جاهزين للقاء احنا وان شاء الله الفوز حليفنا ان شاء الله مش هيبقى حليفكم هيبقى حليفنا احنا بس انتوا بعد المباراه الاولى شايفين المباراه الثانيه ازاي خصوصا ان انتوا قدرتوا تفوزوا على النادي الاهلي في ارض وسط جماهيره المباراه الثانيه شايفينها ازاي ان شاء الله ما راح تختلف عن المباراه الاولى ان شاء الله ما راح تفرق عن المباراه الاولى بشيء النادي الاهلي مكتمل النادي الاهلي اللي بيلبس شعار الاهلي هو مسؤول عنه
سواء مكتمل بيلعب باي لاعب، اللي بيلبس شعار الفيصلي مسؤول عنه، واللي بيلبس شعار الاهلي مسؤول عنه. احنا دائما الفريق الكبير جاهز باسمه قبل لعيبته، واحنا نحترم الاهلي، كل الاحترام للاهلي، فريق كبير وعريق، وانا كررتها اكثر من مره بالمقابلات، هو زعيم افريقيا، لكن الفيصلي مش اقل من الاهلي ان شاء الله. رؤيتك للمباراه اكيد ده مباراه مهمه بالنسبه لكم، وعايز اتكلم عن اهدافكم وطموحكم من خلال البطوله، خصوصا ان انتوا قدرتوا تفوزوا في 3 مباريات، قدرتوا تحصدوا 9 نقاط في المجموعه الاولى. المباراه دي بالتحديد شايفها ازاي؟ يا صديقي اول شيء اشكرك. احنا من بدايه البطوله حديثنا كان انه احنا جايين للمنافسه على البطوله، بأمر النادي الفيصلي برئاسة معالي الشيخ سلطان وعبر تاريخه، بأمر النادي الفيصلي ما شارك إلا للمنافسة على الألقاب. نحترم النادي الأهلي، فريق كبير، احنا جد كتير مبسوطين انه اعدنا شمل النادي الأهلي بسرعة. النادي الأهلي أعلن حالة الطوارئ باستعادة لاعبينه، مدربه كان بإجازة، قطع الإجازة، معناته هذا يدل انه الفيصلي فريق كبير. اوضح لك حاجه، خليني اكمل. هذا تصريحكم كان، الا اذا انتم عندكم تناقض بحديثكم هذا شيء ثاني. الفيصلي فريق كبير، احنا جينا للمنافسه، اللي بده ينافس على بطوله ما عنده اي مشكله مع مين يلعب. نحترم الفريق الاهلي بانجازاته، بعراقته، بجمهوره، بارضه، وايضا ثقتنا عاليه بلاعبتنا. كل الدعم كان للفريق من معالي الشيخ رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره. ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الفريقين. وان شاء الله بعد المباراه حتباركونا، لانه ثقتنا كبيره بلاعبينا. اكيد برضه الفريق الاهلي احنا مش مستهينين فيه، فريق كبير وحقه يلملم كل اموره ويستدعي كل لعيبته للمنافسه على اللقب. وبرجع بقول مباراه تليق باسم الفريقين. الاربع فرق اللي وصلوا على المربع الذهبي هم كبار العرب، يعتبروا بما انه شاركوا الابطال العرب هم كبار العرب. ان شاء الله تطلع مباراه نظيفه، التحكيم يكون على قد المسؤوليه، ما ينحاز التحكيم لطرف معين. وانا بوعد الجميع عبر قناه الاهلي، اذا كانت اللجنه المنظمه بحاجه فريق انه تكون النهائي جماهيري، فان شاء الله ملعب برج العرب ان شاء الله حيكون الفوز حليفنا، وحتلاقوا جماهير الفيصلي كانه بنلعب بارضنا وبلدنا، ورغم انه مصر هي بلدنا الثاني، والله يديم عليها نعمه الامن والامان، ولكن الفيصلي جاهز، الفيصلي اجري ينافس على البطوله، احنا جاهزين، نتمنى من الله انه الفوز يكون حليفنا، والباقي من توفيق من رب العالمين. الاهلي كبير، الفيصلي كبير، ولكن ثقتنا كبيره بلاعبيتنا. وان شاء الله برجع بقول لك، انتم سويتوا معي مقابله قبل المباراه الاولى ونفس موعد الغداء، وكان الفوز حليفنا الحمد لله رب العالمين، وجهكم خير علينا، وان شاء الله غير اليوم يكون وجهكم خير علينا، وبتمنى ما تلغي المقابله عشان يضل وجهك خير علينا. مش هتتلغي ولا حاجه، بس خلصت اتكلم. خليني اقول لك ان في البدايه كابتن حسام البدري ما قطعش اجازته، هو دي كانت مده اجازته، وكان الطبيعي محدد ليه المعده ان هو يوصل للقاهره ويقود فريق النادي الاهلي في بقيه مباريات البطوله في حاله النادي الاهلي واصل مشواره. ايضا الحاجه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها، وهي لاعبي النادي الاهلي كان محدد ليهم ايام معينه للراحه فقط، وكان بدليل النادي الاهلي مقيد 33 لاعب في القائمه الافريقيه، لو هو ما كانش عنده النيه ان يشارك لاعبي النادي الاساسيين ما كانش هيستدعيهم او ما كانش هيقيدهم من البدايه طبعا. من خلال خبرتي الصغيره بالرياضه، لما انا اعتمد، لما انا بدي اشارك على سبيل المثال بطوله الدرع الاتحاد الاردني واقول بدي اشارك بالفريق هدول، معناته هذا الفريق هو فريق يمثل النادي الفيصلي، حتكون ثقتي فيهم كبيره، وعشان ما اهز الثقه فيهم بلشت البطوله فيهم بنهي فيهم. انا اي نادي كبير بيكون عنده 20 لاعب المفروض يكونوا على نفس المستوى، على نفس الجاهزيه، لما انا اقعد اريح لمباريات معينه جزء، هذا بنزل من ثقه اللاعبين، وهذا زعزعه بثقه اللاعبين. لما انا تكون ثقتي بلاعبين كبيره بلشت فيهم بطوله بنهي فيها مهما كانت النتيجه. انا لازم يكون عندي هدف، جينا للقاهره لننافس على بطوله ابطال العرب، الفريق اللي اجيت فيه بكمل فيه، لا بستدعي اي لاعب ولا بستبعد اي لاعب. هذا شان داخلي بالاخر لاخواننا فني خاص بالجهاز الفني كابتن حسام البدر. نتحدث عن مباراه اليوم ان شاء الله، نشوف مباراه تليق بالاسمين العريقين، الاسمين الكبيرين. الفيصلي للاسف انا برايي الاعلام المصري ما اعطاه حقه،
ما اعطى شو تاريخ النادي الفيصلي. بطولات دوري عندنا 33 بطولة دوري، 19 بطولة كأس، كأسين اتحاد آسيوي، مشاركاتنا دائما كانت مشرفة، وإن شاء الله إن شاء الله غير البطولة هاي الفيصلي مثل ما عود الجميع وعود العرب إنه يكون خير ممثل للكرة الأردنية. وبعد المباراة لنا لقاء إن شاء الله. يعني أستاذ سامر حوراني طبعا أمين صندوق فريق الفيصلي الأردني، إحنا طبعا من خلال قناة الأهلي إحنا سردنا تاريخ وبطولات نادي الفيصلي الأردني من خلال طبعا أولى مواجهته لما كان نادي الأهلي هيلعبه في أولى المباريات، فبالتالي إحنا سردنا بشكل كبير وإدينا له حقه كفريق أخذ 9 نقاط في المجموعة اللي كان فيها النادي الأهلي، إدينا له حقه بشكل كبير وقلنا ده فريق مميز جدا. أيضا جزئية إن أنا بقطع أجازة أو في لعيبة بتقطع أجازتها عشان ترجع، أعتقد دي أمور زي ما قال أمير ورد عليه في جزئية لا دي أجازة محددة بميعاد ورجوع اللاعبين، عشان فعلا إحنا في ربط ما بين بطولة عربية ثم كأس مصر ثم البطولة الأفريقية، فبالتالي في أجازة محددة عشان طبعا اللياقة البدنية للاعبين. ولكن عايز أقول لك لو أنت صحيت الوحش اللي جوانا فأكيد صحيته، وأكيد المباراة النهاردة هتبقى مختلفة مع وحش أفريقيا أو زي ما نقول بطل القرن وبطل أو بطل الأهلي وبطل أفريقيا هو نادي القرن نادي الأهلي المصري بتاريخه الطويل، سواء في بطولة أفريقيا أو بطولة البطولة العربية اللي حصل عليها كذا مرة. طبعا نادي الفيصلي الأردني حصل على بطولة الدوري وكأس الأردن، لكن طبعا لم يحصل على البطولة العربية من قبل، فبالتالي كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي وفريق الفيصلي الأردني. نتمنى نشوف مباراة جيدة، مباراة فنية رائعة، ولكن طبعا النادي الأهلي بتاريخه الكبير بتاريخه العظيم لما يبقى موجود في النهائي أعتقد النهائي بيبقى مختلف تماما. وانتوا طبعا لو انتوا موجودين في النهاية فاكيد احنا يعني اكيد الجزئية ان انت الرياضة او الكرة دايما مكسب وخسارة انت مرحب بيك في مصر، واكيد لو احنا انت موجود في الطرف الثاني في النهاية احنا موجودين وبنرحب بيكوا باستمرار في مصر دائما. مصر هي ام الدنيا، فبالتالي بنستقبل كل اخواتنا العرب بشكل مميز جدا. خليني اكلمك كابتن ربيع لو عايز تعلق على اللقاء هو كل التقدير والاحترام، واحنا ادينا الفرقه حاله لما كسبت النادي الاهلي، وقلنا مدرب فاهم وقلنا لعيبه فاهمه وقلنا الكره الاردنيه تقدمت وتكلمنا احلى كلام، لكن هو ملوش ان هو يقول مدرب يقطع لعيبه، لا هو يتكلم في جانب يوجه السؤال اللي متوجه، يعني جاوب على السؤال اللي متوجه له بس، يعني هو ملوش دعوه، هو واضح ان دول اداريين بشكل يعني اداري امين صندوق ومدير الاداري بتاع الفريق، فما يقولش مدرب انت، هو بيتكلم على 132 بطوله، بيتكلم على نادي القرن، بيتكلم على النظام، بيتكلم على العالم كله اجمع ان النادي ده نادي غير عادي، خلينا واقعيين. طيب. ده مدرسه بتعلم افريقيا وبتعلم الدنيا كلها، احنا مش بنقول عشان قناه النادي الاهلي ولا عشان احنا لعبنا في النادي الاهلي، لا طبعا ولا تاريخ التاريخ اللي بيحصل يرضي الله تاريخ يا كابتن، ان المدرسه الناس بتتعلم منها، فاحنا بقى سيبنا بعد اذنك في تخطيطنا نظام، جهاز فني بيخطط وعارف امتى يرجع وامتى قوته صحيح. وامتى يريح، اداره في ظهر جهاز، جمهور محترم النهارده مثالي، عمر النادي الاهلي ما بيعتمد على مكسب من حكم او جمهور، بيعتمد على الله حقيقي. ثم توفيق الله ثم الاسباب العمل الكفاح الاخلاص الفنيات الاداريات الحب الروح، ده النادي الاهلي، الاصرار الاراده ده النادي الاهلي، فاحنا عارفين طريقنا ازاي، وكل التقدير للاخوه والفيصلي واهلا وسهلا بيهم، بنرحب بيهم اشقاء طبعا. لكن الجوانب الفنيه اعتقد ان دي تتساب للمدير الفني، تتساب للعيبه، واحنا بنرحب بيهم ونتمنى لهم طبعا التوفيق، بس مش على حساب النادي الاهلي، ان شاء الله الاهلي النهارده قد مباراه كبيره ويكسب الفصل، وده حقنا، وده واضح يا كابتن، وده حقنا زي ما حقه بيتكلم بيقول نكسب، احنا ان شاء الله باذن الله تعالى. الفيصلي وصل نهائي مره 2007 واخد بالك، قابل النادي الاهلي دي رابع مره، مرتين الاهلي يكسب منهم 4-0 وليد سجل هدف، ومنهم 1-0 رضا عبد العال، ومنهم المره اللي هو كسبنا، فالمره دي الرابعه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدم مباراه كبيره جدا ونكسبهم ان شاء الله. ويمكن ده على عكس تصريحات المدير الفني بتاعهم يا كابتن، يمكن الجزء الفني هو اتكلم فيه وعارف ان هو هيلاقي زي ما بنقول وحش القاره الافريقيه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بطل العرب قبل كده كذا مره وبطل النخبه، عشان بس برضو بندخل بطولات النخبه والبطوله العربيه كانوا بيفرقوها، ولكن يعني تصريحات المدير الفني مختلفه تماما، وده يدل على ذكاء المدير الفني. اكيد طبعا الفني. انت كلنا تملي وخصوصا في النادي الاهلي بتبقى المنظومه كلها تخصصات، فانت لما تتكلم في تخصص مدير فني بيتكلم في فنيات اكيد هيفيدك ويتكلم معاك احلى كلام في فنيات، يقول لك احنا امتى هنهاجم امتى هندافع، انما لما تتجه لنواحي اداريه يبقى كل واحد يقعد في مكانه ويقعد في مكتبه بالتخصص بتاعه. انا بقول ان النواحي الاداريه مختلفه تماما عن الفنيات، لما تتكلم مع واحد مدير مالي او مدير اداري مع احترامي الكامل الشديد ليهم، يعني
معلومه هتاخدها منه ضعيفه شويه، انما هو بيتكلم برضو بحبه لفرقته وناديه، واحنا طبعا بنرحب بيه في مصر. والله اصل هو قال كلمه برضه كابتن سمير، يعني انا كنت طبعا لغايه جزء معين بقول ده حقه ان هو يتكلم، لكن جزئيه التحكيم وجزئيه ان احنا ما خدناش حقنا في الاعلام المصري، لا احنا هنا في قناه الاهلي شخصيا لما كسب المباراه الاولى مع كابتن ربيع وحضراتكم اتكلمنا على الفريق بشكل جيد، اتكلمنا حتى قبل ما تبتدي المباراه بتاريخ البطولات اللي هو اخذها، وان احنا قلنا هو اخذ السنه دي دوري وكاس، فبالتالي فريق مميز والمباراه هتبقى صعبه، ما قلناش. ويمكن كابتن حسام البدر لما بيجي يتكلم هو انا بيقول انا بحترم اي فريق انا بلعبه، في المؤتمر الصحفي فعلا يعني انا بحترم اي فريق بلعبه، احنا بنحترم فعلا اي فريق مهمين جدا، والملعب هو الفيصل في الاول وفي الاخر. احنا بنتكلم هو يعني زي ما كابتن ربيع ذكر قال الحوار لازم تعرف لغه الحوار، السؤال اللي بيتوجه لك تجاوب عليه يعني مضمون الموضوع يعني، او عاوز يرضي لب الموضوع. هو 8 دقائق 9 دقائق في القناه يعني اتصيد واتكلم كلام مش منطقي. هو الاجازه بتاعت الكابتن حسام دي حاجه مترتبه من اول السنه، ولا حد يتكلم عليها خالص. حته اللعيبه اللي مريحه وتقدر تخش المباراه بتاعتهم، ده هو من حظهم السيء رقم واحد. الاهم في الموضوع ان احنا ده بلان محطوط للنادي الاهلي من اول السنه لحد اخر. هو مش فاهم كده لا يفهم، النادي الاهلي مختلف عن اي نادي في التنظيم وفي اللعب والبطولات والكلام ده كله. حي كابتن وليد، لو عندك تعليق على الجزئيه دي قبل ما نخش بقى الجزء الفني والتشكيل يعني هي في الاخر متعه كره القدم. يعني هي في حته جزئيه جزء من متعه كره القدم ان انت يبقى في الشطه والبهارات حوالين كره القدم. امتع حاجه في كره القدم ان يعني من وجهه نظري اي حاجه في اي لعبه في الدنيا بتخلص بالنتيجه الا كره القدم. صحيح يعني الاهلي والزمالك بيلعبوا في ساعتين لكن بنقعد نتكلم عليها شهرين. مظبوط، هي دي متعه كره القدم. سنين يا كابتن. ولازم يعني دي التحابيش بتاعه كره القدم. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي، هو ده قدر النادي الاهلي. قدر النادي الاهلي ان الناس كلها لما بتكسبه او تتعادل معاه بيبقى عندها حلم وبيبقى عندها يعني نقول حقه ويبقى فيه استفزاز ويبقى فيه كل حاجه. ده قدر النادي الاهلي. انت قدر النادي الاهلي انك ترد بقى ب 3-0 ب 4-0 ب 5-0 وترد بمكسب كويس بتخلي الناس ترجع تاني. يعني احنا لعبنا الفيصلي قبل كده، انا فاكر المباراه اللي احنا لعبناها في البطوله العربيه اللي كسبنا فيها 4-0 كنا نقدر نزود كمان الغله ل 6-7. يعني هو قدر الفرق الكبيره. انت قدر الفرق الكبيره، ودايما بنشوف لما برشلونه او الريال كابتن كمونه كابتن ربيع يتغلبوا من بلد الوليد ولا من فالنسيا ولا من اي كده يقول لك او افرحوا وكسبناكم. ده طبيعي بتاع الكوره، وقدرك انت قدر الكبير ان هو يرد في الملعب. طيب خلينا اقول لتشكيل فريق النادي الاهلي النهارده. يعني طبعا وصل لنا في حراس المرمى محمد الشناوي، من اليمين الشمال محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، علي معلول، وفي خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم صالح جمعه وجونر اجايه وحمودي، وفي المقدمه وليد ازار. ده تشكيل كابتن وليد، كابتن ربيع، كابتن سمير. يمكن انت مش عارفين بقى هل هاني هو اللي هيبقى في جزئيه السرد باك ولا احمد فتحي، يعني مش عارفين لسه. أظن على الملعب هيكون عامل ازاي؟ اظن محمد هاني مساك. اظن يعني برضو ايه في الاخر هو كابتن حسام ادرى، بس انا يعني رؤيتي الفنيه ان انا ما يعني محمد هاني بقاله فتره ما بيلعبش، انا هبقى ضربت مركزين بمركز. لا انا احمد فتحي يلعب في مكانه اللي هو بيلعب فيه وبيعرف يغطي بشكل كويس قوي، واستخدم محمد هاني كسرد باك. بس هنشوف الكابتن. هي الفكره ان انا خدت احمد فتحي واحد، خدت علي معلول اثنين، خدت حسام عاشور ثلاثه، خدت مين تاني اربعه اجايه. يعني اربع اوراق مهمه جدا في تيم النادي الاهلي بتدخل تقوي الفرقه. صحيح، وده اللي احنا قلناه. لا ما هو لو جينا قارناه كابتن وليد بتشكيل المباراه الاولى فهو مختلف تماما. يعني هنلاقي جاي مثلا هو اللي موجود، عاشور ما كانش موجود، السوليه كان موجود، رامي ربيعه وكريم نيدفيد كانوا موجودين. كريم نيدفيد كان موجود. طيب هقوله تاني مره التشكيل تاني مره كابتن ربيع، وناخد راي حتى فيه انتوا كابتن سمير كمان كمونه، وايضا كابتن وليد. في حراس المرمى محمد الشناوي، من اليمين للشمال حتى الان يعني على الورق محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، علي معلول، وفي خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم صالح جمعه وجونو اجايه وحمودي، وفي الامام وليد ازارو. ده تشكيل فريق النادي الاهلي لمواجهه طبعا الفيصلي الاردني في مباراه قبل النهائي. كابتن ربيع لو عندك طبعا انا قلت امبارح، يعني انا حاطط التشكيل من امبارح
نفس الحمد لله اللي انا قلته. قلت من ثلاث لعيبه اللي ممكن الكابتن حسام يضيفهم، وقلنا في حاله عدم وجود نجيب هيبقى هاني او فتحي او هاني، خد بالك. فهو لعب فتحي، وقلت فتحي هيلعب طبعا في الرايت ومعلول. غالي بس هو اللي انا حطيته مع عاشور، واضح ان حسام غالي عنده حاجه. اه يعني هو النهارده كان بيتمرن الى حد ما، طلع بره وجوده هيفرق. حسام غالي كابتن وقائد محمد، وبيعمل شغل وبيعمل ترابط، وله دور كبير جدا في القياده الفنيه خلال احداث المباراه، اذا كانت بالسلب او الايجاب، فده دور مهم جدا. فعدم وجوده يبقى السوليه على طول، يبقى السوليه وعاشور. وزي ما قلت حمودي زي ما هو، وحطيت صالح امبارح، قلت ده لازم يتحط رقم واحد ويبقى بره فعلا. وجاي طبعا ده موجود على طول، وازار يعني تشكيل. وقلت الشناوي يبتدي بشناوي، لان الشناوي عامل شغل كويس جدا، عامل بطوله كويسه. صحيح. ويبقى عندي اثنين اسود، شريف اكرامي يرجع براحته ويرجع بعد اجازته، ويبقى الحمد لله عندي تشكيله مثاليه، وعندي تيم تاني الحمد لله جاهز لاي ظرف. فالتشكيل ده هو التشكيل المثالي، التشكيل اللي هيقدر بامر الله تعالى يشتغل بيه كابتن حسام 4-2-3-1. الجوانب بقى الفنيه اللي هنتكلم فيها، اعتقد ان التشكيل ده من فضل الله يعني تشكيل مثالي وكويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا بيه النهارده. اختلاف التشكيله كابتن وليد كابتن سمير في المباراه الاولى للمباراه الثانيه، ده يدل على حاجه؟ اتفضل كابتن وليد. يدل طبعا مليون في الميه. انت كان في اوراق يعني الكابتن حسام كان بيلعب مثلا بميدو جابر واجاييه وكريم نتفي تحت عمرو جمال. انت النهارده بترجع لنقط مهمه جدا، حمودي وصالح الثنائي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، كل ما بيلعب جنب بعض بيأدي بشكل كويس قوي. بترجع لفكره ان صالح جمعه اجبرك ان هو ما بقاش بديل لعبد الله السعيد، لا تقدر تعتمد عليه بشكل كمان يفوق التوقعات، يعني حتى في ظل وجود عبد الله وممكن يبقى بلغه الكره فايق، اكيد هيبقى قاعد احتياطي، معرفش الاحتياطي معاك ولا لا، لسه ما جاليش كابتن. لكن وجود عبد الله السعيد حتى وهو بلغه الكره كده فايق، صالح جمعه في حاله تسمح له انه يبتدي اي مباراه. وليد ازارو بيحافظ على مكانه كراس حربه محطه، جونيور اجاييه يعني ثلاثه بيلعبوا على طول. والاثنين اللي تحتيهم كمان بيلعبوا على طول، المفروض ان احنا قلنا حسام عاشور والسوليه هم الاثنين الاساسيين كتفندر للنادي الاهلي. في شويه لخبطه في خط الدفاع، بس الله يكون في عون كابتن حسام البدري غصب عننا. حجازي خلاص احترف، اصابه لنجيب، اصابه لسعد سمير، فانت ثلاث سردباكات من اصل اربعه مش موجودين، فبالتالي غصب عنك بتحتفظ برامي الوحيد وتحاول توفق تجيب بقى محمد هاني، او لو جه لعب احمد فتحي زي ما انت بتقول ومحمد هاني باك رايت. لكن في الاخر تشكيل متناسق فيه بيضم ما بين الخبره والشباب، حافظ الكابتن حسام البدري على الاطراف بشكل كويس قوي، لو هو احمد فتحي وعلي معلول يبقى هو حافظ على الاثنين الخبره، نجم منتخب تونس ونجم منتخب مصر على الاطراف بيلعبوا في مكانهم، قدامهم اثنين حافظين المكان بشكل كويس قوي، حسام عاشور وعمرو السوليه، قدامهم الرباعي اللي اتمنى ان شاء الله، اتمنى النهارده ان وليد ازارو يعني يدخل في التجانس والانسجام مع الثلاثه اللي تحتيه. هو الله يكون في عونه، هو كل مباراه بيلاقي ثلاثه مختلفين او يعني بيتغير ناس كتير. مزبوط. لكن النهارده اتمنى من حمودي، مهم جدا حمودي يبقى فايق بلغه الكوره، مهم جدا صالح يبقى في حالته، مهم جدا جونيور اجاييه يدينا المردود اللي احنا بناخده منه، الثلاثه دول يفرقوا كتير جدا مع اجاييه ومع وليد ازارو في الناحيه التهديفيه. حقيقي. خد بالك احنا المباراه الاولى ضيعنا فرص كتير من اجاييه ومن عمرو جمال، وكان كريم نتفي ضيع، وكان ميدو جابر ضيع واحده سهله جدا. النهارده معتز ياسين من احسن حراس المرمى في البطوله، وقلنا الكلام ده، اللي تجيلي لازم ابقى مركز فيها بنسبه 100%. مظبوط. لان السيناريو يختلف تماما من ان احنا جبنا جون الاول ويا سلام لو يبقى بدري، عن ان الجون يتاخر والنتيجه تفضل. مظبوط. يعني ده طبعا جماهير النادي الاهلي قبل طبعا دخولهم للاستاد من الداخل، اكيد يعني حاجه جميله، اطفال، ناس كبار، يعني ابهات امهات، عيله بالكامل رايحين في يمكن الجو حر، انت عارفين درجه الحراره النهارده تقريبا وصلت ل 39، فبالتالي ان هم يروحوا ورا فريقهم بالشكل ده حاجه مميزه جدا، هنشوف جماهير جميله النهارده، فبالتالي حاجه مميزه. خلينا نروح لكابتن سمير كمونه. سمير، جزئيه هذا التشكيل
وزي ما اتكلم الى حد ما كابتن وليد جزئيه فيه لخبطه، او احنا لغايه دلوقتي مش عارفين هل محمد هاني هيكون في قلب الدفاع ولا احمد فتحي هو اللي هيكون في قلب الدفاع، لكن كابتن حسام واللعيبه عارفين واجباتهم لما بيكونوا موجودين في جزئيه او مأزق زي ده بيبقى موجود. نتيجه طبعا اصابات نجيب واصابات طبعا سعد. بعد اصابه سعد ونجيب النادي الاهلي في مشكله في حته قلب الدفاع. حته قلب الدفاع ان انت تجيب واحد من مكانه تلعبه في مكان تاني زي محمد هاني ما لعبهاش قبل كده، ممكن يلعب مساك او احمد فتحي اللي هو متعود عليها. الافضل ليك يا كابتن ايه؟ انا شايف بخبره احمد فتحي مباراه قبل نهائي ان احمد فتحي هو اللي يبدا في المباراه دي، لان هاني بيجيب طبعا حته الباك رايت وانا ما شفتوش في حته المساك. فانا مش عايز اظلمه ويبدا المباراه ويبقى في ضغط عصبي ان هو يلعب، لو لعب على لعيب زي لوكاس او دومينيك لعيبه متحركه عندهم اطوال وبيلعبوا دماغهم كويس. انا ما شفتش هاني في المكان ده بس شفت فتحي في المنتخب ومع النادي الاهلي، فهو ممكن يبقى اضافه في الحته دي سد الثغره دي بعد احتراف حجازي. الحقيقه احنا بنعاني النادي الاهلي في قلب الدفاع في المكان ده، فان شاء الله تتعالج. ان احنا بنتكلم النهارده ان دي هتبقى بالنسبه لك مشكله نقدر ان احنا نحلها، ان انت كمان داخل على الترجي في بطوله افريقيا فعندهم لعيبه دوليين وبيعرفوا يتحركوا وبياخدوا مساحات، فدي هتبقى مشكله نتكلم فيها بعد كده. انما النهارده انا شايف ان التشكيل متناسق جدا، بيمتلك عناصر فيها خبرات زي ما اتكلمنا، ومن الجانب الهجومي طبعا عندك حمودي وعندك صالح واجاييه عاملين ربط مع بعض الفتره اللي فاتت كويسه جدا، سواء ان هم بداوا او التغييرات والاضافات الشوط الثاني. وليد ازارو طبعا كمحطه للنادي الاهلي لعيب متحرك واتكلمنا عليه كتير واتكلمنا عليه كويس جدا وادينا له حقه. هو النهارده المفروض بقى يرد علينا ترجمه في الملعب، محتاجين الاهداف. صحيح احنا اتكلمنا وقيمناه وقلنا ان هو صفقه ناجحه وزي ما اتكلمنا وناس بتقارنه بفلافيو قعد سنه ما يهدفش او لا، انت دلوقتي لعيب مميز لعيب دولي، الدور جه عليك انت ان انت تفرح جماهير النادي الاهلي وتقدر ان انت بامكانياتك وتحركاتك والسرعات اللي عندك تقدر تربط مع حمودي وصالح واجاي ان انت تقدر تهدف النهارده، محتاج ان انت تترجم. كابتن حسام يعني واضح الاعتماد عليه كابتن سمير، يعني الاستمراريه الاعتماد على وليد ازارو في المباراه كاساسي بقت موجوده. هو الكابتن حسام بيتبع معاه سياسه ان هو يبقى فيه تاقلم وتجانس، مش هتيجي بين يوم وليله المباراه والثانيه، لا بيديله البطوله العربيه عشان بعد كده البطوله الافريقيه والسنه الجايه في الدوري ان شاء الله، فلازم ياخد مساحه من الوقت ان هو يتاقلم مع الفريق، وبعد ما يتاقلم يبقى في تجانس تاكد ان هيبقى في تهديف. ان هو انا شفت وليد دلوقتي الماتش اللي فات ابتدى صالح يعمل له ثرو باصه، وليد المره اللي فاتت ابتدى ياخد ضربه جزاء وهي جايه له على شماله ومحتاج السنس بس ياخدها لتحت شويه، الكروسات العرضيه من صالح وحمودي مثلا و وبركات بتبقى يعني مظبوطه يحط دماغه بدقه شويه، عايز هو التركيز، تركيز على المرمى يقدر يترجم كل ده. انا شايف ان التشكيل يعني السوليه وعاشور اتنين ارتكاز لعبوا مع بعض قبل كده بيقدروا، اتنين مختلفين عن بعض، عندك عاشور بيقف على الدايره ويقدر يدافع ويقطع الكرات ويفز الهجمه، والسوليه بيقدر ان هو يتقدم شويه كابتن ربيع ويقدر يوزع الكور بطريقه سليمه وعنده الباص كويس جدا، وعنده ميزه ان هو يزيد يبقوا خمسه قدام، عنده ميزه الشوط يعني بيزيد شويه، عاشور يقف على الدايره زي ما احنا متعودين والطريقه بتاعت النادي الاهلي الجميله اللي احنا متعودين عليها. التشكيل فيه تناسق، فيه خبرات، فيه معدلات جري كتير من اجاي وحمودي، في صانع لعب زي صالح جمعه، عندنا لعيب فرود صريح وان شاء الله يكون هداف. انا شايف ان التشكيل متناسق جدا، ما فيش بقى غير الفوز ان شاء الله. ان شاء الله، ما احنا بنقول بقى صحينا الوحش ان شاء الله الوحش يصحى النهارده تبقى مباراه جيده. خلينا نروح للاستاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي وتصريحات من خلال طبعا قناه الاهلي يعني عن المباراه طبعا وعن الفتره اللي جايه. مستمرين مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يسعدنا اكيد في هذه اللحظات ان ينضم الينا الاستاذ كامل زاهر عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مباراه مهمه النادي الاهلي والفيصلي الاردني، النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، يمكن تصريحات من فريق الفيصلي الاردني عندهم ثقه كبيره جدا، لكن احنا كمان عندنا ثقه في فريقنا. قول لي النهارده المباراه رؤيتك ليها ايه ومدى الاستعداد اللي انت شايفه على وجوه اللعيبه كامل بيه؟ لا طبعا الحمد لله، طبعا احنا اي ماتش معلش انا عاوز اقول لك سواء بطولة سواء دوري سواء أي ماتش النادي الأهلي بيلعب فيه لازم يبقى مركز ولازم مطالب إن هو يكسب وكله، ف عادي ده الطبيعي يعني بالنسبة لفرقة النادي الأهلي، ده الطبيعي إنك لازم تبقى مركز ولازم بتلعب على هدف واحد اللي هو تكسب يعني، فده الطبيعي وربنا بيكرم بقى بعد كده طبعا أداء اللاعبين وتوفيق ربنا إن شاء الله، فبتختلف
حاجه رائعه جدا ان احنا ما بنشوفش لعيب اساسي ولعيب بديل في النادي الاهلي، كل اللعيبه بتشارك، ويمكن الدوره دي كمان او البطوله دي اظهرت عدد كبير جدا من اللعيبه. يعني رؤيتك كمان للعيبه دي بالذات اللي ما بتشاركش بشكل كبير يا كامل بيه؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا وربنا يكرم طبعا ونكمل ان شاء الله ونوصل فاينل، ولكن احنا البطوله دي احنا كسبنا منها مكاسب كتيره جدا جدا. ان انت عندك فرقه دلوقتي اللي هي ما كانتش بتلعب دي كلها لعبت، شفت ناس، عرفت المستويات في الاحتكاك الجامد، عرفت ممكن يدوك ايه. في ناس كانت بره الفورمه لانها كانت متعوره وبتاع، ابتدت ترجع فورمه. فلا احنا الحمد لله القرار ان هم ان احنا نلعب بالفرقه الناس اللي ما كانتش تلعب ده كان قرار صائب جدا، وفي نفس الوقت انت ريحت الفرقه بتاعتك كمان اللي هي مستهلكه. انا احنا في ناس بقالها، بص اي حد في اوروبا بياخدوا اجازتين في السنه الواحده، ثلاث اسابيع وشهر، فاجازتين في السنه الواحده. احنا عندنا ناس بتلعب بقالها ثلاث سنين ما خدتش اجازه، فانت حرام يعني، ما هماش مكان يعني، فكان لازم ياخدوا اجازه. فالحمد لله انت ابتديت ريحت ناس كتير، بتدور الفرقه، بتدور موضوع التدوير. في الاخر انت كسبان من البطوله دي مكاسب كتيره جدا جدا الحمد لله. يعني عايز اذكر كمان من المكاسب اسلام محارب ووليد ازارو، يمكن منضمين حديثا لكن ظهروا بشكل رائع جدا 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 وانسجموا بشكل سريع جدا، بينعكس عليكم ازاي ده في مجلس الاداره على الاختيار الصائب ده كمان دي؟ والله والحمد لله احنا يعني الحمد لله لغايه دلوقتي 90% من الصفقات اللي احنا عملناها اظهرت انها صفقات كويسه، والدوره دي برضو اظهرت الكلام ده في كذا لاعب يعني. ف طبعا انت الواحد بينبسط ان هو بيحس ان انت برضو مهما كان ومهما كنت مقاييس وبتشوف اللعيب وكله، لكن في الاخر برضو في لعيب ممكن يبقى كويس جدا لكن يجي يلعب معاك ما يقدرش يدي معاك. ليه؟ ما يتاقلمش مع اللعيبه، ما يتاقلمش على الضغط العصبي بتاع النادي الاهلي والجمهور وكده. ففي حاجات كتير ممكن غير ان هو لعيب كويس ممكن بتفرق. فالحمد لله البطوله دي برضو اظهرت لا الضغط العصبي واللعيبه في. فانت الصفقات بتاعتك الى الان الحمد لله الحمد لله لا ماشيه كويس، اثبتت انها كويسه يعني. طبعا ده بيبسطك لان انت اختيابه معنا ان اختياراتك كويسه. الحمد لله. شكرا جدا كامل بيهم، بارك لك ان شاء الله بعد المباراه. ربنا يكرم ان شاء الله. كل الشكر طبعا للاستاذ كامل زاهر عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد كلنا ثقه في الكابتن حسام البدري لعيبه النادي الاهلي النهارده تحقق مباراه وفوز مهم النهارده ان شاء الله يصل بينا الى المباراه النهائيه. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. اكيد استاذ كامل زاهر بيتكلم على المكاسب في هذه البطوله، واعتقد عدها بشكل كبير، اهمها طبعا الاشتراك وفريق النادي الاهلي، وان انت بتجرب بعض اللاعبين، فبالتالي دي حاجه مميزه جدا. ايضا على الصفقات الجديده للفريق ومدى تطورها مع الفريق والاندماج بشكل سريع ان شاء الله. كمان لسه الفتره الجايه كمان هتشوفوا صفقات ماشيه بشكل جيد جدا مع الفريق. طبعا الاختيارات او الاختيار للصفقات بتبقى مدروسه بشكل قوي جدا. كابتن ربيع خليني اسالك بقى، النهارده كابتن حسام البدري فضل ان يشارك صالح جمعه بالرغم من وجود عبد الله سعيد داخل القائمه، ولكن يعني بوجهه نظرك في الجزئيه دي ايه المغزى من الجزئيه دي، ان كامل القوه بتبقى موجوده للفريق النادي الاهلي بوجود عبد الله سعيد ولكن صالح جمعه موجود كلاعب اساسي؟ ما ينفعش صالح يقعد. بجيب لك من الاخر، ما ينفعش. الطبيعي جدا لازم يبقى طبعا، ما ينفعش. دي حقيقه. حتى لو النهارده انا بدي راحه لعبد الله، عبد الله له دور مهم جدا تحت راس الحرب في المساحه بتاعته، دوره في الحته دي عبد الله، لان عنده عبد الله سيطره وتمرير واخد بالك وتصويب مباشر وبيوقف وحاجات كتيره جدا عند عبد الله. بيجي من تحت مع الراس حربه. صالح في احسن حالاته، في اعلى درجات تركيزه، صالح جمعه حالته الفنيه الفترة الأخيرة، احنا لو سألت وليد وسألت سمير وقلت لهم مين أحسن واحد الفترة اللي فاتت، هيبقى في معنى صالح جمعة رقم واحد. دي حقيقة. فالطبيعي جدا لما يكون عندي صالح بالحجم ده والراجل بكسبه وبيكسبني وله دور فعال، له دور إيجابي خلال أحداث المباراة، بيسجل وبيصنع، له دورين مهمين جدا عند صالح جمعة. صالح جمعة عنده جانب التمريري الفعال الامامي مهم جدا، بيلعب برجلين الاثنين، واخد بالك؟ الثوابت اللي عنده بيجيد فيها، واخد بالك؟ بيساعد في التلت الامامي. انت محتاج واحد بحجم صالح بمهارته العاليه جدا اللي ممكن بامر الله تعالى تفرق معاك في اي وقت. صحيح. لان ممكن في اي وقت يصنع لك الفارق صالح جمعه. غير ان هو في الفورمه بتاعته،
حقيقي خد بالك جاهز بدنيا ومهاريا اول مره من فتره كبيره جدا من ساعه ما جه النادي الاهلي تلاقي صالح جمعه جاهز. انت شفت الاسبرنت اللي دافع فيه مع الولد لما كان منفرد ولولا رجوعه ومضايقته كان ممكن يبقى هدف لان المضايقه دي خلت الولد برضو تفكر وشتت وعمل وطلعت فوق. انما لو كان واخد مساحه في الملعب براحته كان ممكن يسجل براحته لانه كان انفراد. الاسبرنت ده ما عملوش صالح جمعه في حياته، عمله في النادي الاهلي الدليل انه جاهز 100%. فحسام البدري عايز يا كابتن دي بقى. فالطبيعي جدا ان كابتن حسام مدرب كبير مدرب فاهم. احنا بنتكلم بفنيات، بنتكلم بنقول ان مصلحه الفرقه فين بفنيات. اي مدرب عاوز يكسب الطبيعي جدا بيدور على اجهز 11 لعيب احسن 11 لعيب. مش معناه النهارده لا عبد الله راجع من اجازه، ممكن يكون لسه برضه لسه شويه عاوز يوقفه عاوز يخلص. فصالح جمعه عنده حاجات كتير جدا زياده لعيب جوكر، ممكن محمد توظفه في اكتر من مركز. احنا شفنا الماتش اللي فات انه لعب ديفندر تاني جنب كان حسام غالي مظبوط. وخد بالك فحسام صالح لما بيلاقي مساحه بيبدع فيها. من وجهه نظري صالح جمعه مبدع، لعيب مبدع، لعيب موهوب، خد بالك لعيب عنده تنويع هجومي، عنده حلول هجوميه كتير جدا في كل حاجه. بتمريره عنده تمريرات حاسمه في الثلث الاخير، بيوصل ممكن يوصل اجاي ممكن يوصل ازارو، خد بالك زي ما شفنا في الزمالك وصنع هدف، زي ما شفنا مع حمودي وصنع هدف وسجل. فصالح جمعه قرار من حسام البدري رائع و100% لان صالح جمعه اكيد ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه ثم الواجبات والوظائف اللي مكلف بيها النهارده هيقوم بمهمته على اكمل ما يكون ويقدم لنا مباراه كبيره يكون ان شاء الله هو اللي يصنع الفارق باذن الله. شكرا. نفس السؤال عمرو بركات يعني بيتالق بشكل كبير وهداف الفريق في هذه البطوله، لكن كابتن حسام البدري بيفضل ان هو يبقى موجود على دكه الاحتياطي. اقولها برضه دكه الاحتياطي لحضراتكم احمد عادل وحسين السيد وعبد الله سعيد وعمرو بركات وعمرو جمال احمد الشيخ اسلام محارب واكرم توفيق، ده احتياطي فريق النادي الاهلي. احمد عادل حسين السيد حسين السيد عبد الله سعيد عمرو بركات عمرو جمال احمد الشيخ اسلام محارب اكرم توفيق. احمد الشيخ داخل احمد الشيخ وعمرو جمال اسلام محارب واكرم توفيق. وقبل يعني قبل ما تجاوب يا كابتن وليد بس معايا امير هشام زميلنا في قناه الاهلي في ملعب المباراه. امير مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا كابتن فاروق، مساء النور على الكابتن الكرام وكل المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي ليك يا امير. يمكن قبل ما اروح لاي حاجه احنا قلنا تشكيل الفريق وجود محمد هاني واحمد فتحي، احنا بس عايزين نسالك هل انت كنت بتتكلم مع كابتن سيد معوض او اي حد من الجهاز الفني على البوزيشن او مكان اي واحد منهم هيكون، مين هيكون باك رايت مين هيكون في قلب الدفاع؟ تمام خليني اقول لك يا كابتن فاروق ان اللي هيكون في قلب الدفاع بنسبه كبيره محمد هاني خلال التدريبات السابقه او خلال الفتره السابقه بشكل كبير وبالتحديد بعد رحيل احمد حجازي كان في بعض التدريبات الخاصه بشكل دائم تدريبات النادي الاهلي لمحمد هاني على هذا المركز. بالتالي محمد هاني من خلال متابعتنا هو الاقرب ان هو يكون مساك بدوار رامي ربيعه خلال مباراه النهارده وخلال مباريات بشكل عام في حاله طبعا غياب سواء محمد نجيب او سعد سمير، فبالتالي هيكون محمد هاني هو المساك وهيكون باك رايت هو احمد فتحي. ده اللي بنسبه كبيره هيحصل. تمام. طب الاجواء بقى عندك عامله ازاي يا امير؟ خليني اقول لك الاجواء طبعا في توافد جماهيري، الجماهير بتتوافد على ملعب الجيش هنا برج العرب في عدد لا باس به حتى الان يعني حوالي من 7000 متفرج لحد دلوقتي، لسه ناقص طبعا حوالي ساعه على المباراه. اتوقع ان يكون العدد يزيد مع الوقت طبعا، لكن حتى الان لسه الاعداد الجماهير مش كبيره جدا. احنا عارفين النهارده المفروض يكون متواجد حوالي 25000 متفرج طبعا بعد ما الامن سمح بدخولهم للملعب المباراه. نتمنى خلال ان شاء الله لحظات او ثلاث دقائق حتى موعد المباراه العدد كده ان شاء الله 25000 متفرج في مباراه مهمه زي دي بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه قبل نهائي من خلالها ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يوصل النهائي ويفوز على فريق فيصل الدوري كابتن فاروق. طيب معلش امير لو هتقول لي تشكيل فريق النادي الاهلي والاحتياطي وتقول لي تشكيل فيصلي لو هو معاك. خليني اقول لك تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه الرباعي رامي ربيعه، محمد هاني، احمد فتحي، علي معلول، في نص الملعب متواجد حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم صالح جمعه، جونيور اغاي، حمودي ووليد ازار. صالح جمعه كان يطمن بس جمهور النادي على النادي الاهلي على حجم صالح جمعه كان بيشتكي من نزله برد شديده خلال الايام السابقه، لكن هو جاهز بشكل كبير جدا ومشارك في التدريبات بشكل جيد جدا خلال تدريبات الامس وجاهز طبعا لاداء المباراه النهارده. بالتالي كابتن حسام البدري استقر على انه يبتدي المباراه النهارده. بالنسبه لدكه البدلاء الخاصه بالنادي الاهلي كابتن فاروق متواجد احمد عادل عبد المنعم، اسلام محارب، حسين السيد، عمرو جمال، اكرم توفيق، احمد الشيخ وعبد الله السعيد،
وخليني اقول لك ان اكرم توفيق دخل على حساب عمرو بركات بسبب اصابه عمرو بركات. بركات عنده يمكن نوع معين من الاصابه مش عارفين لسه ايه هو، لسه هنسال الدكتور خالد محمود طبعا طبيب الفريق، لكن لسه يعني قبل لحظات بالظبط كان تم هذا التغيير، فبالتالي اكرم توفيق متواجد على حساب عمرو بركات. ده تشكيل النادي الاهلي في دكه البدلاء. في المقابل خليني اقول لك تشكيل فريق طبعا فريق اردني فيصلي اردني في حراسه المرمى، وتواجد معتز الفكاني رقم 22، ابراهيم دلدوم رقم 3، ابراهيم الظواهري رقم 5، يوسف رواي رواشده رقم 7، بهاء سليمان رقم 8، عدي زهران رقم 11، خليل بن عطيه رقم 13، ياسر رواشده رقم 25، بانجي دومينيك رقم 30. ده التشكيل الاساسي، وايضا معاهم اكرم الزوي رقم 9. ده التشكيل الاساسي لطارق نكوشه المدير الفني لفريق الفيصلي الاردني. خليني اقول لك ايضا دكه البدلاء، لؤي العمير رقم 1، سالم العجالي رقم 6، مهدي علامه رقم 10، احمد السيوي رقم 16، يوسف خليفه رقم 17، محمد علوانه رقم 19، وانيس الجبيري رقم 20. ده التشكيل الخاص بالفريقين يا كابتن فاروق. لو في اي استفسار يعني بالنسبه للتسخين، ابتدى الفريق ولا لسه ما ابتداش امير؟ لا في هذه اللحظات يمكن بيتم تحضير عمليات الاحماء من خلال تواجد في الملعب كابتن ابو العيله وكابتن عيسى الشعلاني اخصائي الاحماء للنادي الاهلي. خلال لحظات التعديل يعني خلال 5 دقائق بالظبط هينزل لاعبي الفريقين لاداء عمليات الاحماء، وان شاء الله نتمنى يكون فريق النادي الاهلي موفق خلال مباراه النهارده ويقدر يفوز ويعوض الهزيمه اللي كانت في بدايه البطوله امام فريق الفيصلي. طب الحاله النفسيه والمعنويه بالنسبه للعيبه وكلامهم مع بعض قبل المباراه دي يا امير، خصوصا ان كان في مباراه اولى وده يعني كان فيها زي ما نقول هزيمه، المباراه دي بتبقى مختلفه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي دايما باستمرار. اكيد طبعا لاعيبه النادي الاهلي كانت الفاروق مركزين بشكل كبير، يعني مش عايزين نقول طائر في المباراه دي ان النادي الاهلي يفوز على فريق الفيصلي الاردني، لكن النادي الاهلي بيبص المباراه دي على انها مباراه قبل نهائي، مهم جدا ان احنا نفوز عشان نوصل نهائي البطوله العربيه، بالتالي لاعبي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير. خليني اتكلم بالتحديد عن كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري يمكن ما كانش متواجد في المباراه الاولى واللي خسر فيها النادي الاهلي نتيجه 1-0، لكن خلال الفتره السابقه بالتحديد بعد مباراه مصر حسين ضايع، كابتن حسام البدري اتفرج على العديد من اللقطات الفيديو بالنسبه لفريق الفيصلي الاردني خلال 3 مباريات في البطوله العربيه واللي قدروا يفوزوا خلالهم، وقف بشكل كبير على نقاط القوه والضعف بالنسبه لهذا الفريق. بالتالي المحاضره الاخيره قبل انطلاق الفريق لارضيه ملعب برج العرب كان في تعليمات محدده من كابتن حسام البدري خلال هذه المباراه، ضروره التركيز الهدوء خلال المباراه، عايزين نركز ان الفرقه دي قدرت ان هي تكسبنا في اول مباراه، لا احنا بنتكلم على المباراه دي على انها مباراه قبل النهائي بغض النظر صحيح مين المنافس اللي امام النادي الاهلي خلال هذه المباراه. بالتالي ان شاء الله بنتمنى ان فريق النادي الاهلي بالتشكيل اللي هتيجي بيه كابتن حسام البدري يكون جاهز بشكل كبير. خليني ايضا اتكلم عن احمد الشيخ بالتحديد كابتن فاروق. يمكن احمد الشيخ خلال الانتدابات السابقه ظهر بمستوى جيد جدا، واضح ان احنا نشوفه في يعني جزء من المباراه النهارده على حسب سر مباريات الامور خلال المباراه وحسب طبعا الرؤيه الفنيه كابتن حسام البدري، لكن جميع اللاعبين جاهزين من الناحيه الفنيه والناحيه البدنيه بشكل طيب كبير زي ما احنا عارفين. اخيرا يعني اخيرا اللاعبين اللي اتمرنوا النهارده حسام غالي محمد نجيب طمنا عليهم، اللاعبين المصابين يا امير. هو اتمرن النهارده محمد نجيب، حسام غالي والشيخ طامي قدوا تدريبات بدنيه قويه، وايضا باسم علي. بس باسم علي يمكن التدريبات بالنسبه له ما كانتش تدريبات بدنيه قويه سواء هو او محمد نجيب، خصوصا ان هم عندهم اجهاد في العضله الضمه، بالتالي ما كانش في مجازفه قويه من الناحيه البدنيه بالنسبه للاعبين دول، لكن خليني اقول لك ان الاصابه بتاعتهم مش هتطول كتير، هي عباره عن اجهاد فقط ان شاء الله يعوضوا ممكن وارد لو ان شاء الله في حاله تاهل للدور النهائي كانوا جاهزين ان هم يشاركوا في المباراه، خصوصا بالتحديد محمد نجيب احنا عندنا مكان ده، وسعد سمير طبعا جاي زي ما احنا عارفين، فبيتم التجهيز بشكل او باخر ان شاء الله للمرحله الجايه المهمه المقبله اكيد بالنسبه للنادي الاهلي. اشكرك يا امير دايما معاك باستمرار، اي جديد هنكون متواجدين معاك. هقول تشكيل فريق النادي الاهلي مره ثانيه واحتياطي طبعا الفريق في حراسه المرمى محمد الشناوي، من اليمين الشمال بقى محمد هاني احمد او من اليمين الشمال احمد فتحي محمد هاني رامي ربيعه ومعالي معلول، في خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم صالح جمعه اجاييه حمودي، وفي الامام وليد ازارو. احتياطي فريق النادي الاهلي احمد عادل حسين السيد عبد الله السعيد عمرو جمال احمد الشيخ اسلام محارب اكرم توفيق، خروج عمرو بركات للاصابه وده كان قبل قليل او يعني ما يعني كان قبل كان جاي لنا كمان الاحتياطي كان وجود عمرو بركات ولكن طبعا تم تبديله باكرم توفيق. كابتن وليد كان يمكن سؤالي على عمرو بركات ولكن
خلاص هو اصابه، بالتالي بيعوض كابتن حسام البدري بوجود حمودي اللي بيتالق برضه في الفتره اللي فاتت بشكل كبير. يعني انا شايفه تشكيل طبيعي جدا. وجود محمد هاني كسرد باك، انا شايف ان احمد فتحي عنده انقضاض شديد جدا. الحته دي السرد باك هو ما لعبش بقاله كتير، ممكن يعمل فيها فاولات خطر. في نفس الوقت هفقده ناحيه اليمين اللي هو يعني متالق فيها وبيعمل فيها جبهه وبيغطي بشكل كويس قوي. ان شاء الله نتمنى يا رب لمحمد هاني التوفيق في المكان ده، مكان جديد عليه، لكن هو عنده المقاومات دي. هو لعيب عنده هدوء، عنده ثبات انفعالي، بيقدر يرتقي ويلعب العاب الهواء بشكل كويس، وهو كورته حلوه. فبالتالي اظن ان رامي ربيعه لو رامي وعلي معلول واحمد فتحي وجهوه بشكل كويس وبشكل فيه خبره كبيره من وراء الشناوي، اظن ان هو هيأديها بشكل كويس ان شاء الله. يعني ممكن يبقى شويه ملخبط في اول مباراه، لكن ممكن تعمل، وكابتن ربيع طبعا مدرب كبير وعارف كده، انت ممكن تعمل مراكز مختلفه للعيبه. يعني خد بالك انت في لعيب ممكن ما تتخيلش تصنع له مركز، انت ممكن ما تتخيلش ان هو يلعبه، لكن هو ممكن يلعبه ويجيد فيه. فمن هنا من قدرات اللعيبه اللي انت بتبقى شايفها. يعني واحد زي علي معلول مثلا، ده لعيب باك ليفت، انا ممكن مدرب تاني يوظفه كحر تحت الفراوله. صحيح. هو لعيب حريف وبيعرف يوصل للجون وعنده حساسيه وشويط ممكن. يعني انا اقصد اقول لك ايه، ان في مدربين بيغيروا اماكن لعيبه وبتيجي بناحيه ايجابيه على الفرقه، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله. طيب كابتن سمير، خليني اكلمك برضو على جزئيه خط الوسط بقى ورجوع عاشور زي ما بنقول وتد نص الملعب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ودائما ما تقدرش يعني زي ما بنقول مباراه صعبه، حسام عاشور موجود بجانب عمرو السوليه في هذه المباراه، اعتقد يعني الامور رجعت طبيعيه في وسط الملعب، بالرغم من طبعا حسام غالي بيبقى موجود، لكن الاثنين شبيهين لبعض، عمرو السوليه وحسام عاشور، لكن ادوها في المباراه اللي فاتت بشكل قوي. النهارده عاشور اللي بيقوم بدور مختلف تماما عن الاثنين دول موجود، اعتقد هيدي طمانينه لخط وسط النادي الاهلي والمجموعه اللي قدامها كله بشكل. هو مفيش شك الكابتن حسام البدري مقتنع جدا بحسام عاشور والسوليه ان هم بيلعبوا جنب بعض، ان كل واحد ليه دور دفاعي على اكمل وجه. الاثنين بيعرفوا يقطعوا الكره كويس جدا، ودي ميزه الكابتن حسام ان هو بيطلب من لعيب حاجه بيطبقها. فطول ما النادي الاهلي النص الملعب بتاعه كويس جدا، بتقدر ان انت بتتحرك وبتفتح، بيبقى ليك مفاتيح لعب من النواحي الهجوميه. دي حاجه. زي ما اتكلمت من شويه، حسام عاشور زي ما اتكلمنا من احسن الهافات او الديفندرات اللي جت في تاريخ مصر. تمام. بالارقام والتواريخ والبطولات بكل حاجه، احنا بنجاملوش. فعشان كده كابتن حسام بيقدر يعتمد عليه اعتماد كلي في نص الملعب، يغيب شويه اصابه يقدر يرجع تاني مكانه محجوز، بيبدل معاه السوليه وحسام غالي. حسام غالي ما فيش اختلاف عليه، كان من افضل لعيبه البطوله العربيه الفتره اللي فاتت، والسوليه نفس الشيء. النهارده كابتن حسام عشان هم بيعملوا حاجه في نص الملعب، عندهم زياده عدديه وبيضغطوا، هيعمل حاجه يخلي حسام على الدايره، حسام عاشور على الدايره، والسوليه من وراه شويه من على الاطراف او من قدامه، ان هو يقدر يوصل الكوره لصالح ويقدر لاجاي وحمودي. ده فكر الكابتن حسام ان هو حابب ان هو يحط الاثنين جنب بعض. فانا شايف الاثنين دول مالين مراكزهم كويس جدا، بيقدروا ان هم يسيطروا على نفسهم، الاستحواذ والباص. فالنهارده انا شايف ان هم الاثنين دول هيبقوا ميزه النادي الاهلي في وسط الملعب. طيب احنا كنا يمكن شفنا صوره للجماهير قبل قليل وجودهم من بدري في ظل طبعا درجه حراره عاليه في القاهره وفي اسكندريه، برج العرب الى حد ما قليله شويه، لكن طبعا لما يبتدوا يروحوا من بدري من الساعه 1 ولا 2 تبقى الامور صعبه عليهم. هنروح نشوف تقرير مع جماهير النادي الاهلي ورايهم في مباراه النهارده، ونرجع نكمل كلامنا الفني عن هذه المباراه. توقعك وشايف المباراه ازاي؟ انا شايف والله الماتش هيبقى على حسب برضو وجهه نظر حسام بدري. انت تعرف ساعات يعني التشكيله ممكن فيها جاب السيرد باك بتاعنا اللي هو محمد نجيب، ده هياثر، ولا يلعب احمد فتحي محمد هاني، ده هياثر شويه ورا. والله انا شايف الفيصلي فرقه سهله شويه، يعني مش تقيله ولا حاجه. الماتش الاول كان عندنا بالصف الثاني، شايف فوز الاهلي ان شاء الله كبيره النهارده والبطوله الاهلي ان شاء الله. برحب بحضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، و شايف ان حضرتك جايب الاسره بالكامل النهارده لتشجيع النادي الاهلي وتتفرج على المباراه وتتابع المباراه من المدرجات.
طبعا ده ماتش كبير وماتش يعتبر نهائي مبكر، وبعدين الاهلي ان شاء الله النهارده هيفوز باذن الله، وفرصه ان الناس تيجي في المدرجات، ومن زمان محرومين من حاجه زي كده. جماهير النادي الاهلي دايما ليها مفعول السحر مع النادي الاهلي على مدار البطولات. النادي الاهلي بيستعيد جماهيره الفتره الاخيره، وواضح تاثيرها فعلا في المدرجات. طبعا زي ما بيقولوا الجمهور رقم، اللي هو اللاعب رقم واحد سواء في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب بروح، والجماهير هي اللي بتدي الروح دي للاعيبه. يعني بدون جماهير انا يعني انت انا كلاعب عادي، كلاعب مش لاعب محترف او لاعب في نادي معين، طول ما بلعب مثلا ولاقي حد بيشجعني غالبا انا هدي كل اللي عندي. هو لعيب برده كده، طول ما في جمهور في المدرجات هتلاقي اللاعب يدي كل حاجه عنده. فهو اللعيب محتاج ده، محتاج الجمهور، محتاج يكون حد في ظهره. مين اللاعب اللي يصنع الفارق مع النادي الاهلي النهارده في المباراه؟ اعتقد وليد ازارو ووليد سليمان، الوالدين. تحت امرك. برحب بحضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم مميز ان شاء الله يكلل بالانتصار والصعود للمباراه النهائيه. وحشنا جمهور النادي الاهلي في المدرجات. وحشنا والله الملعب والاستاد وكل حاجه. توقع حضرتك للمباراه النهارده 4-0 ان شاء الله. ايه حكايه 4 النهارده؟ يعني معظم جماهير النادي الاهلي النهارده مصممه على رقم 4. هل مباراه دور المجموعات ما بين الاهلي والفيصلي ليها تاثير ومديها حافز اكتر عند جماهير النادي الاهلي ان هو يرد الهزيمه؟ اكيد طبعا، خلاص كنا المفروض نستحق ان احنا نفوز اكتر من كده، بس كان حظ ومفيش توفيق، وهما هجمه واحده على الجون وغلط دفاعي مش اكتر. يعني رايك في الفتره الاخيره حاله من الفوقان بالنسبه للعناصر اللي كانت ما كانتش بتشارك بصفه مستمره زي صالح جمعه، احمد حمودي، عمرو بركات، الصفقه القويه وليد ازارو اللي انسجم سريعا مع الفريق، شايف تالق النجوم ده يدل عليه؟ لان الناس دي كانت محتاجه فرصه، وكان بيستنى مستنيين فرصه، اول ما يلاقوا فرصه انطلقوا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن بالنسبه لهم. يعني مين يجيب اهداف النهارده؟ ازارو وصالح جمعه. عايز توجه رساله للاعبين النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ هو ده ركزوا في الماتش ده، مش ماتش ودي، احنا الاهلي ما بندورش على ماتش ودي، احنا اي ماتش ندخله لازم نفوز، بطوله وديه بطوله مش وديه لازم نفوز، ده الاهلي. بشكر حضرتك. خليني اسالك واقول لك، جماهير النادي الاهلي زي ما بنتكلم سواء مباراه وديه مباراه رسميه، جماهير النادي الاهلي يقول لك لا انا عايز اكسب. شفنا الصوره دي في الماتش الاخير امام الناصر حسين ضاي، والهدف اللي جابه عمرو بركات، والروح اللي شفناها عند اللعيبه عند الجماهير. انه النادي الاهلي والجمهور بتاعه متعود على كده، المكسب بالنسبه لنا حاجه عاديه، ممكن لفرق تانية المكسب بالنسبه لهم مش مشكله. توقعك للمباراه النهارده؟ ان شاء الله 3-0. عايز اسالك بقى، انت جاي من محافظه ايه؟ انا هنا من اسكندريه العجمي. شايف ان معظم الجماهير جماهير اسكندريه؟ لا لا، في ناس جايه من بره كتير، في ناس جايه من بره. الاهلي بيجي جمهوره من اي حته، من اي حته، من تحت الارض بيطلع جمهور. الله يخليك ان شاء الله. عايز اسالكم النهارده مباراه هامه، دور قبل النهائي امام الفيصلي الاردني. الفرقتين كانوا التقوا في دوري المجموعات، فريق الفيصلي كان فاز، النادي الاهلي كان بيغيب عنده العناصر المميزه، عناصر هامه، وكان بيغيب المدير الفني، عاد الكابتن حسام البدري، عادت الروح من جديد للاعبي النادي الاهلي. شايف المباراه النهارده ازاي؟ مبدئيا بس هي الروح بديت مش بحسام البدري ولا باحمد ايوب ولا باللعيبه ولا باي حد، هي الروح بالفينيلا دي وبالشعار ده، تمام؟ مفيش اي ولا مدير فني، مش هتفرق لو جبت مين في، لو عم حارس مسك الاهلي هياخد بطولات، دي حاجه معروفه، مش بحسام البدري. مبدئيا بس هو النهارده هي دي بطوله وديه، مش فارقه معانا نكسبها ولا نخسرها، بس هو معروف الاهلي دخل بطوله لازم ياخدها، دي حاجه قانون لازم معروف في قانون الاهلاوي. والفيصلي بس هم شموا نفسهم، بس فكروا ان هم كسبونا، فكروا ان هم كسبونا، ان هو مثلا كعبهم عالي ولا حاجه، لا هو ده جون غلطه، مش هتعوض النهارده، هنكسب بسكون ان شاء الله ونوريهم مين الاهلي. عايز اشوف اللقطه الاخيره بتاعت لقطه ماتش حسين ضاي، كره عمرو بركات، كواحد من جمهور النادي الاهلي هتمثلك ايه؟ انا شفت كعب عماد متعب. انا سكت. دايما لما يكون في مباراه فيصليه يعني بتوصلك للدور النهائي، اعتقد ان دايما الاخطاء لازم تقل، يمكن نتيجه المباراه الاولى نتيجه خطا دفاعي من دفاعات النادي الاهلي بيشترك فيه طبعا كل اللاعبين. ولكن كابتن ربيع خليني اقول لك النهارده الوضع هيبقى مختلف في جزئيه الاخطاء، لازم تقل بشكل كبير خصوصا في الجزء الدفاعي، زي ما احنا شفنا الى حد ما فريق الفيصلي كان بيضغط في المباراه الاولى على النادي الاهلي خصوصا في الكره اللي تم الخطا فيها. النهارده عندهم مجموعه من اللاعبين مميزين في الجزء الهجومي، لازم تتعامل معاهم بشكل مختلف في الجزء الدفاعي بالنسبه لك كنادي اهلي. طبعا انا قلت اعلى درجات التركيز ده مهمه جدا، المغامرات والمفاجات دي مهمه جدا وارده في قبل النهائي ونهائي، ودي حته موجوده، فاكيد النهارده
انا قلت لك برضو الفورمه الرياضيه الطبيعي جدا الفورمه تخليك بامر الله تعالى في احسن حالاتك الفنيه. يعني تمريرك متقن مش مقطوع، تحركاتك منضبطه، واخد بالك بتشتغل بفنيات عاليه، انك في فورمه جاهز بدنيا ومهاريا وخططيا اللي مكلف بيه خلال احداث المباراه اكيد بتقوم على اكمل ما يكون. زاد اصرارك وارادتك، فالطبيعي جدا ان هم الكره الاردنيه فيها تقدم، فريق فيصل يقدم عروض كويسه جدا، فريق طبعا بلا هزيمه، خد 9 نقاط، خد بالك فريق دخل فيه هدف واحد، عنده طموح، عنده اراده، معاه مدرب فاهم. وهنا في حاجتين مهمين جدا لازم يتعمل لهم حساب، ان المدرب بتاعهم مدرب بيلعب بجانب تنظيمي رائع قدام الفرق، كل فرقه بحجم القدرات الفنيه اللي عندها وتنظيمها الهجومي، خد بالك بيعرف يقابل، منظم جدا وعنده شيء فني، لازم ده يتحط في الحسابات بالنسبه لحسام البدري. اللعيبه برضه نفذت الشق الدفاعي على اكمله خلال احداث المباراه، عندهم طبعا عندهم سلبيات زي ما عندهم ايجابيات. وصلوا احترموا النادي الاهلي، كانت بيلعبوا على المرتدات السريعه، التحول من دفاع لهجوم، راحوا بواحده بخطا استغلوها من نجيب للثلاثه لرامي للشناوي، الثلاثه اشتركوا في الخطا سجل الهدف. انما هو ده فكره النهارده طبعا هيختلف تماما. لو انا اتكلمت على الاهلي الطبيعي جدا يا محمد ان السلبيات النهارده مش موجوده، بالاضافات اللي موجوده، بالفورمه اللي شفناها، بالفنيات، بحاجات كثيره جدا، الاداء النهارده هيبقى عالي، هيزيد طبعا معدله. يعني كابتن هيزيد بالرغم من تغير خط الدفاع النهارده بوجود محمد هاني الاخطاء هتقل؟ بص هو في لخبطه شويه يعني زي ما كان. لا بص خلينا واقعيين، هي محمد هاني اول مباراه لعبها من فتره بعيده جدا. صحيح. الطبيعي جدا احنا لعيبه كوره يعني احنا نساعد بعض، قصدك نساعد بعض. هو طبعا رامي هو يعني هيلعب بقى السهل لحد ما ياخد الثقه ولحد ما يدخل في المباراه جو المباريات، لكن هو راجل يعتمد عليه، محمد هاني راجل خلاص هو موجود وكان موجود الفتره اللي فاتت، وان شاء الله نقدم مباراه كبيره باذن الله تعالى. فده بالنسبه لل احنا كنا انت دخلتنا في لا هو جزء الاخطاء زي ما احنا الاخطاء الدفاعيه بالنسبه للفريق فالطبيعي جدا ان النادي الاهلي بشكله الهجومي وشكله الدفاعي، فريق الفيصلي زي ما بنقول عنده ايجابيات محمد في روحه وشغله وفنياته واداره المدرب بتاعه، عنده سلبيات في بطئه في قلب الدفاع، عنده خلي بالك الكروسات العرضيه ممكن يستغلها النادي النهارده عن طريق ازاره كويس جدا، فهو عنده مجموعه سلبيات كتيره جدا احنا لازم نستغلها، زائد ما عنده ايجابيات، كل فريق عنده ايجابيات وعنده سلبيات، والجوانب الفنيه طبعا كتيره جدا يعني محتاجه وقت كبير جدا نتكلم فيه. طيب. لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدم مباراه كبيره. طيب كنت بسال حضرتك على جزئيه عامل الوقت بالنسبه لفريق النادي الاهلي، طول ما الوقت بيعدي هو مش في صالح فريق النادي الاهلي لكن في صالح فريق الفيصلي. والله بس وانت يمكن كنت اشرت الجزئيه دي ان انت لازم تجيب جون في الدقائق الاولى او في الشوط الاول بالذات، بس المباراه دي بالذات يا كابتن فاروق يعني برضو ليها تقسيمه مختلفه شويه. يعني اللي انت بتقوله صح مليون في الميه، بس بقى بنسب نسب اقل بكتير. بمعنى ايه؟ انا عندي مباراه قبل النهائي اللي هيكسبها هيروح للنهائي، المباراه دي ممكن تمتد ل 120 دقيقه. انا مش عايز النادي الاهلي يدخل بثقافه الصقر والانتقام واضغط بطول الملعب ولا انا عايز اقسم المباراه دي ولازم ادخلها بهدوء شديد، بهدوء فني شديد. يعني الكابتن حسام البدري انا اللي هدور طبعا على الفوز، انا اللي هدور على الهدف الاول اكيد مليون في الميه، لان الاهلي هو الاقوى والاهلي بيلعب على ملعبه، لكن ادور عليه ازاي هي دي النقطه. يعني خلينا عشان نفهم برضو الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا معانا كحته فنيه، انا هضغط ممكن ما اضغطش بطول الملعب، ممكن اضغط مثلا من تلتين الملعب. يبقى وليد ازارو قدام قوس خط الوسط بحوالي 10 15 20 متر، يبقى انا بضغط من الحته اللي هي ما بين ال 18 وما بين نص الملعب، بحيث ان فريق الفيصلي يحس برضو ان النادي الاهلي بيضغط من بدري، وفي نفس الوقت انا مش سايب لهم مساحات اول ما يدخلوا نص ملعبي، وفي نفس الوقت انا ما عنديش حته التهور، يعني ما بقاش ايه ليه الاندفاع او ليه التهور. صحيح. لا انا المباراه 90 دقيقه كمان الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه بيخلي حتى في مساحات تقدر طبعاً تتحرك فيها مجرد لما تقطع الكره في ثلث ملعب مليون في الميه، وفي نفس الوقت ما يعني انت ما بتستنزفش بدنيا. صحيح. خد بالك الضغط ده اداء بدني عالي جدا في ظل ان صالح راجع من اصابه، في ظل ان حمودي
برضو مضغوط عليه الماتشات اللي فاتت في ظل عاشور لسه راجع، في ظل علي معلول لسه راجع من اجازه، احمد فتحي لسه راجع من اجازه، محمد هاني بياخد في مركز جديد، كل دي حاجات ما تخلينيش انا ابقى متوتر. لا انا العب المباراه عايز تقل وعايز خبره. انا بدخل المباراه ضاغط، انا اللي عايز اكسب وانا اللي عايز اجيب الجول الاول، بس برضو مقسم المباراه بهدوء. طب من يومين يا كابتن كنا بنتكلم او كنت بتكلم مع حضرتك وقلت ان بعض اللاعبين هترقى، النادي الاهلي ما عملش اي مباريات وديه عشان يجرب الناس اللي كانوا مريحين الى حد ما، ده ما فيش تخوف من الجزئيه دي؟ لا ان شاء الله باذن الله، يعني اللعيبه خبرات كلها، حسام عاشور وعلي معلول واذا كان احمد فتحي يعني خبرات عاليه جدا، حتى محمد هاني بقاله فتره ما بيلعبش، عمرو السوليه خد اجازه المباراه اللي فاتت وبقاله برده فتره، لكن في الاخر لعيبه النادي الاهلي بتعرف تتعامل مع الظروف دي، ما هي الخبرات بقى، خبرات بيجوا قبل المباراه بثلاث اربع ايام بيشدوا قوي، بيجوا بيريحوا نفسهم، بيعملوا استشفاء كويس قوي، برده خبراتهم تعرف تخليهم يبتدوا المباراه بشكل تصاعدي وشويه بشويه يخشوا في الجيم، وبعد 10 دقائق ربع ساعه تلاقي كل الناس شغاله عادي جدا. هي الفكره كلها ان كابتن حسام هيبقى مقسم المباراه النهارده تقسيمه مختلفه، بمعنى ايه؟ انه هيبقى يعني نقول ايه، بخيل قوي في التغييرات، مش هيبقى متسرع في التغيير. انا المباراه ممكن تمتد معايا ل 120 دقيقه، يعني اللي احنا كنا بنشوفه مع كابتن حسام البدري دايما بيبتدي تغييراته من الدنيا 60 وممكن طبيعي، بس ممكن كمان ممكن يتاخر اكتر. يعني هيبقى مقسم اكيد، هيبقى سايب تغييره طبعا، ده الكلام ده في حاله سيناريو ان المباراه تمشي بصعوبه او ان انت تبقى ماشي 0-0 او 1-0 بكتير، لكن في سيناريو تاني يخدمنا ونتمناه ان النادي الاهلي يحرز هدف في اول نص ساعه. صحيح. يبتدي الفيصلي يفتح، تحرز الهدف الثاني، تدخل الشوط الثاني، يبقى خلاص بقى اغير وازود فرقتي. عندي اوراق كتير، عند احمد الشيخ بيقولوا حالته كويسه قوي، عندي عبد الله السعيد واحد من اللعيبه برضو المهمه جدا في تيم النادي الاهلي، عندي اسلام محارب، عندي عمرو جمال، يعني عندي اوراق تقلب لي الجيم. صحيح. لكن السيناريو هيمشي ازاي ده حسب ما هنشوفه على ارضيه الملعب، وان كنت لو السيناريو كان فيه صعوبه التغييرات هتتاخر شويه. طيب كابتن سمير، خليني اكلمك على دفاعات النادي الفيصلي، يمكن لحد ما حضرتك كان ليك وجهه نظر من خلال متابعتك لدفاعات الفيصلي، وازاي النادي الاهلي يقدر بهجومه المميز ودايما هو الخط الثلاثي، سواء بقى كان النهارده صالح جمعه واجاييه وحمودي ومعهم طبعا وليد ازارو، انهم يستغلوا اي مشاكل موجوده في دفاعات الفيصلي الاردني. هو طبعا هم عندهم تمركز جيد، لكن اكيد في اخطاء، ما فيش فريق في العالم ما فيهوش ديفوهات او ما فيهوش اخطاء. فالفيصلي انا شايف ان الطرفين ابراهيم دلدوم وعدي زهران بيميلوا لضم مع اللعيبه، مع ابراهيم الزهره وياسر رواشده، هم الاربعه بيبقوا جوه السكس يارده، ودي مشكله في حاله الكور العرضيه، وجي فيهم هدف في مباراه الوحده بنفس الطريقه دي. تمام. النهارده من خلال معلول وفتحي الانطلاقات من خلف الامام، نزود الكرات العرضيه شويه. لو زودنا الكرات العرضيه شويه، لان كمان ابراهيم الزهره وياسر رواشده ما عندهمش الرقابه القويه قوي. فاحنا هنستغل النهارده وليد ازارو مع حمودي واجاي، الاثنين بيجيدوا الاطراف، حمودي واجاي بيقدروا يعملوا كرات عرضيه، والاختراق من العمق ده جميل جدا. انما انا بتكلم على نقطه ضعف الفيصلي، هم عندهم عدي بيضم لجوه قوي، بيسيب مساحه ناحيه الباك رايت كبيره قوي، يقدر لو حمودي جاي من ناحيته يكمل، او الناحيه الثانيه العكس اجاي يتعامل معاه من نواحي السرعات والنواحي الفنيه يقدر يتعامل معاه كويس جدا. انا شايف ان الكرات العرضيه النهارده هتحسم اللقاء، لان الرقابه ضعيفه شويه، بالاضافه طبعا الاطراف هم كلهم بيضموا لجوه، الباك رايت والباك ليفت. فانا لو شغلت معلول واحمد فتحي يعملوا رابط، يبقى باك وهاف مع حمودي واجاي، هنقدر ان احنا نستغل الامور الهجوميه كويس. طيب كابتن، ما دام احنا استغلال دايما الاطراف بالنسبه للنادي الاهلي وعوده طبعا معلول واحمد فتحي، وجود الكروسات او العرضيات هتبقى بشكل يعني كبير. طبعا حسين كان بيعملها كويس، ايضا باسل كان بيعملها كويس، لكن وجود احمد فتحي ومعلول اعتقد الامور هتبقى بشكل جيد. المطلوب بقى من الثلاثي الامامي مع وليد ازارو التواجد بشكل عامل ازاي كده؟ الثلاثي اللي طبعا هم حمودي وصالح وجاي، ده لهم دور. هم احنا قلنا ان
ان فكر الكابتن حسام انه اولا استحواذ، اتنين تمرير، ان اكتر وقت الكره في رجل لاعبي النادي الاهلي عشان ابتدي من خط ظهري التلت الاولاني للتلت الثاني اللي بيتطور فيه الاداء، بوصل فيه في الخط الامامي واسجل واوصل للهدف اللي انا عاوزه واحراز الاهداف. فالطبيعي جدا ان في 7 لعيبه بعتمد عليهم منهم الباكين، لكن لهم دور هجومي فعال في شغل النادي الاهلي. الكروسات حتى النهارده مفيش كروسات، لازم في كروسات لان هم القلب بتاعهم والتمركز بتاعهم والرقابه في الكروسات ضعيفه، دي ممكن نستغلها كويس قوي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بتعتمد في التلت الاخير التلت الامامي يا محمد على توغل، على تمرير استحواذ، على تسجيل اهداف، على تمركز، على تحرك. الرباعي ده هيبقى رباعي بالسوليه، رباعي وازارو، يبقى 5 لعيب. وانا لو قطعت حاجه يا كابتن ورحت التليفون يبقى ديت حاجه؟ اتفضل. لا اتفضل بجد. اتفضل. طيب. اروح سريعا لاستاذ محمد ابو علي الناقد الرياضي بفيتو، طبعا هيقول لنا على تفاصيل الملعب عامل ازاي، الشكل عامل ازاي، واكيد حاجات كتير موجوده داخل الملعب بعد طبعا زياده الجمهور بالعدد اللي موجود حاليا. الامور بقى شكلها الطف وجميل، وده اللي احنا نتمناه من جمهور النادي الاهلي، اللي احنا شايفينه من خلال البطوله اعتقد ماشي بشكل كويس. محمد مساء الخير عليك. مساء النور يا كابتن فاروق، برحب بحضرتك طبعا وبضيوف حضرتك الكرام كابتن سمير وكابتن ربيع وكابتن وليد. طيب يعني قول لنا ايه الاخبار عندك الملعب؟ انا سامع كده صوت الجماهير ابتدى يطلع بقى. وانت يعني يمكن كابتن فاروق خلاص المباراه فاضل عليها حوالي ثلث ساعه، وكانت اللعيبه نزلت سخنت من حوالي ثلث ساعه او 25 دقيقه بالظبط. جمهور الاهلي يعني العدد معقول لكن مش السعه والعدد اللي يعني تم الاعلان عنه اللي هو 25,000 متفرج. انا شايف الاستاد ممكن يكون فيه حوالي 10,000 متفرج او 8,000 متفرج. كان في استقبال كبير جدا للعيبه الاهلي وقت النزول للتسخين للمباراه، وكان في استقبال خاص لاحمد الشيخ. انت عارف حضرتك هو راجع من الاعاره من فريق مقصه، واول مباراه ليه يخش في السكور شيت على مقاعد البدلاء يعني مع النادي الاهلي. كان في استقبال حافل لاحمد الشيخ. اللعيبه يعني انا شايف هنا يعني كنا موجود في كنت موجود في ارض الملعب قبل ما اطلع دلوقتي المدرج. اللعيبه باين عليهم الاصرار وال يعني عندهم اصرار على تحقيق الفوز وعبور مباراه الدور قبل النهائي. حسام غالي برضه من اللعيبه اللي لقت استقبال كويس قوي من جماهير الدرجه الاولى. حسام بره السكور لكن هو موجود مع اللعيبه اللي خارج القايمه في ارض الملعب دلوقتي بيهزر اللعيبه. الجماهير استقبلته بشكل كويس قوي. تمام. جماهير النادي الاهلي استقبلت ايضا لعيب الفيصلي الاردني بشكل ممتاز، وخاصه بعد نزولهم لارض الملعب. هو بس اللي كان لفت للنظر التنظيمه كابتن فاروق، في جماهير كتيره جدا بره كانت موجوده مش عارفه تخش نظرا لمنع دخول السيارات من مسافه كبيره قوي. يمكن عشان تخش تمشي حوالي مثلا 5 أو 6 كيلو. هو مش في اماكن مخصصه للجماهير اللي معاها عربيات ولا لازم يركنوها بره الاستاد؟ هو بيبقى فيه دايما بيبقى فيه باركنج كده جنب الاستاد، لكن هو التعليمات جت ان الجماهير من بره خالص، من يعني من اول كمين بره خالص ممنوع دخول السيارات. طب ليه يعني الناس كلها بتسال ليه؟ قالوا عشان خاطر التعليمات جت كده هتنزلوا تمشوا يعني للاستاد. فطبعا مسافه كبيره جدا جدا معايا. طبعا ما حدش يتخيلها مسافه كبيره قوي يعني. فناس كثيره ابتدت تمشي على رجليها، وفي ناس لحد دلوقتي ما دخلتش موجوده بره. دي بس النقطه اللي كانت لافته للنظر. يعني المتوقع ان يبقى في زياده في العدد كمان شويه نتيجه طبعا الناس اللي بره. ايوه بالظبط. لكن التنظيم جوه يعني بشكل هايل. الناس كلها هنا في يعني تحس المباراه كرنفال. الناس كلها زي ما بيقولوا ملتفه حول الفريق، استقبلوا الفريق بشكل كويس. هي النقطه بس اللي بقولها حركه التنظيم كان خارج الملعب كان يعني صعب. مشينا كتير قوي مسافه كبيره وناس كتير قوي موجوده بره ما كانتش عارفه تخش. طيب محمد قول لي على اصابه عامر بركات، هو كان موجود مفروض داخل ال 18 او على دكه البدلاء، ولكن طبعا نتيجه اصابته خرج بره ال 18 بشكل. احنا جالنا التشكيل ان عمرو بركات موجود في مقاعد البدلاء، وفوجئنا بعد كده ان عمرو بره السكور شيت خالص. حاولت اوصل للدكتور لكن انت عارف الدكتور ما بقاش موجود قبل الماتش، وحاولنا نعرف ايه السبب. لكن المنظمين هنا طلعونا فوق المدرجات. انت عارف يعني احنا كصحفيين بيبقى لنا اماكن مخصصه للجلوس. هحاول ان شاء الله اتواصل مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق واعرف سبب خروج عمرو بركات من السكور شيت. تمام. قول لي بقى بالنسبه للجماهير الفيصلي ما كم عددهم تقريبا؟
جماهير الفيصلي يعني هم مش بنفس العدد اللي كان موجود كل مره، شايف العدد قليل المره دي. موجودين قاعدين على يمين المقصوره بالظبط، وعددهم يعني حوالي 100 فرد او يعني في الرينج ده كده، لكن مش نفس العدد اللي كان بيبقى موجود في استاد السلام. تمام محمد، انا بشكرك. محمد ابو علي الناخد الرياضي بفيتو. وكابتن ربيع انا اسف ان قطعت حضرتك، ولكن كلامنا كان على هجوم النادي الاهلي واستغلال دفاعات النادي. فالجانب التنظيم مهم جدا. اذا كنت انت بتلعب يعني من ميزات هجوم النادي الاهلي في الثلث الامامي هي الكثافه العدديه. الكثافه العدديه لما تيجي هنا يا محمد برضو الفريق جيد اللي بيملك اطراف تصنع الخطوره. خد بالك الطرفين دول مهمين جدا. تلاقي الفريق البطل طول ما عنده باكين بيعرفوا يهاجموا صح يبقى في خطوره. الخطوره لازم تيجي من الاطراف زي ما بتيجي من العمق، في حفتيك اوفر اوفر لاب وانتوهات وتمركز وتصفيه مباشر وتحرك واعي وراقي جدا. فهو ده اللي مطلوب من تيم النادي الاهلي، انه في الثلث الاخير بيني هجمه عن طريق مجموعه مهاريه هي عارفه بتعمل ايه. خلي بالك من الحته دي، هي عارفه بتعمل ايه. فالنهارده لما بتصنع بسبع لعيب، ادي اثنين اربعه وادي الخمس، الكثافه العدديه. مش شاشه كنا عايزين نجيبها لك والله. ما لازم تتجاب. لازم نجيبها يا وليد. وليد لازم نسيبها والله العظيم. طبعا نجيبها بس عشان غاليه شويه هنقصر. لا احنا ممكن لا انا عندي ملعب كده ملعب حلو برضه جايبه من المانيا. الكلام ده مظبوط كابتن حته ان احنا نشوف الكثافه العدديه بالشكل والتحرك. واخد بالك في الثلث الاخير. فهو انت هو ده. وبعدين عندك بقى توغل وتمرير وسيطره، واخد بالك بناء هجمه وتحرك واعي. الترابط ده والكثافه العاديه مع الوقت هو ده سر فوز النادي الاهلي، انك بتروح بسبعه سته رايحين والاربعه التانيين واقفين مامنين وسط الملعب وخط الظهر. خد بالك الباك العكس. فالامور كلها فيها شق متمرين عليه. دي جوانب خططيه بتاع الكابتن حسام بدر، ما حفظها اللعيبه. وفي ميزه في الثلث الاخير عند اللعيبه ان هي الكره ما بتضيعش منهم، عشان كده بتروح واحد اثنين ثلاثة هدف، واحد اثنين ثلاثة هدف. سرعة التصرف في 18 برضه دي ميزة كبيرة جدا عند لاعبي النادي الأهلي. خد بالك وبقل عدد من التمريرات بحاول أصنع الهدف. فطبعا حاجات كتيرة جدا، والنواحي الفنية دي خلي بالك الحمد لله إن تكراراتها كتيرة جدا. وزي ما سمعنا حسام إن قال إن دي مرحلة، يعني هو بيفكر المرحلة الأولى غير الثانية غير الثالثة غير الرابعة. دي مرحلة مهمة جدا بتاع النهاردة. أكيد هو مجهز كل حساباته خلال سير المباراة، ولو سجلت ان شاء الله ما سجلتش وغيرت او ما غيرتش. اكيد انا هكلمك كابتن ربيع اما نشوف الهدف بعد اذنك يا بيبو او احمد تجيب لنا الهدف بتاع عمرو بركات في نصر حسين ضيع في الدقائق الاخيره. نشوف يا كابتن استغلال الطرف واللعيبه في وسط الملعب ازاي، والامور ابتدت تمشي ازاي في الهدف ده. وواضح جدا الانتشار الجيد ده حد ذاته خلاك تحرز هدف جميل. صح. والجزئيه اللي احنا قلنا عليها وجود حد من الثلاثي حسام غالي عبد الله السعيد صالح جمعه بيدي في هجمات النادي الاهلي فكره. يعني لو رجعنا من الاول مين اللي لعبها؟ حسام غالي. لعبها لمين؟ لصالح جمعه. اقف هنا بص هيبص لقدام. اقف بقى بص بيلعب لقدام. الثلاثه دول تحديدا حسام غالي عبد الله السعيد صالح جمعه دايما لعبهم مؤثر. كمل بقى ادي حسام غالي بيحطها لصالح. صالح برضه هيعمل نفس اللي عمله حسام غالي، هياخد الكره ويلف برضه. بص بص لمسه اتنين بقى وشه الملعب حط لمين؟ لوليد ازارو. كله مكمل تلاته وتلاته سته. انت هتلاحظ في الهجمه دي النادي الاهلي سته على اربعه. مع ان النصر حسين ضاي هو اللي كان عايز يتعادل. صحيح. يعني هو كان نفسه يطلع بتعادل. المفروض يبقى اكتر من كده بكتير. لكن انت عندك الرغبه بتاعه النادي الاهلي اللي هو يعني اول ان اول كل في الكل بتلعب خلاص على اخر دقيقتين بشكل قوي جدا. صحيح. رايح بكثافه عدديه كبيره جدا. عمرو بركات على فكره يقدر يديها لحسام غالي ويقدر يديها لجونيور اجاييه اللي واقف متغطي في الست يارده فاضي، ويقدر يرجعها لصالح جمعه. عنده حلول. وطبعا مفيش شك الطرف اللي خده وليد ازارو ادي واحده. الكعب بتاع عماد متعب مليون في الميه لمت عمرو بركات لجوه فتحت كادر الجون، ويقدر يودي اي حد زي ما هو عايز. يعني بعد ما لم كده لو عمل باص لجونيور اجاييه واقف لوحده يحطها في الضيقه تمشي، يحطها في البعيده تمشي. لكن هي كل الفكره في ان في اتنين حسام غالي وصالح دايما بيلعبوا على قدام. النهارده في واحد من الثلاثه اللي هو صالح جمعه. صحيح. حسام غالي وعبد الله، واحد قاعد على الدكه وواحد بره خالص. مهم جدا ان الواحد ده، لانه واحد لوحده مهم جدا، يبقى بلغه الكره فايق. يبقى حالته في الملعب هتفرق مع النادي الاهلي، لان صالح لما بيحط رجله على الكوره
بيودي وليد ازارو بيودي جونيور اجايه بيعمل جمله. فدي انا بحس ان فرق كبير جدا في عدم وجود الثلاثي ده. بحس ان الريتم على طول بتاع النادي الاهلي سريع ومفيش حد يوقفه ومفيش حد يسيطر على رتم المباراه. فالنهارده صالح ان شاء الله نتمنى له كل توفيق مع طبعا الخبره الكبيره لحسام عاشور والسوليه ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي. طيب يعني بعيد بعد الشر طبعا احنا شايفين دكه الاحتياطي كابتن سمير حسين سيد احمد عادل عبد الله سعيد عمرو جمال احمد الشيخ اسلام محارب اكرم توفيق يمكن جزئيه الدفاعات مش موجوده يعني لا قدر الله في مشكله اعتقد كابتن حسام هيحلها ازاي بالنسبه داخل الملعب. هو التغيير او روتيشن داخل الملعب من اللعيبه وبعضها احنا شفنا هاني بيلعب باك رايت والنهارده ممكن مساك فتحي يلعب مساك ويلعب باك رايت ويلعب ديفندر فاحنا ما عندناش مشكله وانت كمان عندك اسلام محارب وحسين السيد بره اتنين شول حسين السيد في الجانب الايسر مكان معلول وعندك زي ما اتكلمنا فتحي مع التبادل مع هاني حته المساك سواء جوه او يلعب على الطرف او ديفندر او ديفندر فده احنا ما عندناش مشكله. كابتن هقطع حضرتك معلش وهرجع لك تاني نكمل الجزئيه دي يعني جزئيه الروتيشن داخل الملعب نتيجه طبعا نقص في العدد الدفاعي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي لكن سريعا اروح لزميلنا مراسلنا فاروق صلاح من ارض الملعب. فاروق مساء الخير. تنور كابتن محمد فاروق تحياتي لحضرتك والجماهير قناه النادي الاهلي والكابتن سمير كمونه كابتن وليد صلاح الدين كابتن ربيع سين كابتن ربيع سين طبعا قول لي يا فاروق يعني اخبار الدنيا ايه؟ الجماهير زادت يمكن كان معانا منذ قليل استاذ محمد ابو علي وكان بيتكلم ان ما زال في مشكله في دخول بعض الجماهير نتيجه طبعا ان المسافه بعيده ما بين ركن العربيات لدخول الجماهير على رجليهم داخل الاستاد. هو بالفعل كابتن محمد الاعداد بدات تتشيد المشكله ان في بعض الجماهير كانت جايه المباراه من غير تذاكر ومن غير دعوه على امل ان هي تقدر تدخل المباراه. طبعا الامر ده تم رفضه من الامن الموجود. حاله التنظيم والامن اسهل بكثير من الماتشات اللي فاتت. لكن الاعداد انا شايف ان الاعداد بتتزايد يعني ان شاء الله حوالي 20,000 دلوقتي موجودين جوه الاستاد. طيب وانت قاعد كده وكلام الجماهير التفاؤل بالنسبه لهذه المباراه كان شكله بالنسبه لهم عامل ازاي؟ هو في حاله ثقه كبيره جدا من جانب جماهير النادي الاهلي من خلال المباراه. في بعض الجماهير واخده ان هي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي الخارج اختار ان هي مباراه وديه او بطوله وديه. جماهير النادي الاهلي عندها تصميم ان النادي الاهلي اي بطوله بيدخل فيها سواء بطوله رسميه وديه الهدف منها البطوله. بعض الجماهير شايفه ان هي استعداد هيكون كويس جدا بكاس مصر والبطوله الافريقيه. يعني طموح الجماهير لما بتسالها كابتن محمد عن البطوله يقول لك لا انا مش عايز البطوله العربيه وبس، انا عايز البطوله العربيه، عايز كاس مصر، عايز صحيح. البطوله الافريقيه. صحيح. فحاله الثقه يعني كامر معتاد، لكن الشيء اللي لفت للنظر هو عوده شكل 2006، عوده الجماهير والاسر. يعني كان في لقاء معانا اسره جايه من المانيا زياره لمصر. حرص رب الاسره ان هو جاي بالاسره بالكامل. جميل. توافد اعداد كبيره من الاسر من محافظه الاسكندريه. في ناس من محافظه البحيره من دمياط. كل الغالبيه موجوده في جماهير الاهلي في كل مكان يا فاروق، جماهير الاهلي في كل مكان. بقول لك جماهير الاهلي في كل مكان يا فاروق اكيد طبعا هتلاقي من كل حته جايه حتى لو القاهره ما راحوش في اسكندريه في كل حته في مصر. بشكرك يا فاروق يعني شكرا جزيلا مراسلنا من قناه النادي الاهلي او في قناه الاهلي النادي الاهلي في ملعب المباراه. كابتن سمير انا اسف لقطع حضرتك يعني كمل لي بقى جزئيه. لا الحاجات الخارجيه طبعا لازم نخش طبعا يعني اتكلمنا في حته روتيشن في تغيير المراكز يعني زي ما اتكلمنا فتحي يلعب جوه جنب هاني وهاني يطلع مكان فتح ما عندناش اي مشكله. بس هي المشكله يعني لا قدر الله في حاجه حصلت لقلب الدفاع هتدخل فتح جوه جنب رامي مثلا او العكس جنب هاني. طب مين هيلعب باك رايت؟ هنا في انا مش شايف ان في حد باك رايت هنا. فهي دي مشكله اكرم ممكن نفس المشكله ده الوحيد اللي ممكن يعملها اكرم توفيق ان هو صغير في السن وبيلعب ديفندر ناحيه اليمين ممكن يعني تمشي. انما انا بنتكلم لو باسم موجود كان هيحل اللغز ده. انما بقيه الاسامي اللي موجوده عمرو جمال واسلام محارب وحسين السيد وعبد الله السعيد اقربهم يا كابتن للنزول يعني بعيد عن اي مشاكل ممكن تحصل داخل الملعب. في كل ما لعيب ممكن نقول مين يعني ممكن لو انا صالح مش موافق ممكن احط عبد الله. لو مثلا حمودي مش موافق احط اسلام محارب. تمام. يعني نفس الشيء برضو في الجوانب الهجومي وليد ازارو ممكن احط عمرو جمال. طيب كابتن ربيع يمكن
خلاص بنقترب من اللقاء. خليني اسالك يعني سير المباراه بدايته لازم يبقى عامل ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ بدايته طبعا مهمه جدا. انت المفروض تضغط على الفرقه من امام، يعني ده التغيير اللي لازم يبتدي في بدايه المباراه. وفي نفس الوقت انت بقى الشغل بتاعك التركيز في انك تمسك كرة كويس، ان تمريرك، انك تحافظ على الكوره، انك تتوغل، انك تفرض اسلوبك انت اللي قاله الكابتن حسام وحفظه للفريق بامر الله تعالى ومحضره نشوفه من البدايه ان شاء الرحمن. لو جبنا هدف باذن الله تعالى بدري ده هيفرق في سير المباراه فنيا هجوميا ودفاعيا يا محمد، طبعاً. ان الكتله الجماعيه والكتله الفرديه الاهلي بيعتمد على حاجات كتيره جدا، فوقان اللاعبين وحاله اللعيبه مع ترابطهم بالجهاز الفني من بره وشغلهم طول الاسبوع واللي بيفكر فيه الكابتن حسام هو لازم ينفذ النهارده وهيفرق جامد جدا جدا في البدايه. طب كابتن وليد يعني توقعاتك بقى للمباراه وسيرها برضه منذ البدايه. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب. مهم جدا ان احنا نستخدم كل محاور الهجوم، في حاجه اسمها تعدد محاور الهجوم، مش عايزين علي معلول واحمد فتحي واوفرات وخلاص. لا انا عايز اشوف صالح جمعه بيشوط، عايز اشوف السوليه رجله تقيله بيشوط، عايز اشوف اختراق فردي من حمودي، عايز اشوف جونيور اجاي وهو داخل راس حربه تاني، عايز اشوف صالح بيستخدم مهارته الفرديه في ان هو يعدي. بص يا كابتن ده الهدف اللي جه في الفيصلي في هذه البطوله حتى الان. بس في طبعا في تميز كبير جدا من مراد باتنا النجم الكبير طبعا وارتقاء عالي جدا ويعني بس في الاخر هو اوفر احنا عملناه 20 30 40 مره في الماتش الاولاني وما استفدناش بيه. فده محور، هل انا استخدم المحور ده بس بما ان الباكين بيضموا زي ما الكابتن كمونه بيقول والنص الملعب بينزل على خط الدفاع قوي، ولا استخدم بقيه المحاور؟ انا عايز اشوف تصويب النهارده من صالح جمعه ومن السوليه في دقه، عايز اشوف مهاره فرديه من حمودي، احاول اروح جوه ال 18، احاول اخد بينالتي، احاول اخوفهم بضربات ثابته كتير على ال 18. كابتن سمير توقعاتك لسير المباراه ويعني ان شاء الله اتمنى طبعا تبقى موفق. كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده يكونوا بحاله جيده، يطبقوا كل اللي قال عليه الكابتن حسام في المحاضره ان احنا محتاجين المباراه دي ان هو رقم واحد رد اعتبار. تركيز لاعيبه النادي الاهلي بداية من أول دقيقة لحد الوقت الضايع، طول ما أنت مركز في تاريخ النادي الأهلي بتكسب في الآخر، بتكسب بعرق بجهد بروح، لكن النهارده نتمنى إن احنا نكسب أثناء المباراة وهي شغالة إن شاء الله. الترابية أنا بتفائل بيك كابتن، كام؟ إن شاء الله بإذن الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله الشوط الأول يعني على الأقل 1-0 بأمر الله. إديها بقى كمان اللعيب اللي ممكن يجيبها. انت عايز مين النهارده يتالق ويبان؟ لا هو النهارده واضح يعني الاثنين اللي ان شاء الله هو الاثنين حراس المرمى لهم دور كبير جدا النهارده بصراحه، دور كبير جدا في النتيجه ان شاء الله. رقم واحد من وجهه نظري ان صالح جمعه انه في احسن حالاته، وبعد كده تجيب بعده اجاي ان شاء الله كابتن، يبقى كلهم موفقين بامر الله. يعني حاجه نتمناها ان يبقوا الحاله الفنيه بالنسبه للاعبين مميزه ان شاء الله، زي ما بنقول احنا ابطال افريقيا وابطال العرب النهارده وصلنا للنهائي، دي حاجه هتبقى مميزه جدا. النهائي هيبقى في طرف طبعا النادي الاهلي، طرف من زي ما بنقول شمال افريقيا، ايضا هيكون لإلا الفتح لإلا الترجي التونسي، هتبقى مباراه قويه. نتمنى طبعا النادي الاهلي الوصول للنهائي عشان البطوله تنجح اكتر، يعني مش عشان حاجه ولا تحيز ولا حاجه، لكن طبعا احنا بنتحيز لكن جزئيه ان النادي الاهلي يبقى متواجد في النهائي اعتقد بتنجح اي بطوله. يا رب كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، هنكون معاكم بعد ان شاء الله المباراه وتحليل فني هيكون طبعا مع نجوم النادي الاهلي كابتن ربيع، كابتن وليد، كابتن سمير كمونه، يكون مميز ايضا في حاله الفوز تبقى مميزه اكتر. اذا تنتهي مباراه الاهلي والفيصلي الاردني في مباراه قبل النهائي بفوز الفيصلي الاردني على الاهلي 2-1 بهدف الاول، ده الهدف الاول امامنا على الشاشه لدومونيك في الدقيقه 26، ثم الهدف الثاني بخطا دفاعي باحمد فتحي في مرماه في الدقيقه 37، ثم الهدف الوحيد للنادي الاهلي في الدقائق الاخيره او الدقيقه الاخيره في الوقت بدل الضائع من المباراه عن طريق وليد ازارو، بتخسر البطوله العربيه او نهائي البطوله العربيه النادي الاقوى والاشهر والشعبية الكبيرة على المستوى الوطن العربي وأفريقيا النادي الأهلي في هذا النهائي، وبيتأهل الفيصلي الأردني إلى الدور النهائي منتظرا طبعا نتيجة مباراة الفتح الرباط المغربي والترجي التونسي غدا إن شاء الله الخميس أيضا في نفس التوقيت. طبعا هزيمة يمكن في القاء أو في اسكندرية أو في مصر على أرض النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بالنسبة
لهذه البطولة من الفيصلي الأردني. كلام كتير عن الفنيات وأسباب الهزيمة مع نجوم مصر نجوم النادي الأهلي كابتن ربيع سين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمونة. كابتن ربيع برحب بيك، ويمكن هزيمة ما كانش حد يتوقع، يمكن قبل الاستوديو احنا بنتكلم ان في حافز للنادي الاهلي هو نتيجة المباراة الاولى، ايضا الحافز الثاني ان انت عايز توصل للنهائي وتحصل على البطولة، لكن يمكن فريق الفيصلي قدم مباراة رائعة خصوصا في الشوط الاول كابتن ربيع، ويمكن زي ما بقول خطف المباراة من البداية. ما انا قلت لك ان هي ليها حسابات خاصة، وفي نفس الوقت الجانب الفني هي بعالي جدا، وقلت لك في نهاية الاستوديو ان حارس المرمى الاثنين حصل هيلعبوا دور جامد جدا في مباراة النهاردة، وهو معتز ياسين نجم المباراة الأول في الفريق الأردني، دي حقيقة. أولا هارد لك نادي الأهلي، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللعيبة، مفيش مشكلة، ده ماتش زي أي ماتش عادي، مفيش توفيق النهاردة، مفيش توفيق. طبعا في خلاف بين الشوط الأول والشوط الثاني كبير جدا في الاستحواذ والسيطرة والجانب الهجومي والشراسة الهجومية والأهداف اللي ضاعت، هدفين، واحد من عبد الله وهدف من صالح جمعة في القائم، كافلين إن هم على الأقل يقربونا ويدخلونا في الجيم. لكن هو الواضح ان النهارده مفيش توفيق، معلش هو فوارق كبيره جدا فنيا بين الشوط الاول والشوط الثاني، لكن ماتش عادي، وياما امتعونا لاعب الاهلي، وبشكرهم على ادائهم، بشكرهم على محاولاتهم، بشكرهم على روحهم، مفيش اي مشاكل عندنا خالص، قدر الله ما شاء فعل. والنهارده خرج النادي الاهلي بمباراه، عامل التوفيق له دور كبير جدا يا محمد، عامل المباراه الشوط الاول 45 دقيقه، يمكن خماسي وسط الملعب كان له دور بعيد جدا في الجانب الدفاعي، في الجانب الهجومي، الارتداد. هم فريق زي ما قلنا منظم، يملك مدرب واعي، عنده جانب تكتيكي، وقلنا الكلام ده كان فيه اجماع ان ماتش النهارده مش بسهوله، عنده مدرب زائد لعيبه، عندهم خبرات، عندهم فنيات، عندهم جوانب، عندهم جانب بدني مهم جدا فرق معاهم للدقيقه الاخيره، الجانب البدني واقف معاهم. فانا اعتقد النهارده الشوط الثاني احسن بكتير بنزول الشيخ وعبد الله ومحارب، وروحنا كتير جدا ووصلنا كتير جدا، لكن عامل التوفيق هو اللي ما قردش النهارده، هارد لك اللعيبه والجهاز الفني والجمهور والنادي الاهلي. كابتن وليد، يعني هزيمه غير متوقعه، يمكن دائما اما تكون محضر بشكل جيد، اما تكون متحفز، اما تكون عندك الطموح والاراده في انك تفوز بتفوز. اعتقد فريق فيصلي منذ البدايه كابتن، بدايه المباراه وهو عنده الحته دي، انا شايف يعني بوجه نظري البسيطه ازيد شويه عن النادي الاهلي. ده حقيقي، يعني مبروك نادي الفيصل الاردني، يستحقوا الوصول للنهائي، هارد لك النادي الاهلي. النادي الاهلي ما كانش يومه، مش ده يوم النادي الاهلي، احنا قلنا ان دايما المباراه حاله، النهارده حاله اللاعبين خصوصا في الشوط الاول وحشه قوي، سيئه جدا، في لخبطه، في مراكز متغيره، في عدم توفيق لاغلب نجوم النادي الاهلي. وفي نفس الوقت بتفق معاك مليون في الميه، واحنا اكدنا عليها وقلنا فريق الفيصلي بيلعب بكل قوه، بيلعب بقوه توصل لمرحله العنف في بعض الاوقات، بيلعب بشراسه لازم نقابلها بنفس الشراسه. للاسف يعني جونين سهلين قوي قوي، الجون الاول ده عدي البكرايت حاططها في حته سهله قوي على رامي وسهله على محمد هاني، انا قلت يعني كنت افضل ان احمد فتحي يبتدي ناحيه اليمين، وزي ما ختم لما راح احمد فتحي ناحيه اليمين ومحمد هاني دخل جوه، الفرقه اتظبطت شويه خصوصا خط الدفاع. اشوف برضو ان في لخبطه، فحتى لو احمد فتحي هيلعب سيرد باك لازم يلعب سيرد باك ناحيه اليمين، ناحيته هو. لكن انا استغربت، ودي هتبقى واضحه جدا في الهدف الثاني، ان احمد فتحي بيلعب سيرد باك ناحيه الشمال، فده مش مكانه. وفي نفس الوقت رامي ربيعه هو اللي بيلعب ناحيه اليمين، بس احمد فتحي كان الاحسن من وجهه نظري ان احمد فتحي يلعب باك رايت، ومحمد هاني هو اللي يلعب سيرد باك ناحيه اليمين. يعني في كره زي دي كابتن وليد، احمد فتحي لو باك رايت كان هيتعامل معاه ازاي؟ بيعرف، هو عنده خبره، انا قلت لك خبره احمد فتحي، يعني بيروح هو قبل المهاجم، بيزق، بيكتف، عنده خبره دوليه وعملها في منتخب مصر كتير وغطى كتير على مواقف زي دي. لكن طبعا يعني هو مفيش مشكله في تخطيط هاني في الحته دي، بس الاشتراك نفسه لازم اشترك اكتر من مين اللي ياخدها. ما احنا عاملين 30 40 اوفر كلهم الدفاع هو اللي بياخدهم في نادي الفيصلي، فهي الفكره ان هم من اوفر او اتنين هم بالظبط رفعوا كورتين ثلاثه، واحده جون واحده في العارضه، فدايما انت عندك اكرم الزويد هو اللي بيخطف، مندي هو اللي بيخطف، يعني من قبل خط دفاع النادي الاهلي. لكن يعني هارد لك، احنا حاولنا، وحمودي واحد من الناس اللي مش موفقه، كنت اظن انه في الدقيقه 2 يقدر يجيب هدف سهل قوي، لكن اللعيبه دايما
خايفة انها تغلط فتغلط، يعني خصوصا في التهديف. وليد ازارو راح بانفراد، مش لازم العب على ضربة الجزاء، احطها بوش رجلي في البعيدة جون. صحيح. حمودي راح بانفراد، الناس كتير، اجاييه راح، فبالتالي النادي الاهلي ضيع، وبنستمر في نفس المشكلة اللي هي مسلسل ضياع الفرص. بتضيع فرص سهلة، فعلى دي جون جون، انا مش محتاج ان انا اقول لا ما عملكش حاجة وما تتحسبش، هي الفكرة انت حط في البعيدة جون. صحيح. ده انفراد. صحيح. ده بالعكس كان زمان كابتن حسام حسن او كابتن محمد رمضان او حتى عماد متعب او احط جسمي اطلع الراجل ده بره الموضوع، هو خلاص كده كده انفراد. انا احط جسمي احمي كورتي، لا اخد ضرب الجزاء اخد ضرب، ما هو ما لما يعني لو حطيت جسمي كابتن هاخد ضربه جزاء، لكن هنا بص هنا بص من القعده دي، بص من القعده دي يا كابتن يا وليد، بص يا كابتن ربيع، بص عاوز اقول حاجه يا وليد، الكره دي فيها شك. ايوه طب ما انا والله العظيم الكره دي فيها شك، وليه طيب انا العب ماشي ماشي، ما هو الراجل خلي بالك، طب لو عيدها لنا وجيبها لنا من الاول الكره دي ركزوا بالكره دي، انا من وجهه نظري ضيع ماشي، ما ضاعت بس، طيب ضاعت ليه؟ عشان الراجل زقني ما ادانيش فرصه، ما ضاعت ليه يا وليد؟ هو لو براحته وفي الانفراد ده ما كان هيشوطها، خلي بالك ركز معاه، ركزوا معاه، طب احكم يا جماعه معاك يا كابتن الكوره اهو اتفضل، هو لو راحت يا وليد بص هيحط رجليه، ماشي ماشي، لا هو في ماشي من ورا، ماشي هو اللي بيبين ماشي كويس، ماشي ماشي، هو دلوقتي بيحط رجليه، توازنه هنا فين يا وليد؟ الراجل زقه زق، انا شايف هو فيه يعني فيها شك، يعني فيها هو مهتم يا كابتن فيها خلاص ماشي، بس فيها شك، بس هو مهتم كمهاجم ان انا اخد ضربه جزاء اكتر من اهتمامي ان انا احطها جول، خلاص ما خدوش، انما يعني انت كان قصدك ان ياخده ويحجز ويروح، وانه يهتم هي في قرار يعني في الجول، ما اهتمش ان انا اخدها ضربه جزاء، ده وجهه نظر ماشي. يعني الاهلي ضيع ضيع كتير، وضيع بطريقه ايه يا كابتن؟ ان انا مش عايز اغلط، ان انا على طول دايما، حتى وليد ازارو ليه ثلاث اربع كرات بيلعب على المضمون قوي زي ما احنا اتفقنا، بيحطها في الضيقه دي طبعا، هنا ارجع هنا ثاني، ده الهدف احمد فتحي من البدايه اصلا، من البدايه بعد اذنك مش في مكانه طبعا، الكره من منتصف الملعب اصلا وهي اصلا معانا ده علي معلول وده عاشور وده احمد فتحي، متهيألي احمد هاي بصيها صح، اتقطعت هنا من علي معلول، ايوه اوف بقى، اوف اوف، بس هنا احمد واقف غلط، يعني عارف واقف الوقفه نفسها غلط، عشان كده لما الكره هتيجي من جنبه المفروض يشيلها بشماله، هنا بص احمد هيحاول يعمل ايه؟ هيحط رجله اليمين، بص لان هي مش الوقفه نفسها غلط، أيوه. هنا المفروض يبقى رامي، والعكس احمد فتحي، يعني انا وجهه نظر ان لو انا هلاعب احمد فتحي سردباك لازم العبه سردباك ناحيه اليمين، لان انت عارف انت طبعا النادي الاهلي بيلعب مناطق صحيح. مش بيلعب مان، فهو بيحدد، يعني مثلا كان حجازي وسعد، حجازي اللي بيلعب شمال وسعد يمين، لما كان مثلا حجازي ورامي ربيعه، رامي ربيعه بيلعب يمين وحجازي مثلا شمال، لما كان سعد ورامي، سعد يلعب يمين ورامي يلعب شمال، كل اثنين أيوه يعني خلال نجيب خلال ورامي، نجيب يلعب شمال على عدلته، على عدلته يعني بقدر الامكان. انا اشوف النهارده ان لو انا كنت هلاعب احمد فتحي كسردباك العبه سردباك يمين مش شمال، دي وجهه نظري. تمام. فرقت في الهدف ده واضحه جدا، مع حظ طبعا يعني بدلك بشكل غير طبيعي، خد بالك بعد كده اما هيجي لنا الهايلايتس فعلا مفيش توفيق، النادي الاهلي رايح باكتر من 10 15 فرصه مؤكده، الكره مش عايزه تخش، وفي نفس الوقت الكورتين، واحده بتخبط في رجل احمد فتحي وتغير اتجاهها وتروح جون، والثانيه ضربه راس، فهارد لك النادي الاهلي يعني، ومبروك النادي الفيصلي يستحق. كابتن سمير يمكن كنا زي ما احنا بنقول احنا ما توقعناش، لكن يعني كابتن سمير كان يتوقع في لحظه من اللحظات ان السيناريو ده يدور بدايه من الشوط الاولاني هذه الخطفه، زي ما بنقول احنا في كره القدم الخطفه دي، سواء بقى بهدف احنا ممكن نكون اخطانا فيه يعني او دخلناه في مرمانا، او الهدف الاولاني اكيد نتيجه اخطاء دفاعيه، وكنا بنتكلم على الاخطاء الدفاعيه ان احنا في المباراه دي مفيش مسموح، مش مسموح باخطاء موجوده، اخطاء دفاعيه بالذات، خصوصا ان هي مباراه بتنقلك لمرحله ثانيه، مرحله النهائي، فبالتالي لازم تقل بشكل كبير. كابتن سامي، لا هو في اسباب ادت للهزيمه، رقم واحد طبعا مع احترام زمايلنا طبعا ومدافعين النادي الاهلي، احنا لازم نتكلم على اخطاء، احنا بحكم ان احنا كنا لعيبه ومدربين ومحبين للنادي الاهلي فبنتكلم على اخطاء بنيه صافيه، وبنتكلم ان اي خطا اي هدف بيجي في مرماك بيبقى لازم فيه اسباب، هي الاخطاء، الاخطاء الدفاعيه رقم واحد. تمام. فالاخطاء الدفاعيه اثرت على اداء النادي الاهلي خصوصا الشوط الاول.
من حيث الإصابات طبعا سعد سمير ونجيب أثروا على مركز قلب الدفاع جنب رامي ربيعة. معلش برضو مهما كان أحمد فتح بيلعب باك رايت وبنستفيد منه في المشاكل أو الإصابات أو إنما النهاردة أداء أحمد فتحي داخل الاثنين مساكين بتهالي كان أقل شوية زي ما قال وليد وكابتن ربيع في حتة الباك رايت. حتى لو محمد هاني داخل برضو مكان فتحي كانت هتبقى هي نفس المشاكل، لأن هاني ما عندوش خبرات، لأن الجون اللي جه فينا اللي جابه دومينيك من كرة عرضية كان محمد هاني هو اللي مشترك مع دومينيك اللاعب الفيصلي، فدي حالة من الحالات اللي هي بتخص المدافع أو المساك، فما تعملش بيها بقوة سواء إن هو بيلعب باك على الطرف أو تغطية لجوه، فدي برضو سببت مشكلة. المشكلة التانية عدم الرقابة للمدافعين أثناء سير المباراة وداخل ال 18 أثرت بالفعل، لأن احنا شفنا الهدف اللي حللناه من شوية إن أحمد فتحي باد لك الكرة جت في رجله، لأنما تمركزه الدفاع كان واقف غلط، يمكن ثلاث لعيبة على أربع لعيبة زرق من نادي الفيصلي، طبعا جت هدف عكس طبعا جت في مرمانا في هدف في مرمى الشناوي، فدي طبعا أثرت على نتيجة المباراة. طبعا الشوط الأول أنا قلت لك من قبل المباراة إن مستر نيبوشا عنده فكر عالي قوي، بيعرف يقسم المباراة. فخد اللي هو عايزه أول 45 دقيقة من حيث الاستحواذ والتهديف. هو قالها كابتن في اللقاء الأولاني كمان وإحنا قبل الاستوديو، قال لك أنا ما يجيش فيا وهحاول. يعني إحنا كمان شفنا في المؤتمر الصحفي الكلام اللي إحنا اتكلمناه هو كلمه وبالفعل حصل. يعني هو راجل طبعا فكره عالي وماشي معاهم كويس، ودي يمكن سابع او ثامن مباراه بدون هزيمه، ودي اول مره الفيصلي الاردني يكسب النادي الاهلي مرتين ورا بعض، طبعا مرتين كده مشكله طبعا مرتين. انما مرتين. بنقول نادي هارد لاك طبعا، انما عايزين نحيي فرقه الفيصلي، بنقول لهم مبروك، اداء راقي جدا واداء تكتيك على اعلى مستوى. وطبعا في نقطه بس انا عايز اتكلم فيها، اتفضل يا كابتن. اللعيبه اللي كابتن حسام اضافها لل11 لعيب او التشكيله الاساسيه، انا من وجهه نظري يا كابتن وليد كابتن ربيع هي مش اضافه. ليه؟ طبعا عندنا احمد الشيخ وعندنا عبد الله السعيد وعندنا احمد فتحي ومعلول وحسام عاشور مش جاهزين 100%، مش جاهزين 100%. قصدك اضافه للفريق كلاعبين ولا اضافه كقوه ضربه بالنسبه للفريق؟ كقوه ضربه للاعبين، وعدم الجاهزيه اثرت على اداء النادي الاهلي في الشوط الاولاني والشوط الثاني. قلت لك انا سالت السؤال ده، هل متخوفين من عوده اللعيبه بعد الفترة الراحة دي؟ هل ممكن ده تأثر بشكل كبير على الأداء ولا لأ؟ أنا اتكلمت فيها من يومين. قلت أنا متخوف من اللعيبة اللي واخدة راحات 10 أيام أو أسبوع، والكابتن حسام ممكن يستعين بيها أثناء مباراة الفيصلي. إحنا ممكن نعمل حاجة تانية، ناخد لعيب أو اتنين كويس جدا، بالإضافة للناس اللي تعبت من أول البطوله لحد اخرها. انما عايز اشكر اللعيبه اللي لعبت اول ثلاث ماتشات من البطوله، تمام، عامه كانت اضافه. وعايز اقول لك طبعا صفقات على اعلى مستوى زي محارب، زي بركات، زي بقيه اللعيبه، زي كريم مزارو النهارده شفناه بيقدر يؤدي وحركته ورتمه اسرع شويه وقدر ان هو يجيب جون. انما احنا استفدنا وما فيش مشكله. النادي الاهلي طول عمره يعني مش هيكسب على طول، ودي حال كره القدم، بنقول لهم هارد لاك، وان شاء الله نفكر في اللي جاي، ان اللي جاي اصعب. احنا عندنا بطوله افريقيا مهمه طبعا. البطوله العربيه احنا استفدنا منها استفاده 100%، مش شرط ان انت تاخد البطوله هارد لك معلش، انما انت برضه عندك بطوله مهمه جدا، اهم بطوله عربيه عندك بطوله افريقيا صح. ودي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي او النادي الاهلي كمنظومه يعني، واخد بالك؟ فانا شايف الفتره اللي جايه خلاص مفيش مشكله، نفكر في اللي جاي. وانا شايف ان البطوله كانت ليها استفاده كبيره جدا من حيث بعض اللاعبين اللي هم جهزوا وتعرفنا عليهم من الناحيه الفنيه والبدنيه، وانا بقول لهم طبعا هارد لك التوفيق في اللي جاي. طبعا كابتن ربيع، يمكن يعني تحليلك للاداء الجماعي بقى للنادي الاهلي والفردي في المباراه دي، وايضا التغيير اللي الكابتن وليد واحنا بنتكلم هاني احمد فتحي، راي حضرتك كنجم كبير وايضا احد المدربين الفنيين. بص على المستوى الاول الفني الجماعي، احنا كنا بعد المشكله عندنا كانت في وسط الملعب، 5 ضد 5، الخمسه السوليه وعاشور وحمودي وصالح وجاي، ادي خمسه هم عندهم بهاء ودومينيك وخليل والرواش ده ولوكاس اللي هو اللاعب المشاغب ده، دول الخمسه هم تفوقوا الشوط الاول، هم اللي كانوا احسن، هم كانوا افضل جماعيا على المستوى الجماعي والفردي.
الفردي كمهاره ولا كالتحامات وكقوه بدنيه كابتن؟ الفردي كحلول هجوميه وتنوعيه، هجوميه ودفاعيه. تمام. لان هو انت لو تلاحظ في معظم الوقت عنده انتشار. مظبوط. ولو تلاحظ الجولين جابوهم بمنتهى الراحه، وصولهم من الثلث الاولاني يا محمد للثاني لانهاء الهجمه بمنتهى السهوله. صحيح يا كابتن. انت فاهم ازاي؟ كان النادي الاهلي عشان تعدي من الخط الامامي تلاقي الثاني، عشان توصل لخط الظهر لا، فهم المشكله عملوا اللي بيعملوا النادي الاهلي، حافظوا على الكوره. وقفوا فوق الكوره، ما فقدوش الكوره بسهوله. خد بالك دي عملت اهتزاز. يعني النهارده انت لما تلاقيني تقابل الثقه بالثقه والتمرير بالتمرير والتحرك بالتحرك والبدني بالبدني، هتلاقي نفسك لا ده الراجل ده ند ليه. هي دي اللي فرقت. خلي بالك الشوط الثاني تحول غير عادي، لان احنا عملنا هجوم بالتغييرات. لكن انا من وجهه نظري ان الشوط الثاني فرق كبير قوي بين الاول والثاني. برضه احنا بينا 100% الشوط الثاني بتاع صالح اللي خد الولد بايد دي، بينا 100%. دي ضربه جزاء. ادي حاجه عشان بس التحكيم اللي كان اتكلم عليها المدير الفريق. طول عمرنا ده اللي بيتظلم مش التحكيم، لكن واضح ان التحكيم ده. فخلي بالك ده بينالتي كان برضه فرق معاك انت، بس مشكلتك في هدف. انما كره عبد الله اللي هو لعبها جنب القائم الشمال، ما دي هدف بصراحه عملها باتقان غير عادي. كره صالح اللي في القائم اليمين، صحيح، طلعها الحارس يا كابتن. كره الشيخ اللي بالراس، ادي هدف. احنا وصلنا كتير جدا. الشكل اتغير الشوط الثاني ليه؟ لان انت مسكت كوره، انت وقفت على الكوره، انت رحت، انت نقلت، انت استحوذت، انت سيطرت، انت امتلكت، انك حافظت على الكوره. عشان كده هديتهم الشوط الثاني كان هجوم كاسح بالنادي الاهلي، وصلت كتير جدا. ولو في توفيق على الاقل، على الاقل كنت سجلت هدف بدري، كان فرق معاك يا محمد. لكن هو ربنا كان موجود في اخر 8 دقائق بهدف. انما الحاله العامه من البدايه فرقت معاك من البدايه. اتاخرت يا كابتن، الشكل الجماعي اتاخر 45 دقيقه. هم يعني احنا باستثناء كره ازارو اللي فيها شكل اللي اتكلمت عليها مع وليد دي، خد بالك، وكم كره حمودي الشوطه، وجالنا ثلاثه كرر. انما الخطوره والترابط اللي كان مشهور بيه والتمركز في نهايه الهجمه ما كانش موجود. يعني كان خد بالك متفرعين حمودي واجايي، واخد بالك، وصالح متفرعين. نزول صالح كتير جدا خارج ال 18 ده فرق معاه برضه، خد بالك. ازارو كان كتير جدا بيبقى لوحده، فادي مشكلتنا. انما فوارق الشوط الثاني جالنا اكتر من كره، هجوم كتير جدا جدا. النهارده انت بتقابل يا محمد فريق منظم، هما برضه عشان يديهم حقهم، هما الجانب الدفاعي معاهم كان مميز جدا، بيلعبوا ولم بروح عاليه جدا، بيلعبوا بالتزام. قلت لك قبل ماتش التركيز عامل مهم جدا. الكره اللي فاتت دي فرقت معانا كمان، اللي انت ضربه الجزاء كابتن بتاعت صالح طبعا 87 طبعا طبعا بينالتي 100%. رجع تاني كده برضه فاروق مهم قوي الكره دي، هتلعب 11 دقيقه وانت 2-1، ده غير اللي انت ضيعته. انت عندك 11 دقيقه يا وليد و8 دقائق، لا يعني 3 دقائق، لا 3 و8، انا حاسب الثمان يعني هنا دي في الدقيقه 87 فاضل 3 دقائق والثمانيه يعني 11 دقيقه. طيب عندك 11 دقيقه بتلعب اتنين. بص دي ايوه طبعا واضحه جدا، فواضحه يا كابتن حتى في الكادر لما هيجي يفتح الكادر ان الحكم كان واقف قدامه اتنين، وحتى ما كانش عارف يبص على واضح ان الحكم بعيد عنها خالص يا فاروق، واضح عشان ما خدش قرار. بس لو قريب منها اللاين مان ده او اللي باين كتفه ده كابتن كان ممكن يشاور له ولا مش ده. ده 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 بره ده الحكم الرابع. الحكم الرابع الرابع ده ولا لاين مان؟ مش بالعكس هناك بيبقى هناك الحكم في انجلترا كده. هنكمل الجزئيه دي. اتفضل يا كابتن. انت بيلعبوا بروح عاليه جدا، ده لك بيلعبوا بجوانب خطاضيه دفاعي عليك عمل على اعلى ما يكون. الفريق جاهز، الفريق من الماتش الاول وهو ثقته في نفسه كبيره جدا. وخلي بالك مع البدايه النهارده ومع الهدف اللي جه في 26 اداهم ثقه اكبر واداهم تحرر اكبر واداهم تحرر. لو تلاحظ بعد الهدف بيمسكوا الكوره، بيمسكوا الكوره ويعملوا مثلثات، يمسكوا الكوره في نص الملعب. لكن المجمل العام الاهلي النهارده الشوط الثاني الفرق كبير جدا، فده سبب خساره، توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الجوانب الفنيه اللي اتكلمنا فيها هي سبب الخساره. برضه ليا ملاحظه او تعليق على الهدف. ما ينفعش النهارده كروس بان بنسبه 100% انه يترفع، يبقى محمد هاني ورامي يخرج دومينيك تقريبا مستيم ويسجل. ما ينفعش واحد في وسطين يسجل يا محمد. انا بشوف الكوره الفريق القلب ده او المدافع الطبيعي جدا بيبقى عنده حاجتين مهمين جدا، انه بيشوف الكوره وياخد الراجل في صدره. صحيح. الكوره وفي صدره، ما ينفعش قلب دفاع النادي الاهلي يدخل فيه خطا زي ده. فهارد لك وعملتوا اللي عليكم ومتشكرين جدا، والجايات احسن. طب هات لنا الجون كمان، الجون الاولاني ده بعد اذنك يا بيبو. كابتن وليد التغييرات يعني نزول احمد شيخ ومكان حمودي وعبد الله السعيد مكان حسام عاشور، اسلام محارب، محمد هاني. يعني كابتن حسام
هي دي الاوراق اللي كانت موجوده، يمكن كان الناقص بس عمرو جمال يبقى موجود جنب ازارو لو عايز تزود شويه حته ان انت ما دام بتشتغل على الكروسات يبقى في فيرود جنب. انا بس لما راح احمد فتحي، بص شوف احمد فتحي من اول ما راح كباك رايت وهو فارق جدا مع النادي الاهلي، عامل جبهه، وده اللي انا كنت اتمناه من الاول، ان احمد فتحي انت بتستفيد منه دفاعا وهجوما. لما حطيته كسرد باك وكمان ناحيه الشمال هو انت فقدت احمد فتحي نفسه يعني، ولا بقى بنفس القوه الهجوميه اللي عنده ولا بقى بالقوه الدفاعيه، بما انه حتى بيلعب كمان سرد باك على غير عدلته. انا كنت اتمنى ان احمد فتحي يبقى هنا من اول المباراه قوي، قوه شديده جدا في الناحيه الهجوميه، وبيقدر يرد وبيقدر يغطي. يعني الحته اللي قال عليها كابتن ربيع ان انا كباك رايت او باك ليفت لما بيتعمل اوفر انا لازم ادخل بقوه شديده، يعني زي ما عمل الفيصلي كده، كل الكرات اللي رافعها علي معلول ومحمد هاني او صالح جمعه او عبد الله لما نزل بيبقى في قوه في الالتحامات. محمد هاني راح ومتواجد كويس لكن مفيش قوه، الراجل طلع في حته عملها. انا لازم يكون محمد هاني مكان مندي وفي نفس الوقت مكوع وحاطط كوعه وحاطط ايده. هنا طبيعي الباك رايت عمل انه يرفع خلاص، علي ترقص فيها ماشي، بس هو في الاخر اوفر. اقف هنا بقى، اقف هنا، هنا بص هنا كان المفروض حسام يروح يقابله كابتن من بدري اصلا. اولا هاني واقف غلط سنه انه لورا، هو لازم يبقى شايف الكوره وفي نفس الوقت شايف المان وحاجز الراس حربه ده عن المرمى. كمل بقى هتلاقي الراجل ده خطف قبل هاني، بص خد خطوتين، بص بياخد خطوات قبل هاني. تمام، اقف بقى، اقف هنا. هنا دي ايه؟ كره مشتركه. انا الاقوى هو اللي هياخدها، الاقوى جسمانيا، انا اطلع واروح مكوع واروح حاطط كوعي. طبعا ناس كتير هتقول الشناوي طلع ولا ما طلعش، هي سريعه لانها معموله من جوه، اوفر من جوه قوي، هيبقى برضو فيها صعوبه، ومعمول تشيب باص اللي هو يعني فوق الرؤوس على طول. كمل بقى، كمل، بص رامي حاول ان هو يرجع خطوتين ويسيب الراجل بتاعه، لكن هنا لازم محمد هاني هو اللي يطلع ارتقاء. بص هو شايف اكتر على طول. على طول مندي اعلى، هاني هنا شايف الراجل، هو اللي مكوع، هو اللي حاطط ايده في وش هاني حامي نفسه. كان المفروض العكس، كان هاني يحط ايده اليمين ويبقى هو الارتقاء بتاعه اعلى ويطلعها، ده الطبيعي. صحيح. لكن يعني الفكره في انك انت بتوصل 10 15 20 مره بكرات زي دي، مفيش ولا واحده بتيجي، وهو يوصل بكورتين يجيبهم، يعني واحده جون واحده في العرض. جماهيرهم مش مصدقه كابتن. طبعا كابتن، يعني هو طبعا يعني مبروك، يستاهلوا لان لعبوا بقوه ولعبوا بشراسه. هارد لك النادي الاهلي، النادي الاهلي اظن انه استفاد جدا. كنا نتمنى طبعا احراز لقب البطوله العربيه، وادي رد على الناس الكتير قوي اللي قال لك بطوله سهله ومستويات متواضعه، اهو يعني القرعه بطولة قويه جدا وصعبه جدا. القرعه بتجامل الاهلي يا كابتن، والقرعه بتجامل الاهلي، مفيش اي مجامله من اي نوع، الماتشات كلها قويه جدا. وادي البطوله في قبل النهائي والنهائي هتبقى قويه جدا. بكره هتتفرج على مفرمه. صحيح. ما بين المغرب وتونس، الترجي و فتح الرباط، فتح الرباط، واللي هيوصل للنهائي مع الفيصلي هتبقى أكثر مفرمة. يعني النهائي هيبقى قوي جدا ويبقى فيه شراسة كبيرة جدا. البطولة العربية طول عمرها مش سهلة وقوية جدا، لكن احنا بنحس عشان ماتشاتها قليلة، لكن النادي الأهلي حاول، لكن لازم الكابتن حسام البدري يقف عند تضييع الفرص. يعني الله يكون في عون الكابتن حسام غصب عنه، لكن بص انت بتوصل بشكل كبير قوي وبتضيع. صحيح. بتضيع كتير قوي وفرص سهله. صحيح. اتمنى ان الكابتن حسام يشتغل عليها دي بشكل كبير. ولازم النادي الاهلي طبعا طبعا، احنا فاقدين سرد باك يعني، يعني في قلب الدفاع احنا محتاجين. وقلنا على يمينا وقلنا ان حجازي لما هيغادر لازم النادي الاهلي يعني يعمل صفقه او اتنين يكونوا من العيار الثقيل، لان المكان ده مكان بيحتاج لعيبه كتير. حقيقة. مش زي اي مركز. حقيقة. انت بتلعب بسرد باكين ولازم يبقى معاهم اثنين او ثلاثه بحيث ان لو حد تعور ولا حاجه. طيب اروح سريعا لزميلنا امير هشام، يعني بعد المؤتمر الصحفي المديرين الفنيين بالنسبه للنادي الفيصلي، ايضا كابتن حسام البدري للنادي الاهلي. امير مساء الخير عليك يا امير.
مساء النور عليك هارد لك يا امين هارد ليك وهارد لضيوفك طبعا هارد لضيوفك الكرام هارد لكل جمهور النادي الاهلي اكيد امير يعني ما بعد المباراه والمؤتمر الصحفي بالنسبه للمديرين الفنيين يعني اخر الجديد او الجديد في تصريحاتهم بعد المباراه خليني اقول لك طبعا يا كابتن فاروق طبعا في البدايه اجواء طبعا حزينه جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي ما كانش حد متوقع ان النادي الاهلي يخسر مره ثانيه امام فريق فيصلي الاردني في اقل من 10 ايام لكن هي دي الكوره خلينا نتكلم بالتحديد عن المؤتمر الصحفي كابتن حسام البدري شكر اللاعبين على المجهود اللي عملوه وقال ان احنا طبعا الاهداف جت نتيجه اخطاء وده وارد في كره القدم لكن انا بشكل عام بشكر لعيبه النادي الاهلي واحنا استفدنا بشكل كبير من البطوله دي من خلال بعض العناصر ما كانتش بتشارك وقفنا على مستواهم الحقيقي عشان نقدر نستخدمهم خلال المباريات المقبله قال طبعا ان هو حديث الهزيمه النهارده لكن قال ان احنا كان لنا اهداف ثانيه اكبر من البطوله دي وقال ان احنا الاهداف اللي جايه بالنسبه لنا هي الاهم وهي بطوله كاس مصر والاكثر اهميه طبعا هي بطوله دوري ابطال افريقيا لكن بشكل عام هو اكيد في حزن اكيد بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين عقد الخساره في هذه المباراه في المقابل المدير الفني يعني بوشا طبعا قال تصريحات يمكن مستفزه شويه وقال ان احنا لو واجهنا النادي الاهلي مره ثالثه هنكسبه برضه اكيد عندهم ثقه بعد الفوز علينا مرتين في اقل من 10 ايام لكن اكيد برضه كان التحكيم النهارده ليه دور لكن احنا طبعا ما بنعلقش كالعاده على التحكيم النادي الاهلي متعود ان هو يعلق على التحكيم في اي حال من الاحوال واكيد هارد لك لكل جمهور النادي الاهلي كابتن فاروق امير يعني اللاعبين ما بعد المباراه ما فيش طبعا هيبقى اكيد في بكره راحه اللاعبين اكيد في حاله حزن شديده طبعا بعد المباراه دي بعد الهزيمه هم اكيد ما كانش في توفيق النهارده بالنسبه لهم في اكثر من فرصه بالذات في الشوط الثاني يمكن احنا ادائنا كابتن فاروق اكيد المحللين عند حضرتك يتفقوا في النقطه دي ادائنا الشوط الاول بالتحديد كان سيء جدا وايضا بقى بسبب بعض النواقص بالتحديد في خط الدفاع واحمد سامي كارت النهارده في خط الدفاع وكان بقى له يمكن راجع من راحه بقى له مثلا 5 6 ايام فاكيد الجاهزيه ما كانتش مطلوبه لكن هو ظرف اتحط فيه الجهاز الفني واضطر ان هو يلجا ليه في كل الاحوال اكيد ان شاء الله احنا بنبص لقدام الفريق اكيد بيبص للمقبل اكيد هو الاهم سواء الجهاز الفني او اللاعبين وهو اكيد الهدف الاسمى والاهم بالنسبه لنا وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هو بطولة كاس مصر واكيد الاكثر اهميه بطولة افريقيا. طب امير بالنسبه لكره صالح جمعه اللي كان بيطالب بيها بضرب الجزاء انت يمكن كنت في الملعب الجهاز الفني كان موجود وكله موجود يمكن هي باينه عندنا الى حد كبير ضرب الجزاء في الملعب كانت شكلها عامل ازاي؟ لا الكره كانت واضحه جدا يا كابتن احنا كنا قاعدين في مقصوره الاعلاميين الكره كانت واضحه بالنسبه لنا جدا احنا استغربنا احنا توقعنا ان الحكم صفر ضرب الجزاء اصلا لكن استغربنا جدا ان الحكم ما حسبهاش يمكن الحكم بصراحه النهارده مش موافق خالص يعني في اكثر مباراه لكن تحديد ضربه الجزاء دي واضحه وضوح الشمس يعني طبيعي جدا ان هي كانت تحسب واكيد لو كانت احتسبت النادي الاهلي قدر يحرز منها هدف كان هيبقى قدامنا فرصه ان احنا نتعادل عارفين النادي الاهلي دايما في الاوقات الحاسمه بيبقى موجود لكن كل الاحوال قدر الله ما شاء فعل طبعا الاهلي اكيد استفاد بشكل كبير من البطوله دي واكيد الاهم القادم ان شاء الله القادم ان شاء الله بشكرك امير هشام طبعا مراسلنا ومراسل قناه الاهلي في ملعب المباراه كابتن سمير يمكن تغييرات كابتن حسام البدري ليها اهدافها من خلال سير المباراه لو حضرتك يعني توضح لنا الجزئيه دي. لا هو التغييرات طبعا عبد الله نزل وعمل اللي عليه طبعا مكان حسام عاشور بعد ما تعرض للكدمه وعدم جاهزيته انما عبد الله برده نازل مش فت 100% يعني مش فت 100% يعني يا جماعه برده لازم نتكلم ككوره وبعين المدير الفني ان احنا برده ناس متابعه وحاسين بظروف النادي الاهلي ايه. اللاعب برده اللي واخد 10 ايام او اسبوعين راحه سلبيه ويجي يتمرن اسبوع يلعب مباراه قبل نهائي بالنسبه له هتبقى صعبه جدا مش هيأدي الاداء حتى لو نزل شوط ثاني حتى يعني عايز اقول لك من لو تركيزه اصلا مش هيبقى 100% فدي التغييرات برده ما كانتش ايجابيه. انا شفت ان اسلام برده يعني التغيير بتاعه نزل متاخر ما كانش اضافه يعني نازل مكان باك انا كنت ليا راي ثاني ان احنا ممكن نتكلم فيه كان راي ان عبد الله ينزل بدري شويه ونلعب بثلاثه في خط الظهر زي الفرق الكبيره لما تعمل كده زي الارسنال بيعمل كده برشلونه بتعمل كده. لا انت عايز تجيب جون ومتاخر بهدفين فانا شايف انه ممكن كان يلعب بثلاثه عن طريق فتحي وربيعه ومعلول هما اصلا بيهاجموا بفرد واحد اللي هو لوكاس تمام قبل ما يطلع دومينيك تمام. كان واحد بيبقى راس حربه صريح والتاني تحتيه واكرم بيبقى على شمالهم عاملين مثلث هو فضلك الملعب طلع دومينيك وفي الدقيقة 80 أو 85 طلع أكرم
فما عندوش غير فرد واحد افضل اللاعبين اكرم بالظبط كده. انا كان ليه حل اللي انا قلته لك ده، يلعب بثلاثه في خط الظهر، ان انت بيلعب بفرد واحد على دايره نص الملعب، فكده عندك مساحه كبيره جدا تعرف تستغلها من على الاطراف ومن على خطوط اللي هي من ورا الخطوط زي عبد الله ما بيتحرك، وعندك الشيخ لما نزل وكان نستغل سرعه وليد ازارو ودومينيك في الكور سوري اجاي في الكور العرضيه، كل دي كان ليها حلول ثانيه. انما انا شايف عدم جاهزيه اللعيبه اللي اشتركت النهارده اللي كانوا اضافه للفريق مع اللعيبه اللي لعبت البطوله، انا شايف ان هم ما كانوش جاهزين، عشان كده ما كانوش اضافه قوي يعني للفرقه. طيب كابتن، يمكن الملعب ساعات عبد الله وصالح يمكن خصائص قريبه من بعض. النهارده كابتن حسام يعني زي ما بنقول مجازفه ان يلعبوا الاثنين للمده دي الطويله في الملعب جنب بعض، يمكن نتائج يعني هو كابتن حسام بيفكر ان الفرقه اللي قدامه مش هتهاجم، فبالتالي وجودهم في الحاله الهجوميه تفيده بشكل كبير. ما احنا قلنا الماتشات دي يا محمد مهم جدا المفاجآت فيها ومجازفات، وانت عملت كده في ماتش الفريق الجزائري نصر، فريق الجزائري كسبناه 2-1 2-1، ما هو انت مطالب منك مش على حساب واجبات. بس انا كان ليا تعليق على الهدف اللي دخل فينا الاولاني، يعني نفسي نجيب الهدف. هات الهدف بعد اذنك الاول، بعد اذنك اجيبه. عليها تعليق في بالنسبه للجانب الدفاعي يا محمد. حجم النادي الاهلي كبطل افريقيا وبطولات ما شاء الله وجائز فني على اعلى مستوى. حضرتك الهدف ده الهدف بعد اذنك اجيبه الهدف الاول هو ده؟ هو الهدف ده. يعني بص ادينا مساحات. تمام هيعدي وقف بس خليك واقف كده، الله ينور عليك. ما ينفعش اربعه. بص اولا الانتشار مش مظبوط، التمركز اتنين، ده يبين لك ان الحاله الدفاعيه مش مظبوطه يا محمد. اربعه على واحد ما ينفعش، دي واحد مربع يعني، خلي بالك ادي مربع احمر في وسطيه واحد، خلي بالك اللي على شماله ده لو اتلعبت له برضه ده خطر جدا، خد بالك. وبعدين تبص بقى في ال 18 اربعه على ثلاثه، ده اول مره للنادي الاهلي تحصل كده. ما انا بقول لك ما الحاله دي حاله مفيش فوقان، خد بالك مفيش مدافع مفيش تركيز. فانت اللي اتعلمناه وعرفناه انك اول حاجه في حالتك الدفاعيه انك الارتداد، واخد بالك، التمركز، الضغط يا محمد. انت معايا؟ تمام يا كابتن. مفيش ده زاد. انت عندك في ال 18 مفيش رقابه، واخد بالك، مفيش رقابه، مفيش تغطيه، مفيش توازن، الوقفه مش مظبوطه، عشان كده الجول دخل فيك. فما ينفعش النهارده 1-2-4 في سبعه من الاهلي وفي سته من الفيصلي الاردني ويروح يجيب فيه جول. فمن هنا الجانب الدفاعي ياخدوا عليه طبعا درجه وحشه جدا. الموضوع العبره مش بالعدد طبعا. العبره بالصح. ممكن لاعب واقف صح يمسك اثنين في 18، فده بالنسبه لي الهدف. انت وجهت لي السؤال اللي قلت ايه بقى السؤال؟ لا قلت لك عبد الله السعيد وصالح ما فيش مشكله، هم اتنين كبار مع بعض، ورجع صالح في وسط الملعب وخد بالك، وادار عبد الله في مكانه وعبد الله راح. وانا من وجهه نظري والله العظيم الشوط الثاني شوط رائع وشوط كويس والناس حاولت فيه، وقلنا عدم التوفيق في الشوط الثاني. عندنا اخطاء دفاعيه، عندنا حاله، عندنا سيطره كان بعد عن حاجات كثيره جدا، لكن الفوارق لو كنا سجلنا الهدف ده بدري كان فرق مع النادي الاهلي. اللعيبه عملت اللي عليها وحاولوا وكانوا يعني مقاتلين لحد اخر لحظه ومحدش اثر خالص، وفي حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق. بقول لجمهور الاهلي النهارده مفيش عدم توفيق، لكن كل اللعيبه بجهازهم الفني عملوا اللي عليهم وكتر خيرهم، متشكرين جدا. حقيقي. خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي الفني عن المباراه واسباب الهزيمه، وهل الوقت كان فعلا مستنبوش؟ انا كان سؤالي كابتن وليد في بدايه الاستوديو، الوقت كان بالنسبه له مهم؟ اعتقد ان ده واضح من خلال طبعا الهدفين اللي احرزوهم، وابتدوا يضيعوا الوقت من خلال طبعا بعض مش يعني زي شمال افريقيا كده ما كانوا بيعملوا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، يعني نفس الاسلوب تقريبا في هذه المباراه. فاصل ونرجع نكمل مع دوف. تصريحات كابتن حسام البدري بعد المباراه، بيتكلم كابتن حسام ان المباراه كانت من طرف واحد بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا بيتكلم عن الحكم والتحكيم، كابتن حسام البدري كان بيقول ان الحكم حرمنا من ركله جزاء واضحه تغيرت بشكل كبير نتيجه المباراه لو كانت احتسبت بشكل للنادي الاهلي. الفيصلي الاردني لم يصنع اي خطوره باستثناء الاخطاء الفرديه اللي احنا عملناها، واجهنا
او واجهنا عدم توفيق بالنسبه لفرصنا اللي ضيعها. كابتن حسام يمكن بياكد على كلامك كابتن في حته عدم التوفيق والفرص الضايعه اللي كانت بتواجه فريق النادي الاهلي. اكيد طبعا الكابتن حسام بيحمي لعيبته يعني مبدئيا بيحمي اللعيبه بيشكرهم على الاداء وبصراحه هم اجتهدوا يعني عايزين نقول ان خلال البطوله خلال اربع مباريات الكل كافح حتى النهارده بالهزيمه دي في اخطاء في اخطاء واضحه جدا دفاعيه خد بالك برده الله يكون في عون كابتن حسام والله يكون في عون النادي الاهلي في الغيابات انت النهارده اصابه لسعد اصابه بعديها لنجيب اصابه بعديها لباسم علي اللي كان يحل لك مشاكل كتير جدا النهارده صحيح. اصابه لحسام غالي اصابه لعمرو بركات في اخر حاجه قبليهم كمان عماد متعب اصابه فانت عندك يعني فرصه زي دي يا كابتن مسعد يعني بص احنا لو قعدنا نشغل الهايلايتس هنشوف كم من الفرص يعني هنا حمودي برضو زي وليد ازارو بيلعب على المضمون يعني اقف هنا ارجع كمان قبل ما حمودي يحطها بس انا رايح حمودي ورايح بوشي وشايف ما ينفعش احطها في الضيقه حطه بوش رجلك في البعيده هناك خالص وما تقلقش لكن هنا مش هتيجي زي الكره اللي بعديها هوريك وليد ازارو بيشوط في الضيقه وحارس المرمى واقف وقافل الضيقه كويس فصعب جدا انها تخش حتى لو عملتها على الارض ممكن اقولك وارد لكن عملتها في ايد الجون دي صعبه جدا وسهله على الجون قوي وصعب انها تدخل جدا لو كملنا هتلاقي كم من الهايلايتس والفرص للنادي الاهلي فباكد على كلام الكابتن حسام في عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي فجاه في اصابات وفي ارهاق طبعا الله يكون في عونهم ده شيء طبيعي علشان نهايه الموسم كلامك بمنتهى الامانه يا كابتن وليد واحنا داخلين بطوله عربيه واحنا لما كابتن حسام وافق ومجلس الاداره وافق على دخولها وكان الهدف منها مش يعني برضو احنا بنتكلم بمتابعه مش الحصول بقدر المكاسب الاخرى ان دخول نادي زي النادي الاهلي في هذه البطوله بينجحها انت بتجرب بعض اللاعبين بعض الصفقات الجديده ضربه جزاء دي ولا لا؟ لا لا, لا, لا. هو حمودي كان لازم يهتم انه يروح ورا الكوره مش يحاول يعني هنا بص سند وسند كويس وكان لازم يعرف ان حارس المرمى بره كادر الجول اكمل جري عادي هنا بص حتى رجله اليمين بدأ هو يعني ياخد قرار الوقوع مع انه هو لو راح ورا الكوره وسندها وحطها لوليد ازارو او حطها يعني مكان الست ياردة المرمى الخالي كانت ممكن تبقى حيب. احسن من كده فانا بكلم هذا كابتن ان انت الهدف من البطوله يمكن كان من البدايه كان احنا بنتكلم ان احنا يعني مش 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 بقدر ان انت ما تاخدهاش لا طبعا النادي الاهلي مطالب ان هو بياخد اي بطوله بيدخل فيها ولكن كان الهدف الاول والاخير هو انك اللاعبين تقف على مستواهم بشكل كبير تعرف مستواك الفني انت وصلت فيه فين من البطوله العربيه او الدول العربيه ولكن طبعا انت قابلت منافسين اقوياء يعني الفيصل يا كابتن واضح جدا من مستواه النهارده ويمكن كنا بنقول 9 نقاط لا فريق كويس لكن النهارده بيأكد بشكل كبير انه فريق منظم فريق طبعا. كويس بالعكس هو عمل لك بروفا دي هجمه حلوه قوي عملها صالح مع علي معلول كره جون برضو يعني هارد لك كره لو عدت وليد ازارو جون بص هو عمل لك بروفا حلوه قوي قوي للفرق اللي هتقابل النادي الاهلي على طول يعني هو جيم هجومي وبيلعب قصادك فريق بدفاع بنسبه 80-90% وبيلعب على هجمات قليله جدا مرتده كل الفرق بتقابل النادي الاهلي كده وخصوصا كمان بقى لما هتروح لشمال افريقيا انت رايح للترجي في افريقيا هتلاقي في تمركز كويس قوي للدفاع هتلاقي في العاب هوا بشكل متميز جدا لخط دفاع الترجي هتلاقي التكنيكال بتاعهم والاستراتيجيه بتاعتهم وتقفيله المدير الفني قويه جدا فبالتالي انت عملت بروفا حتى كمان على الكاس هتلاعب برضو وادي دجله هتلاعب نفس المنطق او سموحه هتلاعب نفس المنطق هتلاقي بعد كده اذا وصلت نهائي الكاس في نفس بنفس الطريقه انت هنا بس ضغط النادي الاهلي بص النادي الاهلي ساب مساحات يعني كابتن بص تحس ان الضغط نفسه مش منظم مش طبعا. منظم انت بتخش في لعيبه ممكن تخش مكان لعيب تاني ده في حد ذاته هي دي وحتى الكره دي يعني لو رجعنا بيها هتلاقي في يعني ضغط عشوائي من النادي الاهلي في عشوائيه في الضغط يعني هنا محمد هاني هم ضغطوا 5-6 صالح اترقص ماشي هنا لما يجي اوف بقى اوف هنا لما يجي علي معلول يضغط حاجه من اتنين يا السوليه ياخد باله من اللي وراه اللي بيتحرك يا اما عاشور حسام عاشور يروح يضرب سبرنت على الراجل اللي ورا الحكم لكن كمل بص علي ضغط كويس لكن السوليه مش ضغط كويس وعاشور مش ضغط كويس فالراجل خطف من وراهم ادي واحده اتنين هنا
هتلاقي فيه حاجتين، اجايه متاخر مع الباك رايت، وحمودي مش موجود اصلا مع الباك ليفت. يعني هنا برضو هنا الراجل لما هيرقص، انا دي مش عجباني الطريقه اللي ما الطريقه اللي رشحها الكابتن ربيع، بس وقف هنا، بس هنا فين حمودي؟ هنا كان بيعملها وليد سليمان وبيعملها من الناحيه الثانيه مؤمن زكريا، ان انا في الحاله الدفاعيه لازم اكون موجود لما الباك رايت بتاعي محمد هاني يضم، لازم الراجل اللي رقم سبعة ياسر او يوسف الرواش ده رقم سبعة اللي باين لنا ده اخر واحد في الكاد ده، لازم يكون حمودي هنا لازم. انما وانت عندك هناك اربعه مش ضاغطين، متواجدين لكن مش ضاغطين، فبالتالي النادي الاهلي ما ضغطش الضغط اللي احنا متعودين عليه، خصوصا الشوط الاول. الشوط الثاني اشتغلوا بصراحه بشكل كويس قوي، كمل بقى هنا ممكن تعدي الناس دي كلها وتروح لنمرة سبعة، يعني ممكن كانت تعدي وتروح لنمرة سبعة برضو انفراد او لوحده. فبالتالي اخطاء هياكد عليها الكابتن حسام خصوصا الشوط الاول، لكن برضو ده مش معناه ان الكرات دي او الفرص دي تيجي جوان. يعني النادي الاهلي صنع فرص اخطر من دي بكتير على مدار الموسم، مدار الموسم في الدوري الممتاز انت ما دخلش فيك يعني غير 9 اجوان وكان من فتره قريبه 4 اهداف بس. يعني بس هي الفكره في حاجه، انا ما عنديش مشكله ان الفرص دي تدخل اجوان في النادي الاهلي لان في الاخر هي الكره كده، لكن انا عندي مشكله تانية ان انا بصنع فرص اكتر من كده بكتير لكن ما بجيبهاش. الكره دي اتكررت لوليد ازارو واجايه النهارده اكتر من 5 6 7 مرات في الحته دي. صحيح. بس ما بيجيبوهاش، الديفنس هو اللي بياخدها او حارس المرمى، فبالتالي عندنا مشكله في التضييع خصوصا بقى في المباريات الصعبه. يعني انت هتلاعب الترجي او هتلاعب سموحه في قبل النهائي، انت لازم فرصه كابتن بالظبط، هي دي النقطه اللي انا مختلف فيها مع خط هجوم النادي الاهلي. كابتن سمير بتاكيد على كلامك، كابتن وليد ايه اللي انت شايفه من وجهه نظر حضرتك السبب ان انت بتضيع الفرص دي؟ عدم التركيز. انا لما كنتش مركز بفقد حاجات كتير قوي، معدلات الجري بتاعتي بتقل، الجامب بتاعي بيبقى مش صحيح، الشوتنج على الجون ما بيبقاش صحيح، كل ده عامل التركيز رقم واحد. ان لو اتكلمنا النهارده على الفرص، يمكن النادي الاهلي ضيع اكتر من 13 فرصه غير ضربه الجزاء. وطبعا زي ما كابتن حسام قال ان المباراه من طرف واحد بس هي مش 90 دقيقه. يعني من طرف واحد ممكن تكون ال 45 دقيقه الثانيه الشوط الثاني، لان الفيصلي لعب 45 دقيقه الاولانيين. نيبوشا المدير الفني للفريق الفيصلي عمل كل اللي هو عايزه من حيث استحواذ تحرك تهديف، فدي كانت ميزه لفرقه الفيصلي، وكان عنده انتشار كويس جدا في نص الملعب، وكان بيعمل الرقابه والضغط على لعيبه نص الملعب، على حسام عاشور والسوليه وصالح ووليد ازورو لما كان بيهز نص الملعب، واجايه وحمودي كانوا بيعرفوا يقطعوا منهم الكوره، عشان كده هم كان شكلهم احلى في الانتشار والاستحواذ والباص. احنا شفناهم كذا مره بيمسكوا الكوره تحت رجلهم وبينقلوا وبيعملوا جبهات وبيضيعوا اجوان واحرزوا هدفين. يعني عايز انا استاذنك بس كابتن سمير، بس معايا كابتن احمد كشري نجم الاهلي السابق. كابتن احمد مساء الخير عليك. كابتن احمد الخير يا كابتن فاروق، مساء عليك وعلى كابتن ربيع، كابتن وليد، صلاح الدين، وكابتن سمير كمونه. كابتن سمير كشري، يعني هارد لك كابتن كشري النهارده، يعني خروج من دور النصف النهائي من هذه البطوله، بطوله عربيه اللي بتقام في مصر، ويمكن النادي الاهلي يمكن انت واحد من هدافين النادي الاهلي في البطوله العربيه والبطولات العربيه، يعني رايك في اسباب الخروج بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله اولا هي طبعا البطوله يعني الوقت بتاعها ما كانش صالح النادي الاهلي، لانها جايه بعد موسم كبير قوي النادي الاهلي بيشارك كل البطولات. الوقت ما خدمش النادي الاهلي، وبرده ما خدمش بصراحه النادي الزمالك، يعني جه في وقت نهايه موسم طويل جدا، مباريات كثيره، النادي الاهلي بيلعب افريقيا وبيلعب كاس مصر وبيلعب الدوري وبيلعب تصفيات، يعني واللعيبه كمان بتلعب في المنتخب. ففي يعني كابتن حسام حاول ان هو يريح بعض اللاعبين، ويمكن نجح في ده. انا شايف ان هو نجح في ده، لان الاهم اللي جاي يعني البطوله العربيه بطوله مهمه وكبيره، ولكن برضه سوء الحظ يعني كان ضد النادي الاهلي، خاصه بعد طبعا احمد حجازي مش موجود وسعد سمير قلب الملعب، لما موجود المدافعين اكيد بيحصل اهتزاز، واحنا شفنا صحيح المباراه الاولى خسرنا بهدف يعني خطا من سردباك، والنهارده برضو في اخطاء في قلب الملعب بالذات في حته السردباكين،
فطبعا اثرت، لان دول اهم حاجه. اللي بيديك الثقه في الملعب وبيخليك تشتغل بحريتك هو الحته الدفاعيه، قلب الملعب. صحيح. فطبعا يعني دخل في النادي الاهلي اهداف في وقت النادي الاهلي هو المسيطر. يعني النهارده النادي الاهلي بادئ المباراه بتوازن، وفي هدف النادي الاهلي من كوره فيها طبعا خطا، ما فيش تغطيه من وسط الملعب. يعني انت لو شفت الكوره اربع لاعبين من الفيصلي جوه 18 على ثلاث لاعبين، فطبعا ده يعني نقول كسل من اللعيبه اللي في نص الملعب ما رجعوش فالهدف دي. ولكن النادي الاهلي يعني البطوله دي اكيد استفاد بيها، ان في لازم نبص للايجابيات اللي حصلت في البطوله، ان وليد ازار والنادي الاهلي بيدخلوا في المجموعه وبدانا نعرف امكانياته، ولاعيب مجتهد ولاعيب كويس. في بعض اللعيبه كابتن حسام بدا يرجع عشان البطوله المشجعيه اللي هي كاس مصر، وفي بطوله افريقيا الاهم. فطبعا يعني النهارده سوء توفيق في ضربه جزاء، يعني لو كانت اثرت على المباراه النادي الاهلي، يعني متهيألي لو كان جاب حسب ضربه جزاء اعتقد النادي الاهلي كان قادر ان هو يعود للمباراه. لكن عشان اكون صريح معاك، التايم بتاع البطوله اثر كتير. يعني لو كانت جت في وقت غير الوقت اللي بتتلعب فيه البطوله دي اعتقد كان من السهل للنادي الاهلي يحصل على البطوله. ولكن برضه البطوله فيها ايجابيات، اسلام محارب بدا يخش في الفرقه، بدانا نشوف بعض اللاعبين، عمرو بركات بدا يعني يسيب اثر ايجابي عند اللاعبين عند الجمهور. فبقول النهارده لك دي كوره في الاول والاخر يعني. صحيح يا كابتن كشري، يمكن انت واحد من الهدافين زي ما قلت لحضرتك، او بقول للساده المشاهدين كابتن احمد كشري واحد من هدافين البطولات العربيه، بالاضافه طبعا لنجوم كتير من النادي الاهلي في هذه البطولات. يعني عدد الفرص اللي ضاعت ويمكن نجومنا في الاستوديو بيتكلموا عليها، وكابتن حسام كمان بيتكلم عليها، ان في واجه الفريق عدم توفيق كبير في هذه المباراه، زي طبعا الجزء التحكيمي. بتشوف الفرص دي سببها ايه؟ ان انت بتضيعها بسبب ايه؟ كابتن سمير كان بيتكلم عدم التركيز، كابتن كشري وجهه نظره ايه؟ والله طبعا احنا في لعيب جديد دخل على المجموعه، وليد ازار، ولعيب عايز يثبت وجوده وعايز يعمل حاجه، في نفس الوقت هو لسه جاي مش حافظ طبعا السيستم بتاع النادي الاهلي واللعيبه، انت عارف يعني انتوا المجموعه اللي معاك لعيبه كتير وكباتننا، احنا كنا لما بنلعب مع بعض ويبقى في تجانس كنت بعرف مين اللي هيرفع الكوره، هترفع مين، هتحركه ازاي. لعيب لسه داخل جديد مع الفرقه، لسه ما خدش على السيستم بتاع النادي الاهلي، بيحاول يجتهد في الخط الهجومي، في تغيير في الخط الهجومي، ان هو بيلعب وعمرو جمال ما بيلعبش، عماد متعب خد شويه مع الفريق، فكان في تغيير كتير في الحته اللي قدام. انت عارف ثبات التشكيل هو اهم عناصر النجاح في البطولات دي، ولكن النادي الاهلي كان بيغير لانه طبعا عايز عنده ضغط من الدوري ومن البطولات اللي لعبها، فريح لعيبه. فدي جت على الحته الهجوميه في النادي الاهلي، وخاصه انت شفت فريق الفيصلي، مع احترامي ليه طبعا نقول له مبروك على ان هو صعد، ولكن فرقه من الماتش الاولاني بتلعب من ثلث ملعبها، يعني هي متكتله كلها جوه 18، فعايزه نوعيه لعيبه معينه، كور العرضيات اللي هم بيشتركوا بالهيدرز والحاجات دي، لكن مفيش كان فرص يعني نقول اللي هي ايه، يعني في امتحانات ان اللعيب نقدر نحكم على اللعيبه او نقول اللعيبه ضيعت. جت فرص النادي الاهلي، لكن برضه في نفس الوقت فريق الفيصلي كان موفق جدا في المباراه الاولى والمباراه بتاعت النهارده. يعني شوف حتى الهدف الثاني بتاعه في وقت يعني وقت عجيب، وفي نفس الوقت صحيح يعني هدف مباغت يعني. صحيح. فطبعا دي بتاثر على اللعيبه اللي قدام. حقيقة النهارده لما تلاقي نفسك وانت بتهاجم بادئ المباراه بتخش في الجون وانت اللي ماسك الكوره، وتيجي ماسك الكوره بعديها وبتحاول انك تعوض تلاقي دخل فيك هدف ثاني، بتاثر على اللعيبه كلها. فبدا النادي الاهلي في اخر المباراه يلجا للكور الطويله والكور اللي هي داخل الصندوق عايز تجيب هدف باي طريقه، فما بقاش في شكل هجومي للنادي الاهلي نقدر نقول ان الفيرود يقدر ان هو يجيب هدف، هو عايز يخطف، الفيرود عايز يخطف بس في وسط الزحمه، زي ما حصل الماتش اللي فات نزل عمرو بركات في ودقه في ال 18 راح جايب لنا هدف، لان الفرق عارفه امكانيه قدرات النادي الاهلي. صحيح كابتن كشري. كابتن كشري يعني خلاص يعني المباراه بنطوي الصفحه زي ما احنا بنتكلم كده، وكانت مباراه الى حد ما زي ما بنقول بنواجه فيها سوء توفيق، لكن المباراه القادمه بقى سواء بقى للكاس او لبطوله افريقيا بتشوفها ازاي في المرحله القادمه والتجهيز بقى بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي بدا الكابتن حسام النهارده يرجع العناصر الاساسيه في كتير، احمد فتحي، عبد الله السعيد، طبعا مع عوده برضه بعض اللعيبه المصابه واللي خرجوا من التشكيل، لا شكل الاهلي هيتغير، لان
النهارده انت بتلعب البطوله دي مش بقوامك الاساسي. فالنهارده انت خلاص هترجع باللعيبه اللي ريحوا واللي خدوا فتره راحه وبدا النهارده يدخل مجموعه منهم، لا هيبقى ليها شكل ثاني، شكل فيه جديه اكتر. احنا المباراه النهارده يعني يمكن من مشاهدتنا المباراه الاولى كل مصري ما حدش كان عنده يعني نسبه 30-40% ان الاهلي يخلص، يعني احنا كنا بنقول الاهلي هيخلص المباراه، لكن المباراه مش في اتجاه ثاني يعني، وده وارد ان انت تبقى الافضل وتلاقي المباراه مش في اتجاه ثاني. صحيح. لكن طبعا كاس مصر النادي الاهلي هيستعد بالقوه الضربه بتاعته لان هي مباراه قبل نهائي، وفي نفس الوقت انت عندك بطوله افريقيا الاهم كمان بعديها، فاكيد بطولتين مهمين. اعتقد ان النادي الاهلي هيرجع للتشكيله الاساسيه واللعيبه اللي كانت مريحه، فانا عايز اقول بس لجمهور مصر والناس النادي الاهلي يعني نادي كبير الجمهور كان جميل الصراحه النهارده، حتى كان بيشجع لاخر دقيقه كابتن كشري، وكان قبل كده في المباريات اللي قبل كده يعني جمهور واقف، يعني جمهور النادي الاهلي دايما واقف ورا فريقه بشكل كبير. طبعا احنا متعودين على كده فاروق، يعني جماهير النادي الاهلي، احنا ليه بنقول جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه؟ لان هي عارفه وحاسه. صحيح. اللي بيعملوه اللعيبه بالكاد، النهارده اللعيبه ما قصرتش، لكن في ماشي في اخطاء، لكن اللعيبه حاول تستهدف ومثل المباراه مثل الكوره طول المباراه، ولكن في توفيق وعدم توفيق. صحيح. وكلنا عارفين وكلنا يعني في المجال، فمش دي البطوله يعني نزعل ان احنا واخدين عن ان احنا ناخد بطولات، بس احنا عندنا الاهم النادي الاهلي حقق السنه دي الدوري برقم قياسي، ان هو ما بيتهزمش من اي فريق، دي حاجه برضه ايجابيه تحسب للجهاز الفني بالكامل، والكابتن احمد ايوب ادار برضه الفتره اللي فاتت بشكل كويس، والكابتن حسام جه، يعني احنا عايزين نقول ان اذا كان في سلبيات بس الايجابيات اكثر، يعني هنقول اكيد اكيد اللعيبه ووليد ادار، فالنادي الاهلي كبير وان شاء الله باذن الله يعني المرحله الجايه اهم. اكيد. البطولات اللي هي ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله عليها ان شاء الله. ان شاء الله كابتن كشري، كابتن كشري نجم الاهلي السابق وطبعا واحد من هدافين هذه البطوله، البطوله العربيه، بشكره شكرا جزيلا. عايز اروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن هذه المباراه والرسالات بقى القادمه للنادي الاهلي، اكيد بنطوي هذه صفحه او صفحه هذه البطوله وهذه المباراه، نتكلم بقى في القادم، عندنا مباراه في برضه في مباراه النصف النهائي في كاس مصر، ثم مباراه الترجي في كاس افريقيا او بطوله افريقيا ان شاء الله، اللي احنا طبعا بنجهز لها من دلوقتي بشكل كبير. هو قادم بعد هذه البطولة اعتقد يعني استجهازات لكابتن حسام البدري، خصوصا بعد ما ريح بقى بعض اللاعبين، خصوصا يعني البطولة العربية انتهت بالنسبة لفريق النادي الاهلي، تجهيز لكأس مصر لمباراة وادي دجلة في قبل النهائي لكأس مصر، ايضا بطولة افريقيا ومباراة الترجي، كل التجهيزات دي في سبيل الحصول على هذه البطولتين. كابتن ربيع يعني خلاص انت بتقفل صفحه وبتتجه للصفحات القادمه والبطولات القادمه. امر الله عليهم وكتر خيرهم وفي توفيق، لان النهارده ما كانش في توفيق خالص، متشكرين خرجنا وبكل التوفيق، وبطوله ناجحه جدا جدا، والتجمع جميل وحاجه جميله جدا، وترابط غير عادي من فترات كبيره ما شفناهوش. فطبعا الدوره في مصر نجحت بامتياز بفضل الله سبحانه وتعالى، والجمهور طبعا كان له دور كبير جدا، ناس المنظمه، فالجميع تشارك عشان ينجح البطوله، فالبطوله ناجحه لحد اخر مباراه. فارضك النادي الاهلي، وانت بتبتدي بقى نفكر في سموحه ان شاء الله كاس مصر، بطوله وخرجت مرحله وعدت، والمرحله الجديده هي ازاي نستعد لسموحه في كاس مصر عشان اوصل بيها النهائي، طموح مشروع جدا، التزام سروره سموحه. فربنا يوفق طبعا الفرقه ان شاء الله تعالى، وقف حسام البدري بجهازه الفني باذن الله، وكلنا وراه
وبالتوفيق ان شاء الله. انا اسف، هي سموحه فعلا، معلش انا يعني انا كنت كابتن وليد برضه نفس الكلام، والاستعدادات خلاص انت يعني ما عندكش حاجه خلاص تبكي عليها، الموضوع انتهى، مباراه بتخلص انت بتفكر في اللي بعده. النادي الاهلي كبير بجمهوره، كبير ببطولاته بتاريخه، فبالتالي انت بتفكر في البطولات القادمه. اكيد لازم يبقى في تقرير عن البطوله العربيه، صحيح، ايجابياتها وسلبياتها. مهم جدا ان انت تقف على الايجابيات عشان تحسنها، ومهم جدا انك تقف على السلبيات عشان تتلافاها. النهارده كابتن حسام اكيد شاف كل المراكز، اكيد شاف كل مركز، هل اللعيبه اللي موجوده فيه مين يصلح يكمل مع النادي الاهلي السنه الجايه، هل مين هيغادر، هل شكل الخريطه بتاعه الفريق هتبقى عامله ازاي، هعمل ايه في موضوع السردباكات، هعمل ايه في الديفندر، هعمل ايه في راس حربه، هل عمرو جمال هيغادر ولا هيقعد، هل لو غادر هيبقى في حد تاني يكون موجود ولا لا، هل هعمل ايه في الكتيبه اللي موجوده تحت رؤوس الحربه، هل مين هيغادر ومين هيقعد. بص، تقييم كامل وتقرير مفصل عن حاله النادي الاهلي انا بشوف بعد انتهاء السنه. انا وجهه نظري ان السنه خلصت، يعني وجهه نظري الشخصيه ان سواء الكاس او بطوله افريقيا فهم في السنه الجديده. انا اول ما بدخل في شهر 8 ودخلت في شهر وهدخل في شهر 9، انا شايف ان ده موسم انتهى. لعبنا فيه بطولتين، خدنا الدوري، كنا نتمنى ان احنا ناخد البطوله العربيه سريعه لكن ما حصلش نصيب. لكن انت دلوقتي داخل على كاس مصر وداخل على بطوله افريقيا، المفروض باوراق جديده، والمفروض بقائمه جديده، والمفروض بناس بتقيد في افريقيا وناس بتخش وبتعمل احلال وتبديل. انت رجعت احمد الشيخ، ده معناه ان دي سنه جديده. خدت اسلام محارب من سموحه، دي سنه جديده. خدت عمرو بركات قبل كده في شهر يناير، النهارده وليد ازارو جاي لك. يعني اشوف ان النادي الاهلي يقف على الاوراق كلها ويعيد تقييم الحسابات، ويبتدي الكابتن حسام يحط بقى الاستراتيجيه بتاعته، مين اللي هيكمل معاه للسنه الجايه ومين هيغير. حقيقي كابتن سمير، تقييمك للمرحله القادمه؟ طبعا كابتن ربيع اتكلم كويس جدا، وتقييم هايل مع كابتن وليد صلاح الدين. طبعا مفيش اجمل من كده، يعني بيتكلم للصالح العام، ودي النقطه المهمه اللي انا هقف عندها. بنتكلم للصالح العام في مصلحه النادي الاهلي. عندنا مشكله في خط الظهر، عندنا طبعا تجهيز مساك من بعد رحيل حجازي، دي نقطه مهمه جدا نقدر ان احنا نقدر نتعامل مع التلات اربع مساكين اللي معانا بطريقه يعني بروفيشنال. احنا شفنا ان ديودار تعاقدنا معاه لمده 3 سنوات. كل دي امور بتجهزك لكاس مصر قبل نهائي كاس مصر قدام سموحه، والبطوله الاهم والاكبر والمحببه لينا كلنا كاهلاويه، بطوله افريقيا. صحيح. قدام فرقه الترجي، فرقه تقيله، فرقه بتعرف تلعب كوره، فرقه تكتيكيا على اعلى مستوى. كل ده يعني عايز اقول لك نواحي فنيه نقدر نتعامل معاها من دلوقتي، تحضر نفسك من دلوقتي عشان ما نقعش نفس اللي احنا وقعنا فيه النهارده. النهارده بنقول هارد لك، وارد، مفيش توفيق، طبعا عدم استغلال الفرص، حاجات كتير قوي اتكلمنا فيها. ان انا بقول هارد لك، الناس كل الناس عملت اللي عليها، الجهاز الفني وجماهير واللعيبه اللي لعبت اول 3 مباريات، حتى اللعيبه النهارده اللي الناس بتحاول وبتضيع وما عندهاش اي مشكله خالص، تحب ناديها ونازله بروح قويه جدا ومتحمسه ان هي تتعادل. لكن احنا كنا متاخرين بهدفين، كانت الامور صعبه جدا. لكن العوده بقى، العوده لمستوانا الطبيعي ان شاء الله، والتنظيم واللعب الهجومي واللعب الجماعي اللي معروف بيه النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا عارف ان الكابتن حسام يعني ذكي جدا، بيقف عند نقط معينه زي النهارده كده ويقدر يشتغل عليها، يبدا يشتغل عليها، يجهز بعض اللعيبه اللي مش جاهزه، اللعيبه اللي هي مش محتاجه الفتره اللي جايه هيقول له انا مش محتاجه. صحيح. عشان يعني ذهنيا يبقى متفرغ لبطولتين يعني احنا محتاجينهم. أكيد. محتاجينهم ان هم ينضموا في رصيدنا ان شاء الله. نتمنى التوفيق كابتن حسام والجهاز الفني. بنشكر اللاعبين ان هم ادوا بطوله على اعلى مستوى، ظهرت فيها سلبيات وايجابيات، لكن انا من وجهه نظري ان هي الايجابيات اكتر، ان احنا اكتشفنا اكتر من نجم، والنادي الاهلي طبعا يستفيد منه في المستقبل ان شاء الله. كابتن سمير انا بشكرك، بشكرك جدا يا كابتن وليد. شكرا كابتن فاروق. كابتن ربيع بشكرك، شكرا كابتن. انا اكيد بطوله احتضنتها مصر، واكيد وجود فريق كبير زي النادي الاهلي كنا نتمنى طبعا وجوده في النهائي هينجح بشكل كبير
البطولة لغاية نهايتها. ولكن طبعا الكرة هي دي كرة القدم، انت بتلعب فرق عايزة تكسبك برضو، فبالتالي السعدات بتاعتك ممكن تكون اقل من سعداتهم، ولكن احنا زي ما نقول النادي الاهلي كان دخوله هذه البطولة هو تجهيز اللاعبين، نجاح للبطولة، حاجات كتير قوي احنا استفدنا منها. ولكن طبعا هارد لك للنادي الاهلي وهارد لك للاعبين اللي يعني عملوا مباراه جيده. سوء التوفيق كان طبعا حائل ما بينك وما بين الفوز، لكن مبروك لفريق فيصلي وصوله النهائي. وفي انتظار طبعا غدا مباراه فتح الرباط المغربي وايضا الترجي في مباراه اكيد قويه في دور قبل النهائي في هذه البطوله. توفيق للنادي الاهلي في مرحله قادمه، مباراه سموحه في كاس مصر ثم الترجي في كاس افريقيا، هو ده الاهم في المرحله القادمه. اعتقد كابتن حسام البدري من خلال كلام نجومنا نجوم الاستوديو عن المرحله القادمه هو كلام واقعي وموضوعي، ان انت تستعد، بتشوف ايه الافضل ليك، بتشوف ايه الاخطاء اللي ممكن تصلحها، هو ده الاهم في المرحله القادمه بالنسبه للفريق. ولكن يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ويبعد عننا اي اصابات، ويعني طبعا كل اللاعبين الجدد اللي دخلوا التيم يبقوا في احسن مستوى مع اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي. لكن هارد لك للنادي الاهلي، مباراه جيده، ولكن طبعا هي دي كره القدم. معاكم دايما باستمرار من خلال استاد الاهلي تغطيه لمباراه الفريق وايضا تغطيه لكل الاحداث النادي الاهلي في هذه او في هذا البرنامج، برنامج استاد الاهلي. اشكركم على خير وطبعا تصبحوا على خير.